السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سلسلتنا في الرد على أعداء الإسلام مما يعتقدهم. زي ما قلت لكم، بعض الناس قال لي إن أنا ممكن أجيب الفيديوهات القديمة اللي عندي على الجهاز لسه ما رفعتهاش على اليوتيوب وأبتدي أعلق عليها، لأن النصارى ما بيدوش الفرصة إن إحنا نعلق عليها. سيبك من المقدمة، خش في موضوعنا على طول. حوارنا مع شخص منصر ومتنصر، كان شيعي 12 بيعبد 12 إله، بقى بيعبد 3 بس دلوقتي. هذا المسيح الاثنى عشري ضحكوا عليه الامريكان لما راحوا احتلوا العراق وقتلوا اهلها، ضحكوا من ضمن الناس على الولد اللي اسمه حسين ده، وخدوه عندهم دلوقتي في امريكا عمال مذيع للقنوات التنصيريه، وبيعمل بثات يهاجم فيها الاسلام ويدعو فيها للتنصير. تعال نشوف ايه اللي ضار. عليكم السلام يا قوم جميعا. انت لما صعدت على المايك احترمتني وانا احترمتك، بس ما كان بهيك طريقه تنزلني يا شيخ محمد. يا فندم انت ما بتردش على السؤال ووجع قلبي يا فندم، حترفع ضغطي ليه ترفع ماشي ضغطي؟ اقول لك ما ارد على السؤال عادي يعني. انت ما عندكش اخوات؟ ليه ترفع ضغطي؟ ما ترد على السؤال. كل اخواني واخواتي اصغر مني، عندي 4 كلهم اصغر مني. يعني تنقطنا انا بقى؟ ما عندك اخواتك اصغر تقوم تنقطنا انا؟ ما ترد على السؤال. سمعت السؤال انت بتاع ليش انت قلت لي اصلا اساسا انت مريض نفسي، ليش شو اللي شفته بي؟ خلاص مش مشكله، خلينا في موضوعنا حقيقي. تقدر أوكي. ترد على السؤال بتاع احمد؟ سمعت السؤال بتاع احمد نبيل؟ اي سمعت سؤال احمد نبيل. ايوه، ايه سؤال احمد نبيل؟ سؤال عن المخطوطه السينائيه التي كانت في القرن الرابع. ايوه، احاول ترجمه. هو يقول فانديك، هو ليس فانديك انما العالم الدكتور اسمه فان دايك. فهو بس خليني اقول للاخوه كلمه. الشيخ محمد، انا كنت شيعي لما صرت مسيحي، والله العظيم يا شيخ محمد، بس هذه الشهاده لك، مثل ما يقول رب اكرزوا بالانجيل الى الخليقه اجمع. حلو، انا بدي اكرز لك امامك قبل ان ارد على سؤالك. صدقني يا شيخ محمد، عملت فيديو بضريح علي بن ابي طالب، وصفته بالصنم ووصفت الشيعة مش موضوعي. استنى. اللي انت هتقوله ده مش موضوعي. انا عامل البث ده لان عندي اسئله، مش عشان تطلع تقرا لي قصه حياتي. شفت يا اخوه؟ ايوه يا اخوه اكارم، كلهم كده عشان تبقى في الصوره. الاخ اللي بيسال في التعليقات، معلش يا اخي خلي الموضوع بتاعك بعد ما يخلص الفيديو، تمام؟ لان الفيديو ده بيترفع على اليوتيوب، فما ينفعش نقعد كل شويه نقطع الفيديو او نقطع الفيديو عشان نرد على الاخوان. حياكم الله يا شباب جميعا، فردا فردا، شخصا شخصا. ما في واحد متنصر او تنصر، وانا ما بنكرش ان في البعض ترك عباده الاله الحق وعبد الخروف المقتول المهان، ما بنكرش كده يعني. ما في واحد الا وزي ما انتم شايفين مجموعه من المغفلين، مجموعه من ترك الحوار ويترك الحوار بتاعك ويقعد يحكي لك قصه حياته. انا مالي ومال قصه حياتك؟ انا بسال سؤال في المخطوطه السينائيه، رد على السؤال. وعامل لي فيها منصر وعامل لي مذيع قنوات تنصيريه، جاتكوا خيبه. حياتك مش موضوعي والله العظيم. عندك عايز تروح تقرا قصه حياتك؟ يا رب، روح شوف طبيب نفسي قول له قصه حياتي كذا كذا كذا. قلت يا رب يا يسوع المسيح، اذا كنت حقيقي لا حقيقي تخلصني من ايد هذول. صدقني فرق ساعه عن الموت وطلعت. الله أكبر. طيب ما يلا خلينا احنا كمان المسيح. ودي حاجة برضو تانية، بص بيقول لك ايه، قال هو بس الاول قرب للكاميرا كده وقال لك قلت فرق عن الموت ساعة. قلت يا رب اذا كنت انت يسوع الحقيقي خلصني من الموت. ايه الهبل والدروشة ده؟ خلاص انا اقسم لكم بالله العظيم، انا ما اتحدش يعرف مش عارف قصة اسلامي ولا لا، انا كنت شخص لا ديني، وبيني وبين نفسي جلست في وقت، واقسم بالله بصدق يعني، جلست في وقت قرابه الفجر قعدت انادي على ربنا واصرخ بصوت عالي وابكي ان ربنا يهديني للحق، لاني بجد 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 كنت تعبان يعني، تمام؟ كنت زي منطبق عليا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وسبحان الله في اليوم ده بصدق والله، انا محمد نصيف يعني، نزل عليا سكينة من نوع غريب ما شفتوش في حياتي. سمعت أذان الفجر، رحت صليت، ومن ساعتها داومت على الصلاة، حياتي كلها اتغيرت.
هل انا بقى لما اكون بحاور نصراني اقول له استنى ده انت ما تعرفنيش، ده انا دعيت اله المسلمين وقلت له يا رب يا رب يا حقيقي ان كنت انت الاله الحقيقي وريني فرع عن الموت ساعه، يلا بقى امن يا مسيحيين بالاسلام. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا بنتكلم بادله ونصوص، فين البراهين؟ فين الادله على ما نقول؟ مش تحكي لي قصه حياتك؟ قصه حياتك مش هتغيرني، وقصة حياتي مش هتغيرك حتى انت كمسلم، قصة حياتي انا محمد نصيب مش هتغيرك، ولا قيد عليك ولا حجة بالنسبة اليك، ده يبقى شيء بينك وبين ربنا بالبحث العلمي بالأدلة زي ما بيقولوا. حياكم الله يا شباب جميع الاخوة، يا ريت الله يرضى عليكم في الفيسبوك اعملوا مشاركة للبث في المجموعات، والناس اللي هيشوفوا الفيديو على اليوتيوب برضو يشاركوا الفيديو في المجموعات ويعلقوا بالمفيد عشان الناس تستفيد. خلي كده المسيح يتعامل معانا السؤال بتاعه، او خلينا نخش في السؤال بتاعه. السيطرة عصرك 15 حاجز امني، يسوع المسيح معايا والان تترك المسيح؟ مش مشكلة، مش موضوعي ولا عايزك تترك ولا تقبل ولا انت ليه بالضبط؟ مين اللي استجاب لي؟ لما دعيت مين اللي استجاب اذا المسيح شيء؟ ماليش دعوة، ماليش دعوة برضه. طب استنى، بمناسبة لما دعيت لي مين اللي استجاب لي؟ ده استنى، ربك الهك اللي في السماء ما استجابش لالهك اللي على الارض، عارف ازاي؟ انا لا يكن ما خليني اكمل السؤال، ما تقعدش تقاطع، رد على السؤال اهو. السؤال بيقول الم يقل ربكم على الصليب ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت، فلماذا لم يستجب له ربه ويرفع عنه هذا الكأس؟ اولا هذا كاس العذاب، الرب يسوع المسيح هنا يتكلم بصفه الناسوت، بصفته نائب عن البشريه، فالبشريه هي التي لم يستجب له تخلص. لم يستجب له بل تركه للموت، لم كما قال بولس الرسول لم يشفق على ابنه بل تركه للموت، نعم أهو. لاجل غفران خطايا العالم. يا خبر ابيض على الجنان يا جماعه، ممكن واحد يسال ويقول انت جايب الواد العبيط ده ليه؟ ده بالنسبه لك انت كمسلم عبيط، لكن ده بالنسبة للنصارى معلم. ايه؟ ايوه، ده مش بس معلم، ده مذيع قنوات فضائية تنصيرية. يعني الواد ده بيستضيفوه على قناة الحرامية، قصدي الأرامية، وقناة الحياة، وقناة الكارما بتاعت الخمرة، بيستضيفوه على أكبر قنوات مسيحية علشان يطعن في الإسلام وعشان يمدح في الصليبية والمسيحية اللي بقى عليها. فانت ما تفتكرش ده عيل هين، ده بالنسبه لهم ده معلم ليهم، ده بالنسبه اليهم معلم ليهم. فانا جايبه ليك انت بقى كمسلم عشان تعرف لا ينصرون ولا ياخذون الا العاهات، ما يقدروا ينصروا شخص دارس زي العبد الفقير لله، ولا زي علي شباره، ولا زي سالي اللي في التعليقات الان، ولا زي احمد عمر، ولا زي شهلاء، ولا رضاك ربي، ولا مروة، ولا عبد يونس، ما يقدرش ينصر دول، بل ما يقدروش يجوا عند المسلمين الدارسين الباحثين دول، يروحوا يدوروا على الحمقى والمغفلين عشان ينصروهم، عشان يقدروا يطبقوا فيهم، بل اختار الله جهال العالم. حياك الله نور، ولا يجي عند نور مثلا، ده يروح يدور على ظلمة، يروح يدور على واحد مغفل من المسلمين او الجهلة المسلمين عشان ينصروه، انما ينصروا واحد دارس، ينصروا واحد فاهم حتى المعتقدهم هم، ابدا. هيعبد انسان يا عم، هياخدوا هيروح لناس بيعبدوا انسان، ويا ريته انسان قوي، ده انسان مضروب مقتول. يقول لي لماذا لم يستجب له؟ ده حقيقه تخلصني اذا انا اتبعتك، يعني قل لي مين اللي خلصني؟ لماذا لم؟ طب بلاش دي، خلينا نخش في تحدي تاني. شوفوا يا جماعه ما اجاوبش على السؤال، انتوا خدتوا بالكم؟ السؤال انا سالته سؤال، انا سالته سؤال ما جاوبش على السؤال. هم متعودين على كده دوما. هو دلوقتي الواد حسين العراقي ده الشيعي اللي تنصر وبقى بيعبد الانسان، بيقول لك انا لما دعيت يسوع ايوه استجاب لي. طب لماذا استجاب لي لو كان اله باطل؟ طب مش عارف ايه لو كان اله باطل؟ فانا قلت له خلاص سيبك من ده، اذا كان الرب بتاعكم الرب اللي فوق في السماء ما استجابش للرب بتاعكم اللي على الارض، فلماذا لم يستجب له؟ ده استجاب لك انت، ما استجابش لابنه ليه؟
فقعد يقول لي لا ما انا دعيته وجاوبني، ما انا مش عارف. طب وفين الرد على السؤال؟ فين الرد على السؤال في الكتاب؟ رد على السؤال اهو، السؤال بيقول: ألم يقل ربكم على الصليب إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت؟ فلماذا لم يستجب له ربه ويرفع عنه هذا الكأس؟ أولا هذا كأس العذاب، الرب يسوع المسيح هنا يتكلم بصفة الناسوت، بصفته نائب عن البشرية، فالبشرية هي التي لم تقول هذا يستجب له، الكلام تخلص. لم يستجب له بل تركه للموت، لم كما قال بولس الرسول لم يشفق على ابنه بل تركه للموت، نعم أهو. لأجل غفران خطايا العالم. أيوه يقول لي أنا مسيحي، لماذا لم يستجب له؟ إذا حقيقة خلصني، إذا أنا اتبعتك يعني قل لي مين اللي خلصني؟ مين اللي طلعني؟ لماذا لم، طب بلاش دي، خلينا نخش في تحدي تاني. ما جاوبش على السؤال يا إخوة، على فكرة ما جاوب على السؤال. شريك ممكن تجاوب لي مين اللي خلصني ومين اللي دعيته واستجاب لي؟ ماليش فيه، ممكن يكون الشيطان ويضحك عليك، اقسم بالله شيطان يكون الشيطان يضحك عليك. اسمح للشيطان، خليني، لا ده هجيب لك كمان دليل، خليني اجيب لك دليل. يسمح الله للشيطان، كيف يسمح الله للشيطان؟ لانه الشيطان يتمثل في شبه، في صوره شبه ملاك من النور. ما تعرفش النص ده ولا ايه؟ لا هذا مال تيموثاوس، اتركه مالك تجيبه، لا تجيب. ايه هو اللي تركه مالك تجيبه؟ فارس العابر، خليك محترم، العالم لم ولا انت فهمه، يا خليك محترم اخرك من الصفحه. انا مؤمن، خليك محترم، انا مؤمن لك. بالله ايمان حقيقي، كيف الله يتركني للشيطان اذا كنت مؤمن؟ جميل، الله جميل. لا استنى استنى استنى، الفاسقين ولا يهدي الظالمين وليس المؤمن. شبه ملاك نور، عشان اجيب لك ان الشيطان ممكن يضل العالم. مولود نقصه الشيطان الا عيسى ابن مريم، لا يتشبه طيب به الشيطان. شوفوا شوفوا شوفوا، شفتوا يا جماعه عمل ايه؟ شفتوا عمل ايه؟ دربت 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 دربت، عايز يعمل. انتوا عرفتوا ليه انا بعلق على الفيديوهات دوما؟ علشان الموضوع ده ساعه ما يكون بيحاورك نصراني ولقى نفسه اتزنق، تربك تربك تربك، يقعد يرمي لك اسئله 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 ورا بعض ومش هيسمع الاجابه. من ضمن بيقول لك قال ايه؟ كيف يكون عيسى ابن مريم ولم ينخسه شيطان؟ لا ده في الاسلام لم ينخسه شيطان، لكن في دينكم ركبوا الشيطان. الشيطان ركب يسوع بحسب معتقدكم. فطالما انت بتتكلم على الاسلام، اذا الاسلام حق لانه مدح المسيح وقال لم ينخسه شيطان. ما كل انسان اذا قال الدعاء الذي اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله، اذا قال احدكم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يمسه شيطان، اهو هيمنع من الشيطان. علم علم مخابيل والله. انا ليا الحق ان انا مش بس انزلك من البث، ده انا ارميك بره الصفحه كمان. ليه؟ خالفت قواعد الصفحه، صح؟ شو يلا قواعد الصفحة، قلت لك ما فيش في البث ده ولا أي يوم إسلاميات إلا يوم الحد، تعال في صفحتي واطرح ما عندك. الآن ليا الحق قدام الناس إن أنا أنزلك من البث وأرميك من الصفحة ولا لأ؟ آسف. صح ولا لأ؟ ما تتكررش منك تاني، قول آسف. آسف. أيوه كده، اتفضل. شفتوا يا إخوة؟ فين القلم؟ فين القلم؟ شفتوا العزة؟ لما تكون قوي وقاعد في صفحتك ومكانك، ما تحتاجش. اقسم لكم بالله العظيم حسين المتنصر ده مش بس متنصر، اقسم بالله العظيم بيستضيفوه على اكابر قنوات النصارى الفضائية، القنوات الفضائية، عشان يعلم المسيحيين دينهم وعشان يطعن في الاسلام على قنوات فضائية، وبيقبض بالدولار. جاي للحد عندي يقدر يتطاول على الاسلام؟ ما يقدرش. شايفين بتعامل معاه ازاي؟ قول انا اسف. قال انا اسف. عرفت مين الاغلبون؟ ها؟ عرفت مين الاغلبون؟ اهل الاسلام. لما تكون قوي ياتيك هؤلاء الخراف الضاله اذلاء خانعين. عشان الناس اللي عم بيقولي روح لزكريا وروح لرشيد وروح لمش عارف مين صفحته، وانا ليه اروح له صفحته وانا في صفحتي اقدر اعلمه الادب بالادب، اقدر امشيه على قواعدي وقوانيني انا. تعلموا يا مسلمين، تعلموا العزه يا مسلمين، عزه المسلم مطلوبه. ايه رايك؟ انتوا عارفين في البث ده واللي هيشوفه الان النصراني بس قليل الادب. تعرف النصراني طالب الحق او اراد الهدى او اللي بيحب الاسلام او اللي ما عندوش كره للاسلام، لما يشوف فيديو زي ده عادي.
لكن النصراني الحاقد على الإسلام، والله الأسلوب بتاعي ده والشدة اللي أنا بعملها والله بتهريه من جوه، بيبقى بيولع من جوه. ليه؟ شايف عزة المسلم محمد نصيف على عزة المتنصر مذيع القنوات الفضائية التنصيرية الكبرى زي الكارما وزي قناة الحياة وزي قناة الآرامية الحرامية وغيرها. تعلموا المسلمين عزة المسلم. في قواعد الصفحة قلت لك ما فيش في البث ده ولا أي يوم إسلاميات إلا يوم الحد، تعال في صفحتي واطرح ما عندك. الآن ليا الحق قدام الناس إن أنا أنزلك من البث وأرميك من الصفحة ولا لأ؟ آسف صح ولا لأ؟ آسف ما تتكررش منك تاني، قول آسف. آسف أيوه كده آسف أخي. اتفضل، آدي النص في ده رسالة أستاذهم، ده حسين المتنصر ده الأستاذ بتاعهم اللي بيعلمهم الدين. بولس، مش هو بيقول لك كيف الشيطان الرب يسمح للشيطان إن الشيطان يضل الناس؟ اتفضل يا فندم، كلامك مخالف لكتابك. رسالة بولس الرسول اتسد. اسمع السؤال، اسمع يضل السؤال الفاسقين يا ابني، اسمع السؤال، اسمع السؤال. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11 14: ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. أهو أهو الشيطان بيغير شكله للناس شبه ملاك نور، شبه ملاك، طبعا ملاك. طبعا يغير شكله وأجيب لك الشيطان الدليل الثاني، إن الرب عندكم سمح، الرب عندكم مش بس سمح للشيطان يضل، الرب نفسه عندكم ضل الناس عادي جدا. ضل الناس. مارون معاك حظر يا فندم، اي خدمه، واستنى ما نحظر مين بالمره، تعال نحظر فارس العابر، بيقولوا ايه احتياطا، حظر يا فندم، اي خدمه. اللي بعده يلا خلينا ان شاء الله النهارده كده. وبمناسبه حظر دي يا جماعه، الناس اللي ما عملوش مشاركه فين القلم؟ اعملوا اعملوا مشاركه. بمناسبة حظر دي، انتوا عارفين العيال اللي بتحظروا بيدخلوا لي نصارى المسلمين المعذرة، يقول لي اخ محمد ده انت حظر نص الفيسبوك. فعلا انا بحظر كتير جدا، انا ممكن واحد بس بكح كتب كح كده كاف حاء على في التعليقات اقوم حظره احتياطا. ليه؟ البعض داخل لي من المسلمين يقول لي اخ محمد انت بتحظر ناس كتيرة قوي، طب ما كده مين اللي هيتبقى؟ اقسم لكم بالله العظيم، عشان تعرف مين اللي هيتبقى، يمين يحاسبني عليه ربنا، الواحد من دول وقليل الأدب بالأخص بحظره من التعليقات، والله بيعمل حساب تاني ويخش عشان يتابع الفيديوهات. بيقول لك القط بيحب ايه؟ بيحب خناقه. القط بيحب خناقه. بل أقول لكم على حاجة، والله في عيال قللت الادب جدا على الفيسبوك، من ضمن على فكره الواد حسين ده، انتوا شايفينه ازاي مؤدب ما بيغلطش صح؟ والله العظيم في بساته قليل الادب، ولما بيروح عند ناس من الاخوه المسلمين الكيوت بيبقى قليل الادب برضه، لانه عارف انهم مش هيعاقبوه، مش هيدوله على دماغه. عيال النصارى قللت الادب جدا، والله تخش لي مره مثلا تقل ادبها في الصفحه، اقول له اجري العب عند امك، عند امك. انا ما يجيش عندي هنا غير المحترم، بقوم عامل له حظر، والله بيقوم داخل يطلب المايك المره التانية وبيكون محترم، لدرجه ان المسلمين اللي عارفينه في التعليقات بقول يا اخ محمد حاجتين، يا اما بيقولوا لي لا لا ده مش مسيحي، ده مش مسيحي، ده بيستعبط، مع انه هو مسيحي وعارفينه، واللي عارفينه يقولوا لي في التعليقات ويكتبوا لي في التعليقات، يقولوا لي هم ازاي بيبقوا محترمين لما بيكونوا عندك؟ انا يا عم الحاج بجبرهم، انا بجبرهم على الاحترام، لانه ان لم يحترم هدعسه، هدعسه وادعس معتقده ولا كرامة، وارمي واللي بعده، ارمي واللي بعده. حصلت ولا لا؟ في ناس كتيرة قوي متابعين الحمد لله في البث في الفيسبوك وفي اليوتيوب ومناظرين للنصران وعارفين العيال قلات الادب اللي بيطلعوا معايا، منهم عمار ابو عمار، عارفين عمار ابو عمار؟ عمرو ابو عمار ده انا اظن ان هو قصه اصلا، من احقد الناس على الفيسبوك كله على الاسلام وقليل الادب جدا على الاسلام. الناس بيستعجبوا لما بيطلع معايا بث هنا في الفيسبوك، ازاي بيبقى محترم كده وازاي بيمسك لسانه عن الغلط؟ ازاي؟ سبحان الله. بقول لهم عشان مع العبد الفقير لله. الواد اللي اسمه ديفيد
بيكون في كل صفحاته بس قليل الادب جدا ومطالع. لما بيجي عندي هنا وبياخد المايك يقدر يقل ادبه؟ امسح بكرامه دين الارض وارميه، ولا كرامه. وغيره 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 وغير. وحيدر العابر لما جالي الصفحه هنا، حيدر العابر جالي وده مذيع قنوات تنصيريه، اديته على دماغه ومسحت بمعتقده واله الارض. اول ما جه يغلط في الاسلام مسحت بمعتقده الارض ورميته بره الصفحه، ولا كرامه. انما انا اروح لهم ليه يا عم؟ ليه؟ ما انا عندي مكاني وعندي قناتي وصفحتي اللي اقدر اكون فيها قوي واظهر الحق للي عايزه واللي مش عايزه في عرض الحيطه، ويخبط دماغه في ادخن حيطه اللي مش عاجبه ساعتها. ولو ان جاء الاخ اللي كاتب، الاخ اللي اسمه مين؟ الحريف المصري، ولو ان جالي صفحتي، ولو برضه مذيع قنوات تنصيريه ومذيع قناه الاراميه الفضائيه جالي الصفحه وطلع معاه البث واديته على دماغه اول ما جه ناحيه الاسلام، اديته على دماغه ورميته بره الصفحه. شوفوا بقول لكم، غالبيه من على الساحه، كل اللي على الساحه من المنصرين ومن الفضائيين اللي بيطلعوا على الفضائيات عندهم ومن دعاة التنصير، قولي لحد عندي، لحد عندي طول ما محترم بحترمه، طول ما بيقل ادبه بنفخه حياكم الله يا اخوه جميعا، وارميه بره الصفحه. واضح؟ لعجبه انا بظهر الحق واخد الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واللي مش عاجبه، واللي مش عاجبه عرضي يعمل ايه؟ اي حد نصراني قليل الادب، او اي حد متطاول على الاسلام سواء نصراني او ملحد او ايا كان ملته، او مسلم مش عاجبه طريقتي، شوف ترعه حلوه كده. شوف ترعه كده على قدك، بس خلي بالك عشان، ويا حبذا لو كان فيها بالهارسيا، واشرب منها. حبيبي حبيبي حياكم الله يا شباب جميعا، تعال نكمل. طب معنا 20 حظر في وقت واحد. خد يا فندم النص الثاني. الله النبي وتكلم. أو مش الرب عندكم مش بيترك الشيطان يضل الناس؟ لا يا فندم، ده الرب عندكم نفسه هو اللي بيضل الناس. سفر حزقيال 14:9، فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي. الرب قد أضللت ذلك النبي أهو يا فندم. وممكن أجيب لك كمان إن الرب عندكم مش بيرسل، مش بيسيب الشيطان يضل الناس، ده الرب بيرسل ملائكة تضل الناس. أخي العزيز، هذا قانون كوني، هذا عدالة كونية يثبت لك أنه لا شيء يحصل إلا بأمر الله. هذا المقصود، ليس المقصود أن الله يجيب واحد على واحد، لا. جزاك الله خير. المقصود أن لا شيء يحصل في أحمد عمر، جزاك الله خير يا أحمد يا عمر على تنزيلك للنصوص في التعليقات، استمر أخي. إلا بأمر الله، نظام كوني وقانون كوني، الكل تحت تصرف الله، خلق نعم. الله، هذا المقصود. حسين أسألك سؤال صغير، أنت بتقول أنت ليك كم أخ بتقول؟ أربعة أصغر منك. خدوا بالكم من النقطة دي، عارفين هعمل ايه؟ هعمل فخ المسلمين المتابعين للعبد الفقير لعفو ربي. وللعلم البعض فاكرني بالكلام ده ان انا مغرور، لا يا اخي، انا بس فخور باسلامي، فخور بايماني. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما رأى احد الصحابة يختال في ارض المعركة، ماشي مشيت اخويا، لا مشيت فخر وعزه بالاسلام وقوته، النبي قال ايه؟ ان هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموقف. البعض اللي داخل وفاكرني مغرور، وخصوصا في موضوع النصارى، انا مفتخر باسلامي، انا افخر باني على دين الحق القوي الذي معه الدليل، وكل كلمه بدليل، واله قوي عظيم لا يقتل ولا يضرب ولا يصلب ولا يصفع على قفاه ولا يقبر. الفيديو اللي جاي او الجزئيه اللي جايه دي خلي بالكم منها، انا هعمل له فخ. الفخ بيقول ايه؟ اللي هي الخطيه الاصليه وعقاب بريء مكان الظالم. هو ادم ظالم صح؟ صح. المفروض يتعاقب؟ لا، ما تعاقبش آدم، وهيتعاقب احنا البشرية اللي هتتعاقب. طب ما تعاقبتش البشرية، ام ابن الرب اللي تعاقب؟ بس بقى ركز في الفخ، اتعلموا يا متابعيني الافخاخ، تعمل فخ للمخالف، فخ في الكلام، فخ في الاسئلة، فخ في النصوص. ايه رأيك الاخوة اخوات اربعة؟ ماشي، انت عندك اربعة اخوة وانت الخامس بتاعهم. افترضنا ان انت الخامس، انت محترم جدا جدا وطيب جدا وحبوب وطائع للرب ومش عارف مين،
وجي اخواتك الاربعه على غير الايمان وتركوا الايمان زي دلوقتي، تركوا الايمان ووحشين وقتلوا وعملوا حاجات وحشه قوي قوي قوي. ايه رايك لو حملناك انت خطيه هؤلاء الاخوه بتوعك واخدناك ونفذنا فيك حكم الاعدام نيابه عن اخواتك؟ ده ظلم ولا عدل؟ يعني هذا حسب القانون هذا لا، هي طبعا بيكون ظلم طبعا. طيب طبعا يكون ظلم، الظلم ده نفذه ربكم مع يسوع. اضرب لا استطيع ان بريء، خليني اكمل. اضرب. شفت الفخ ده؟ شفت الفخ؟ انت شفت الفخ ده؟ الفخ ده يدخل في النخشيش. انت عندك كم اخ؟ خمسة. انت الخامس بتاعهم. دلوقتي حد من الاخوه بتوعك غلط، انهم جايين سايبين اخوك وناخدك انت ونعاقبك انت، قال لك ايه؟ ظلم. ما هو ده اللي حصل مع اله المسيحيه، عاقب ابنه البريء مكان الظالم. خبر ابيض، هيغير كلامه، خدوا بالكم. يعني هذا حسب القانون هذا لا، هذا عدالة كونية يثبت لك أن لا شيء يحصل إلا بأمر الله. يعني هذا عدالة كونية يثبت لك أن لا شيء انا عايز يحصل إلا بأمر اجيب الله. لكم هذا المقصود، السؤال من اوله. يعني ليس المقصود أن الله يجيب واحد على واحد، لا، مقصود أنه لا شيء يحصل في الكون إلا بأمر الله، نظام كوني وقانون كوني، الكل تحت تصرف الله، خلق نعم. الله، هذا بس المقصود انا منه. اسالك سؤال صغير، انت بتقول انت ليك كم اخ؟ بتقول أربعة أصغر مني، 4 اصغر منك. ايه رايك؟ كل أخوة أخوات أربعة. ماشي، انت عندك 4 اخوه وانت الخامس بتاعهم. افترضنا ان انت الخامس، انت محترم جدا جدا وطيب جدا وحبوب وطائع للرب ومش عارف مين، وجي اخواتك الاربعه على غير الايمان وتركوا الايمان زي دلوقتي، تركوا الايمان ووحشين وقتلوا وعملوا حاجات وحشه قوي قوي قوي. ايه رايك لو حملناك انت خطيه هؤلاء الاخوه بتوعك واخدناك ونفذنا فيك حكم الاعدام نيابه عن اخواتك؟ ده ظلم ولا عدل؟ يعني هذا حسب القانون هذا لا، هي طبعا بيكون ظلم طبعا. طيب طبعا يكون ظلم، الظلم ده نفذه ربكم مع يسوع. اصلا لا استطيع يسوع ان كان اكمل. بريء، خليني اكمل، خليني اكمل. يسوع لك هذا كان الشيء بريء، خليني اكمل، خليني اكمل. بيقاطع، مش عايز بيقاطع وبيلغوش على الكلام عشان ما اسمعش هقول ايه. معوض هاي الشيء يسوع هذا شلون يا ابن الحلال؟ اسمع اسمع السؤال، اسمع السؤال، اسمع ياض، اسمع، خليني تفضل. اكمل. يسوع كان بريء طبعا، بلا ذنب، يسوع عندكم بلا ذنب وكان بريء وما عملش خطية، والرب اما عاقبه وشيله ذنوب الناس ظلما وعدوانا واخدوا وقتلوا، اليس هذا بإله ظالم؟ اهو اتفضل، ادي السؤال على في الشاشة اهو. اذا عاقب الرب عندكم البريء يسوع، فأليس هذا بظالم؟ جاوب على أم السؤال. بسم الله، أنا لست كفؤا لأغفر خطايا أحد لكي أعاقب عن أخوتي، وهذا لا يحصل على الإطلاق. ده مش أما سؤال. ربنا يسوع المسيح، أما أيوه ربنا يسوع المسيح بما شوف إن أنا آخر ما كفؤا، زهقت عملت إيه يا إخوة؟ شايفين اخر ما زهقت؟ قمت عامل ايه؟ قمت كاتب السؤال اهو في قدامه، اذا عقب الرب عندكم بريء يسوع عليه الصلاه، عشان يرد على السؤال، وما بيردوش برضو على السؤال. ويستطيع أن يغفر جميع خطايا العالم وكفارته كفارة غير محدودة، فيستطيع أن يغفر الخطايا، وليس هذا ظلما لأنه هو من اختاره لنفسه. ربي باركك. هسه بس استنى، أريدك تجاوبني، بس لا أقول لك هذا استنى. الكتاب، كتاب الشيلة انت شلون بتقول، عدله؟ شوف بيعمل ايه، شوف شوف شوف، ساعدني ارمي ارمي ارمي، مش عايز يسمع تعليقي. استنى يا ده، انت بتعمل معايا الحركات دي؟ روح اعملها مع اي مسلم مسكين كيوت، روح اعمل معاه الحركات دي. اصبر، خد تعليق على الكلام اللي انت قلته. استطيعت انا بس تقول ساعدني لي بالكتاب بدون اروح. شفته؟ شايفين؟ حسين سولف سولف يا سول. مسيحي اصبر لما تسمع. دلوقتي في الكلام اللي انت قلته قعدت تقول هو يغفر خطايانا وهو يقدر وهو يعمل وهو اختار ان يغفر خطايانا.
ازاي اختار وهو قال ولكن كما تريد انت وليس كما اريد انا، يعني مغفرة الخطايا دي او صلبه ليس كما يريد يسوع بل كما يريد اب، يريد الاب، ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. النص هتلاقيه فين؟ او النص هتلاقيه في انجيل متى، وكلامي كله بنصوص انجيل متى 26 39. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وقال يا ابتاه ان امكن، ان امكن يعني لو ممكن، فلتعبر عني لي، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. فاتظلم يا عيني واتخذ بخطيه غيره، يبقى الاله اللي امر بكده ظالم. اتفضل جاوب. هسه راح اجاوبك، بس قل لي تقدر تساعدني؟ رد على السؤال. راح ارد على السؤال، بس قل لي تعرف هاي شلون اسوي لو ما تعرف؟ ايه ده؟ بس اخوي هذا الكتاب شوف انشلعت منه هاي. شوف انشلعت؟ انا مالي انشلعت؟ انا مالي ما اتقطعت يعني عايز يلزقها؟ انا مالي ما تلزقها كيف؟ ولا تروح. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة الإجابة دي؟ ايه الإجابة دي؟ ايه الإجابة؟ الواد تعبان، الواد ده تعبان عايز يتعالج وزعلان، بيقول لي زعلان ان انا بقول له انت محتاج طبيب نفسي تروح تتعالج عنده. والله مش بقول لكم اخذوا الحمقى، بقول له كيف الرب بتاعكم يعاقب بريء من غير ذنب اللي هو يسوع، بيحملوا خطايا الناس وخطايا البشر ويقتلوا مكانهم. فين الكتاب؟ قام قال لي بص انشلعت، بص في الكتاب هايدي انشلعت، بص انشلعت، بص الواوا، بص الواوا، واو تي يالا يد، بيقول لي الكتاب بتاعه مقطوع، يعني تعرف تساعدني ان انا الزقك؟ وانا مال امي، فين اجابة السؤال؟ انا بقول لم ينصروا الا الحمقى، ما لقوش حد عاقل، ما لقوش حد بيفهم. ايه احسنت يا سالي، احسنت، ما فيش حد فيهم طبيعي، كلهم مش طبيعيين. احسنت، مرضى مرضى مرضى، مجموعة مرضى مرضى. ايوه ليتك تحتمل غباوتي قليلا. تعرف مين اللي قال ليتكم تحتملون غباوتي قليلا؟ بولس، رسولهم بولس. يقول لك بص انشلعت، بص الكتاب، بص الكتاب، واوا، بص الواوا، بص بص الواوا، مش خد بالكم انا ما بقولش بص الواوا، لا بص الواوا دي موجوده هتلاقوها في نشيد الانشاد. بص الواوا، لا بص محمد مرتضى بيقول لي افحمني، لا فعلا فعلا محمد مرتضى هو صراحه افحمني فعلا، ده افحمني حتى لم اجد من التفحم فحما متفحما، فقلت اما اسيبكم تتفحموا لوحدكم. حيا الله معوض توفيق حبيبز حبيبز. بص الكتاب انشلعت، بص الواوا، بص اعمل بقى ايه بقى، الزقها ازاي دي؟ ايه يا عم، ايه يا عم الجنان ده يا عم، ترد على ام السؤال، انا مال انا تلزقها ولا هسه راح اجاوبك، بس قل لي تقدر تساعدني؟ رد على السؤال. راح ارد على السؤال، بس قل لي تعرف هاي شلون اسوي لو ما تعرف؟ ايه ده؟ بس اخوي هذا الكتاب شوف انشلعت منه هاي. انشلعت؟ انا مالي انشلعت؟ انا مالي ما اتقطعت يعني عايز يلزقها؟ انا مالي ما تلزقها كيف؟ ولا تروح ترميها في اي حته. يلا تمام، انت مش هترد على مساعد، السؤال. ما اتفضل. عندك. اوكي تمام. اولا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. غلط، اله واحد. اول القصيده كذب، ثلاث الهه، اله ثلاثه ثلاثه، مش واحد مش واحد. واحد ازاي؟ دول ثلاثه. رد على السؤال. رد على السؤال. يا رب دخيلك. أولا يا أستاذ العزيز، ربنا يسوع المسيح هو الذي اختار الصلب خلي كما بالك، هو قال مش عارف يرد، مش لاقي إجابة. اللي بيقولوا عليه إيه؟ الواد تاه تاه تايه. تلاميذه وبطرس قال له كلا يا رب لا يحصل هذا، قال يا الشيطان وإلى الذي لا أتذكره بل سآتي به لاحقا. فالرب يسوع المسيح هو من اختار الصليب هذا، وقال لتلاميذه تبصرون ابن الإنسان معلقا على الصليب ويقوم في اليوم الثالث. ولان ازاي اختار كده يا فندم؟ يبقى كده في عندك، في عندك كده تناقض، اللي انت قلته تناقض، انت ما ردتش على النص بتاعي، انت جبت لي نص ولان تاني. الانسان يستطيع السؤال ان يغفر
طيب ويبدي ثواني كثيرين، السؤال لأن ابن الإنسان يستطيع أن يبدي اسمع كثيرين. اسمع، الرد اللي انت رديته خرجت عن النص بتاعي وجبت نص تاني بتتكلم بيه، انا بتجيب لك في النص اهو لم يصلب بمزاجه، هذا جبت لي ليه النص بتاعه بوادي؟ لما اتكلم مع لا بطل. لا اسمع اسمع، اسمع انت، ربنا ابعد بقك، يستر ابعد وشك المسير. عن الكاميرا، ابعد وشك عن الكاميرا. جبت لي النص بتاع بطرس لما قال له اذهب عني يا شيطان، انا هجيبه لك واناقشك فيه بتاع الشيطان ده، بس الان انت ليه ما جاوبتش على النص بتاعي اللي انا جايبه لك حالا؟ ليه بترد عليا بنص تاني؟ مش تفسر لي صح النص ده. جاوب، انت ما تعطي مجال واحد يجاوبك. يا فندم انا لما انا جايب لك النص ده، انت عارف لو اتكلمت في النص ده انا هسيبك، لكن انت راح تجيب لي نص تاني؟ ايه علاقة النص التاني؟ ما تجيبوش دلوقتي، اتفضل. اهو ليس كما انا اريد انا بل كما تريد انت، يبقى الابن ما عرضش يا عين الصلب ده، حتى قال له ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس. فالرب قال لا اعبر مين؟ تعالى برافو فأبوحته صلبه بدون ذنب منه. برافو عليك يا، او برافو عليك يا رضا، رضا الله ده، او رضا مش عارف، كنت قلت انت جملة حلوة قوي بيقول فيها ايه؟ اه رضاك يا ربي. بيقول لك حسين تايه، حسين تايه فعلا ومش مقتنع باللي بيقوله، هو ده وهو ده اللي انا ملاحظه. ما على فكرة مش هم، مش الولد ده بس، كلهم كده، كلهم كده. برضو مش فاخر بنفسي، مع العبد الفقير لله انا بعرف اخليهم يقفوا، يقفوا يعني زي ما تقول، شفت الحواري السد، في حواري كده سد، الحارة السد اللي بيقف فيها مش عارف يجاوب يقول ايه، مش عارف يقول ايه، مش مقتنع باللي هيقوله. الارض مربعة، السماء، ايوه السماء دي اصلا عبارة عن الغازات اللي طالعة من الحمام، يعني بيقف 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 في حصل، في حصل حاجة كده بيقف فيها، فهو مش عارف يجمع يقول ايه، فتلاقيه بيقول كلام انت سامع فيه كلام بيترص، لكن انت مش عارف ايه اللي بيتقال. الكلام ده لو جينا نحطه كده مش هتطلع جملة مفيدة. الله المستعان، وده كلام الشخص التايه اللي مش مقتنع باللي أليس بيقوله. هذا بظلم على النص بتاعي اللي أنا جايبه لك حالا؟ ليه بترد عليا بنص تاني؟ مش تفسر لي صح النص ده. جاوب، انت ما تعطي مجال واحد يجاوبك. يا فندم انا لما أنا جايب لك النص ده، أنت عارف لو اتكلمت في النص ده أنا هسيبك، لكن أنت راح تجيب لي نص تاني؟ إيه علاقة النص التاني؟ ما تجيبوش دلوقتي، اتفضل. أهو ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، يبقى الابن ما عرضش يا عين الصلب ده، حتى قال له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. فالرب قال لا أعبر مين؟ تعالى وقام واخده صلبه بدون ذنب منه. أليس هذا بظلم؟ اتفضل. حلو، أنا لما أجيب جوابي كجواب الفلاسفة، فلاسفة؟ أجيب جوابا، اسمع أجيب لا لا لا، ما جوابا، تجاوبنيش فلاسفة، جاوبني أنا جاوبني أجيب إجابة جوابا عايز تقول إيه؟ مفصلا. العيب في كنتو، هو لما بيجاوبنا بيجاوبنا جواب الفلاسفة. لا لا لا، بلاش جواب الفلاسفة، على النص بتاعي اللي انا بلاش جايبه لك جواب حالا. الفلاسفة. ليه بترد عليا بنص تاني؟ مش تفسر لي صح النص ده. جاوب، انت ما تعطي مجال واحد يجاوبك. يا فندم انا لما انا جايب لك النص ده، انت عارف لو اتكلمت في النص ده انا هسيبك، لكن ايوه انت راح تجيب لي نص تاني؟ ايه علاقة النص التاني؟ ما تجيبوش دلوقتي، اتفضل. اهو ليس كما اريد انا بل كما تريد انت، يبقى الابن ما عرضش يا عين الصلب ده، حتى قال له ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس. فالرب قال لا اعبر مين؟ تعالى وقام واخده صلبه بدون ذنب منه. اليس هذا بظلم؟ اتفضل. حلو، انا لما اجيب جوابي كجواب الفلاسفه، يا عيني فلاسفه؟ اجيب جوابا، اسمع اجيب لا لا لا، ما جوابا، تجاوبنيش فلاسفه، جاوبني انا جاوبني اجيب اجابه جوابا عايز تقول مفصلا، الفلاسفه. انا انا اجيب لك جوابا مفصلا ولا اجيب جوابا بكلمتين لكي تتضح الصوره للعالمين. هل فهمت؟ يلا يعني طلع العيب فينا، العيب فينا احنا يا جماعة، معلش 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 يا حضرة الفلفسوف، لا مؤاخذة. ايوه انا عرفت منين جابوها يا فيلسوف الحمير، انا عرفت جابوها منين. سمعت انت الحتة بتاعت الفيلم دي يا فيلسوف الحمير؟ اتفضل يا فلفسوف، فلفس نص على رد على النص، رد على النص. اولا النص هنا يتكلم ربنا يسوع المسيح هو اختار الصلب، والدليل انه الله ارسله وهو مرسل لكي
يعلم العالم انك ارسلتني، فهذا دليل ثابت ان ارساليه الابن هي من عند الاب، فالابن لا انا ماني يعمل الا بالارسال، انا بمشيئه بتكلم الاب. على الصلب. هو قال ان امكن فلتعب. طب لست اعمل فسر بقى لنفسي النص كده قدام الناس، قدام الناس نقطه نقطه. لست يا اعمل ابتاه، لنفسي بل بمشيئه الاب الذي ارسلني. فسر الرب لي يسوع المسيح حين ان امكن، يقول ان امكن فسر لي يا حبيبي اسمع، فسر لي ان امكن ان تعبر عني هذا الكاس. فسر بقى كده يعني ايه ان امكن فلتعبر عني هذا الكاس. يلا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. فهذا يثبت أن الرب يسوع المسيح يتكلم عن الآلام. لماذا تكلم عن الآلام؟ لأن هذه الآلام لا تتحملها البشرية. فالرب يسوع المسيح هنا يتكلم كنائب عن البشرية أمام الله، هذا هو المقصود بهذا الكلام. وإلا فربنا يسوع المسيح قال أطاع، أطاع حتى الموت، موت الصليب ماشي. الذي كان في صورة الله. فلتعبر عني هذه الكأس، أليس كأس الصلب وآلامه؟ كأس الآلام يتكلم الرب هنا كنائب عن البشرية. طيب يعني يسوع، يسوع بيكلم الآب بيقول له أن تعبر عني هذه الآلام والعذاب، صح كده؟ نعم. يبقى تعذب وتألم بمزاجه ولا مش بمزاجه؟ يتكلم بالناسوت لكي يكون نائب عن البشرية، مش بلسان ان شاء الله لو بيتكلم من ودانه ما بسألش عن يعني كانت، يعني كان عايز يتألم ولا ما كانش عايز يتألم. كأنما هو يا الله، كأنما يا أخي العزيز، كأنما البشر المتكلمون أمام يعني الله. كان عايز يتألم ولا ما كانش عايز يتألم؟ رد على السؤال. ربي يسوع كان يريد، كان يريد أن ربي يسوع المسيح أيوة. كان يريد أن يصلب من أجل غفران الخطايا. ولا طب استنى بقى، استنى أمام الناس يا جماعة الخير، استنى بس، استنى. يسوع كان عايز يصلب لدرجة إن هو بيقول إن أمكن فلتعبر عني الصلب، إن أمكن زيل عني الصلب. يبقى معناه ما قال، كان عايز يتصلب. الله قال، أكبر، ما قال إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ إيه الجمال ده؟ قال يعني انت لما تقول لي، لما تقول لي لو ممكن انا عايز المايك، معناها ان انت مش عايز المايك. يعني لما تقول لي كده لو امكن كانه البشر انا عايز المايك، معناها انا مش عايز المايك. حمل ثقيل حمله المسيح وخطايا البشريه جميعا. ايوه بس ده مش سؤالي. كنائب عن البشريه، كنائب عن البشر امام الله الخالق. ماشي ماشي. وانت هذا آلام يا الصلب وآلام يا العذاب الرب يتحملها عن البشر يا منصر يا مسيح. اتكلمت وقلت ان عايز الصلب بدليل بطرس عن يا شيطان. قلت حتى لما كان قال لبطرس ان هو كان عايز الصلب وكده، بدليل ان هو قال لبطرس الله. وبطرس رفع الصلب ومش عارف مين وما الى ذلك. يعني هي مشيئة الله. بص كده يا اخوة، بصوا يا شباب، النص في إنجيل متى إصحاح 16 عدد 23. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي. من القائل لبطرس الأول؟ بطرس ده أليس هو صخرة الكنيسة ومن أكبر رسل المسيحية، رسول عظيم في المسيحية بطرس ده، صح؟ أنت رحت فين؟ أيوة هات النص. يا الله انتوا هتشوفوا معانا العجب، ان شاء الله هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه. انتوا بتصوروا حط تعرف بالكتاب. وصلت بطرس 16 23. عليكم السلام جميعا. تريدني أقرأ؟ عايزك ترد على سؤالي، تقرأ ليه ما النص قدامنا وأنا قرأته؟ هي شغلانة قراءة؟ رد على السؤال. فالتفت وقال لبطرس، بطرس ده أليس رسل من أعظم رسل المسيحية، رسول عظيم في المسيحية، صح؟ جيد. جيد إيه؟ نعم ولا لأ؟ رد على السؤال وابعد مناخيرك عن الكاميرا.
لما ارد على السؤال يا استاذ محمد، الواد ده ثلاث ارباع حواره اساسا مش هو اللي على الكاميرا، مناخيره يقعد يدخل مناخيره مش عارف. انا على فكره وساعه ما بيستضيفوه برضه في القنوات الفضائيه وهو طالع يعلم المسيحيين والمسيحيات، بيقوم ضارب لهم مناخيره في الكاميرا. محمد نصيح، ايوه الرب يحفظك ويباركك، يجب ان نتبين. اذا يجب اذا جاءنا رجل فيجب بشيء فيجب ان نتبين. يا دروب يخرب بيت دماغ الشياطين، يا دروب يا ما توجعش قلب الله، يخرب بيت شياطينك. هترد يد ولا انزلك؟ توجعش دماغي. ومنصر وفاتح لي بثات، انت مساق بالروح القدس صح؟ انت الرب مأيدك بالروح القدس وبتتكلم بالروح القدس صح؟ صح؟ نعم اتكلم بالروح القدس، والروح القدس ايوه. اديها بقى، ما تديها بقى حتتين بقى، رد على السؤال. حتتين. فالتفت وقال لبطرس: اليس انتوا بطرس عارفين ده ايه يا جماعه موضوع رسول التكلم عظيم بالروح في القدس ده المسيحيه ولا لا؟ عندنا؟ ها؟ عارفين موضوع التكلم بالروح القدس ولا لا؟ اقول هو الكونه عشان الناس اللي مش عارفه، بس النصارى بيعتقدوا، وخدوا بالكم مش كلهم، لان ده عند بعض النصارى ده دجل وشعوذه، ده عند البروتستانت، لكن في بعض النصارى عندهم يقول لك انا لما بتكلم، انه لما بيتكلم الروح القدس عندهم ده الله. بص، الاب عندهم الله، الابن اللي هو المسيح عندهم برضو الله، الروح القدس عندهم هو الله. ايه بقى الروح القدس ده؟ بيقوم داخل في الانسان ويقوم الرب اللي هو الروح القدس عندهم، ايوه، يقوم متكلم على لسان الانسان. انت فاهمني؟ يعني انا دلوقتي ما بحورش المسيحي، انا بحور الرب بتاعه. ليه؟ لان هو بيعتقد ان الرب بتاعه بيتكلم على لسانه، تمام، بيأيده يعني بالكلام اللي هيقوله بقى، حتشاكوش يا بحشاكوش، يعمل افلام هندي يعني، تمام. فهو بيتكلم دلوقتي، بيقول ان هو مين اللي بيتكلم على لسانه؟ الرب اللي بيتكلم على لسانه. اضرب. رد على السؤال وابعد مناخيرك عن الكاميرا. لما ارد على السؤال يا استاذ محمد نصيح، ايوه الرب يحفظك ويباركك، يجب ان نتبين. يجب اذا جاءنا رجل فيجب بشيء فيجب ان نتبين. يا دروب يخرب بيت دماغ الشياطين، يا دروب يا ما توجعش قلب الله، يخرب بيت شياطينك. هترد يد ولا انزلك؟ ما توجعش دماغي. ومنصر وفاتح لي بثات، انت مساق بالروح القدس صح؟ انت الرب مأيدك بالروح القدس وبتتكلم بالروح القدس صح؟ صح؟ نعم اتكلم بالروح القدس، والروح القدس ايوه. اديها بقى، ما تديها بقى حتتين بقى، رد على السؤال. حتتين. فالتفت وقال لبطرس: اليس بطرس ده رسول عظيم في المسيحيه عندكم؟ نعم نعم سأجيب. نعم طيب لكن نعم بس اخيرا يجب ان لما قال له لما يسوع عندكم قال لبطرس، قال له اذهب عني يا شيطان. سأجيبك. يعني لماذا قال له؟ رسل المسيحيه من لسان الرب عندكم شيطان؟ اتقال له شيطان ياخذ. يلا جيد، اولا علينا ان نقرا من البدايه لكي نفهم. في الايه 21 يقول: من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء. على فكره ده مش موضوع انا مالي يتالم ولا يتوجع، انا موضوع الان في بطرس. رجاء لا كلامي في الصلاه، اسمع بقى، ما انت عشان تفهم ايه سؤالي. انا ايه سؤالي يا انا فاهم سؤالي مسيحي مسيحي، انا ايه سؤالي؟ اقسم انك تعلم اني اعلم سؤالك جيدا. طيب ايه بقى سؤالي؟ قول للناس سؤالي ايه؟ سؤالك عن كلام الرب لبطرس، انا ساجيبك. إيه؟ لكن عليك ان إيه؟ تسمع إيه؟ لكي ابين للناس. طب اتفضل. لكي ابين للناس. رجاء. طيب. ماذا قال؟ قال: من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فهذا دليل ان الرب يسوع المسيح هو من اختار الصلب، مش وهو الذي اراد ان يذهب. مش واضح فيه. فأخذه، اسمع أحسنت، لكن حتى أوضح للناس. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فأن بعد يا جماعة بعد القراءة دي خدوا بالكم في مفاجأة رهيبة، بس ركزوا في الكلام. قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان،
أنت ما أعثرتني لأنك لا أنا تهتم بما لله، عديت للناس لكن تمام نقط ما لهمش علاقة بسؤالي. خليني بقى في السؤال بتاعي. الرب عباد هو الذي قال للرسول العظيم لأن كل من اسمع اسمع يا شيطان تفضل. إذا هنا كل من يعارض مشيئة الله كإنسان صالح أو غير صالح أو خاطئ فيعبر عنه بالشيطان، فالشيطان هو هو كل فكر يخالف مشيئة الله فهذا يعتبر شيطان. لماذا قاله الرب يا شيطان؟ لأنك لا تهتم بمال لكن بمال الناس. هنا في ذلك الوقت كان بطرس يجهل خطة الله لخلاص العالم، كان وكانوا يشكون في قلوبهم، وكثيرين أعظم الرسل المسيحية اسكت بعد نعم بعد ما قال الروح القدس علي أعظم الرسل المسيحية وكان شاكك وكان شيطان قال له قال لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس، فكان يهتم لا الذي يعارض مشيئة الله ويخالف مشيئة الله حتى بلسانه أو بأفعاله، فهذا ماذا؟ هذا يعتبر كالشيطان. لذلك والروح القدس والروح لم يعطى للتلاميذ بعد، الروح القدس أعطي للتلاميذ في يوم 50 قالهم الرب صلى الله عليه وسلم حينما يحل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. إذا حينما يحل الروح القدس عليهم ابتعد عنهم الشيطان وكانوا لا يخطئون كما في أعمال الرسل. أعظم رسل المسيحية الآن شيطان يا جماعة باعتراف مين؟ لا ليس شيطان، إنما من يعارض مشيئة الله. ما هو يبقى شيطان ولا لأ؟ يبقى بطرس عندكم الرسول شيطان ولا لأ؟ عارض المشيئة. حلو، يعني بطرس عندكم شيطان ولا لأ؟ أنتم متخيلين الأمر؟ خلينا نضرب لك التخيل بشيء انت عارفه. من اعظم الرسل عندنا كمسلمين، اعظم الرسل، وما ارسلناه الا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، و النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اعظم الرسل على وجه الارض عندنا كمسلمين النبي محمد، صح؟ صح. عند النصارى من اعظم الرسل بطرس. بطرس الرب قال له ايه؟ قال له اذهب عني يا شيطان. اعظم الرسل اقسم بالله العظيم لو النص ده عندنا في الاسلام تقيل عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عملوا عليها حلقات في الطعن في الاسلام. اعظم رسل المسيحية شيطان. الواد اصلا مش بتلاجلي، الواد بيقولوا عليه ايه؟ عنده تضارب داخلي مش عارف يجمع الجمل عشان يقولها. عرضها لأنه جهل، لأنه جهل خلاص الله في البدء. يعني الرسول بطرس عندكم كان جاهل بخلاص الله وكان شيطان ولا لا؟ قبل أن يحل الروح القدس عليه. قبل أن أيوة يعني كان شيطان ولا لا؟ ولكن لما حل التلاميذ حل الروح القدس عليه. أنتوا عارفين؟ أنتوا عارفين يا إخوة بعض النصارى جيت سألته السؤال ده، وجيت سألته مسألة اذهب عني يا شيطان، أحد المنصرين الكبار في البلطوك، عارفين قال لي إيه؟ قال لي إن لما قال اذهب عني يا شيطان، الشيطان لبس الرسول عندهم بطرس. الشيطان لبس بطرس تقريبا، جاله مس من الشيطان. الشيطان بعد ما لبس بطرس قام الرب عندهم قال لبطرس اذهب عني يا شيطان. الله المستعان. يخطئون اصبحوا ملائكة. هو بقى شيطان ولا لا؟ شوف انا ليس شيطان يا ولد الحلال. اسمع اسمع، انت ليه ما بتردش على السؤال؟ عارف مشيئة الله هو شيطان. انا ايه سؤالي؟ قول لي كده للناس، انا ايه سؤالي؟ انا سؤالي ايه؟ بطرس لم يكن يعلم بخطه الله للخلاص. مش سؤالي. انا سؤالي ايه؟ تصرف حرب مشيئه الله. ايه سؤالي؟ فالرب يجب والرب يوبخ جميع البشر حتى المؤمنين يوبخهم الرب. يا ابن الحلال ايه سؤالي؟ انا تايه سؤالي تايه ايه؟ تايه 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 مش عارف اجمع. قول للناس ليس شيطان. هو انا سالت قلت ليس شيطان؟ انا سؤالي كده كنت بقول ليس شيطان، انا ما قلتش كده. انا ايه سؤالي؟ قول للناس ايه سؤالي؟ اتفضل. ما تقول للناس انت عم تعمل كده ليه؟ قول للناس ايه سؤالي؟ سؤالك انك تقول بطرس اعظم رسول بالمسيحيه شيطان، ولماذا قال عنه الرب يسوع المسيح شيطان؟ لماذا؟ لانه قال يعني هو عارف يا جماعه، يعني عارف السؤال اهو، يعني هو عارف السؤال. حياك حياك الله ابو نبيل. يعني كده السؤال واضح بالنسبة له، أما ما بيجاوبش ليه؟ أما ما بيجاوبش على السؤال ليه؟ بطرس أعظم رسل المسيحية شيطان، قيل عنه شيطان، هو ده سؤالي. برافو عليك، رد بقى. نعم الرد هو إن
لأن لماذا بولس قال له؟ لأنه يهتم بما لا ليس بمال الله بل أنا ما بمال الناس. إذا سألتش لماذا لماذا؟ والله، لأن خالف أنا مشيئة بسأل الله، والذي هل خالف مشيئة هو الله يخوف شيطان الشيطان. أم لا؟ ليس شيطان، إنما عارض مشيئة الله فأخطأ، فالرب وبخ على هذا القول ووصفه بالشيطان لأنه خالف بطرس مشيئة ليس وخالف شيطان. شريعة. ولكن عندما حل الروح القدس على التلاميذ سواء ذهب عنه الخطأ، بطرس ليس شيطان. شيطان اسمع بس، الرب اسمع يبارك اسمع الجميع. اسمع اسمع، بطرس ليس شيطان، بس كل من يعارض مشيئة الرب يكون شيطان. طب هل بطرس عارض مشيئة الرب هنا أم لا؟ الذي يعارض مشيئة الرب يوبخه الرب على حسب احتياجه للتوبيخ لكي ما كان شيطان. الرب هل يسوع بطرس وبخ، أيوة وبخ بطرس بطرس ولا لا؟ كل من يخالف مشيئة الله يوبخ حسب توبيخ الله له لكي يفهم، ووبخه الله أيوة. ووصفه بالشيطان لكي أيوة يعلم مدى بس بس يبقى وصفه الله. بالشيطان فهم بطرس، ففهم بطرس الحقيقة. اسمع، بطرس عندكم قيل عنه شيطان. النقطة الثانية قبل ما أخرج، الله بطرس قيل اسمع. عنه شيطان وقال له الرب اسمع. عندكم اذهب عني يا شيطان. رسولكم بطرس قيل عنه اذهب عني يا شيطان في الوقت اللي قال للشيطان فيه اذهب عني يا شيطان، نفس يعني نفس ما قال ربكم لبطرس اذهب عني يا شيطان، نفس ما قال ربكم أفكار البشر للشيطان الذين اذهب يعارضون عني مشيئة الشيطان. الله، لأن مشكلة. أفكار البشر الذين يعارضون مشيئة الله هي أفكار شيطانية، فالرب يوبخها لكي تذهب عنهم هذه الأفكار ويفهموا الحقيقة. شفت تعالى هذه الحقيقة أخي العزيز، لكي يوبخ حتى يفهم هذا الإنسان الحقيقة، وفهم بطرس الرسول القديس. تفضل يا فندم، وحل عليه الروح القدس والتم. بص اسمع اسمع يا مسيحي، في إنجيل متى صح 4 عدد 10، حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان مكتوب للرب إلهك تسجد. نفس الكلمة قالها لمين؟ قالها لبطرس، فالتفت وقال نعم لبطرس نعم. اذهب عني يا شيطان. يعني عندكم بطرس أعظم رسل المسيحي هو شيطان. أفكار البشر التي تتبعون رسل شيطان هي أفكار، أفكار البشر التي تعارض مشيئة الله هي أفكار شيطانية، لذلك الله يوبخها لكي تذهب من عقول الناس ولكي يعودوا إلى صوابهم ورشدهم. كذلك الرب وبخ بطرس الرسول، لأن الكتاب ماذا يقول؟ كل الكتاب موحى به من الله وقابل للتبويخ وللتعليم الذي في البر لكي يكون إنسان الله قابل للتبويخ. النص يقول صالح للتوبيخ، للتوبيخ أنه صالح للتوبيخ والتعليم، قال لك للتبويخ يبقى بايخ يعني. يا بايخ. قال له يسوع اذهب يا شيطان تاني حتة صالح. مكتوب للرب صالح إلهك للتوبيخ دي. تسكت. نفس الكلمة قالها لمين؟ قالها لبطرس، فالتفت وقال نعم لبطرس نعم. اذهب عني يا شيطان. يعني عندكم بطرس أعظم رسل المسيحي هو شيطان. أفكار البشر التي تعارض مشيئة الله هي أفكار، أفكار البشر التي تعارض مشيئة الله هي أفكار شيطانية، لذلك الله يوبخها لكي تذهب من عقول الناس ولكي يعودوا إلى صوابهم ورشدهم. كذلك الرب اسمعوا. وبخ بطرس الرسول، لأن الكتاب ماذا يقول؟ كل الكتاب موحى به من الله وقابل للتبويخ وللتعليم الذي التبويخ يكون إنسان الله قابل للتبويخ. أيوة يا بايخ حسين، تبويخ يا مسيح. لكي يكون إنسان الله لكي يكون إنسان نعم. الله صالحا ومتأهبا لكل عمل صالح. فإذا هنا الكلمة يوبخ بها الذين يوبخ بها للذين هم يعني لا يفهمون خطة الله ولا يفهمون الحقيقة لكي يعلموا ويعوا ويتعلموا. لذلك الرب أيوة. قال بهذه اللهجة، اللهجة الشديدة الشديدة لبطرس، امشي يا شيطان اذهب يا شيطان، نفس ما قالها لإبليس. قال لإبليس اذهب يا شيطان، وقال لبطرس أكبر مسيحية مسيحية اذهب يا شيطان. يبعد هذه الأفكار الشريرة عن الإنسان أخي العزيز، لكي يبعد الأفكار الشريرة عن هذا الإنسان القديس. وفعلا أنا عندي طهره الرب، طهره أنا عندي سؤال في القصة نفسها وحل الروح القدس عليه. طيب عندي سؤال في نفس القصة بتاعت بطرس، في نفس السفر بتاع انجيل متى اصحاح 16 لما يظهر في القنوات ويبتك بكم.
ايوه بطرس يظهر في القنوات ويفتك بنا، ان شاء الله اديله بالجزمه على بقه وعلى بق ابليس الشيطان اللي برافو هو عليك. متبع ليه، اللي هو بطرس صخره الكنيسه. خليك في موضوعي، احنا مش قلنا ما نخرجش عن المواضيع دي، انت مصمم ليه تعمل حركات من دي عشان ارميك من البث؟ ليه مصمم؟ انت مش مثقب بالروح القدس وما بتخافش من حاجه؟ رد على السؤال. انا ما اخاف، انا اخاف منك طيب. والله لا ما ما اخليك عجزت تخاف يوما مني. ان ارد شبهة طيب انكرتني الدنيا مذ رأتني غافلا رد عن بقى طعن السؤال، الهدى. رد على السؤال دلوقتي. انجيل متى اصحاح 14 اصحاح 16 اللي في القصه بيقول كارثة، فاخذه بطرس، يعني بطرس ركزوا يا اخوة في اللي جاي، لانه كارثة كارثة. الرسول بطرس عمل ايه في الرب بتاعهم؟ ضربه. ايه ضرب؟ ما بقول لك مسكوا كده، خدوا بتلابيبه كده وقال له انتهروا. الرسول عندهم بينتهر الرب بتاعهم. في تراجم تانية بتقول فاخذه يوبخه. بطرس كان بيبوخ كان بيوبخ الرب بتاعهم. ركزوا بطرس أخذ يسوع، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. يعني رسولكم بطرس كان قاعد بينتهر في يسوع اللي هو الإله الظاهر في الجسد، قاعد بينتهره. يعني إيه ينتهره؟ قاعد بيزعق له، قاعد يزعق للرب بتاعكم. اسمع عشان كده الرب جيد، ما قال له امشي يا شيطان امشي. تفضل. يعني إيه ينتهره؟ ماذا يعني إيه فعل بطرس بينتهر الرب سبحانه؟ بتاعه؟ لأنه بدأ ينتهره، مسكه وقاله يا رب ما يصير يكون لك هذا، احنا ما نرضى، احنا ما نقبل. لماذا؟ لأن بطرس في البداية يجهل خطة الله لخلاص العالم، أنا فهذا الجهل يجب مش أن سؤالي، يوبخ، فهذا مش الجهل يجب أن سؤالي، يوبخ لكي يكون الإنسان سؤالي عاقلا وفاهما لحقيقة يعني الأمر. إيه ينتهره؟ رد على السؤال. ينتهره أي مسك الرب ووقف أمامه وقال يا رب لا يكون هذا، لا يكون لك هذا وإحنا موجودين. سمعته قال لك إيه؟ مسك الرب بتاعه وقعد ينتهر فيه. أنت بتعمل كده ليه؟ انت اسمع الكلام. مسك الرب عند بطرس، مسك الرب. انت هتسمع الكلام ولا لا؟ وامسكه من تلابيبه. الله المستعان. خليني اجيب تعريف كلمه ما تجيب لي تعريف كلمه ينتهر في اللغه العربيه كده يا حسين. جيبها انت، جيبها اهو. انت انتهر. اتفضل يا فندم. واو واو اتفضل يا فندم. واو. سمعتوا يا جماعة الخير؟ ده مين؟ واحد مسيحي في التعليقات، تامر مسيحي، بيقول لك يا عم الشيخ، وانا ليه عرفت انه مسيحي؟ عشان اقول لكم على اللي جاي اهو. يا عم الشيخ المسيح ثبت. لا لا لا، ثبت تعليقات تامر المسيحي. ثبت. تعال تامر، تعال يا عم الشيخ المسيح قال لبطرس اذهب يا شيطان، لان الشيطان كان في فكر بطرس. الشيطان كان في فكر بطرس. خدوا بالكم انا بقول لكم تامر مسيحي اهو، حتى حاطط ده. مين ده؟ اللي هو معرفش، اللي ابو ابراهيم الاسود ولا هو ايه؟ وده ابوهم كرولوس، وده معرفش ابوهم مين. يعني ده مسيحي، تامر مسيحي، وانا متاكد انه مسيحي. يا تامر اللي انت بتقوله يا ريتك ما قلته. روح قول في الكنيسه كده ان بطرس صخره الكنيسه بتاعتكم، أعظم رسل المسيحية. الرب بتاعكم قال له يا شيطان، لأن الشيطان كان مسيطر على فكر رسولكم بطرس. رسولكم بطرس باعترافك أنت مسيطر عليه من الشيطان. أعظم رسل المسيحية راكبه شيطان. أنت إيه اللي أنت بتقوله ده يا تامر؟ ما كنتش تقول أحسن لك يا تامر؟ يا ريتك ما قلت يا تامر، يا ريتك ما قلت يا اهو يا جماعة. ده مسيحي يا جماعة اللي في التعليقات ده، وقال لك الجملة دي، ان الشيطان دخل جوه فكر بطرس. ده مش انا بقول لكم، في بعضهم قال ان الشيطان لبس بطرس، لبس بطرس. اعظم رسل المسيحية عندكم الشيطان راكبه، لابس افكاره، خبره. امال ده الرسول، امال ده الرسول، امال البشر عندكم، امال انتوا تبقوا ايه؟ امال باقي الناس تبقوا ايه؟ تقول لي مسوقين بالروح القدس يا راجل، ولا تقول لي فيك الروح القدس يا راجل بقى يا راجل. انا كده بحب كده ايه، خلينا نجيب معنى كلمه ينتهر. ها اتفضل.
فيجب على الانتهار انه لانه كان يجهل الخطه الحقيقيه لخلاص الله. لذلك الله وبخه لكي يفهم الحقيقه ويبعد الافكار الشريره التي تخالف مشيئه الله. بص 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 هذا هو المقصود. انتهر، اسمع اسمع اسمع، انتهر فقيرا اي زجره واساء اليه. هل بطرس عندما انتهر الرب بتاعكم زجر وزعق له واساء اليه؟ انت عم انت بتعمل ايه؟ بطرس هتصلب وتموت. لماذا قاله الرب؟ لماذا قاله الرب يا شيطان؟ لان بطرس الرسول ماذا فعل؟ لان بطرس الرسول لا كان جاهل بخطه الله في البدايه. مش سؤال، كان لم يفهم مشيئة الله وعارضها. والذي اسمع، شفته بيعمل ايه؟ بيسيب السؤال بتاعه وقف امام الرب وقاله. للعلم صحيح يا جماعه الامر ده لكل الاخوه اللي بي على فكرة يا جماعة، انتوا عارفين البثات اللي انا بعملها سواء عرض من المناظرات القديمة دي انا بعملها مخصوص لسبب، اللي هو اطلع لكم وابين للناس ايه الطرق اللي بيعملوها النصارى والمنصرين على الاسلام وازاي يواجهوها. انت خدت بالك من سؤالي؟ ما معنى كلمة انطهروا؟ ام هو حاطط سؤال من عنده هو، من عندي نفسه هو، اللي هو ليه انطهروا؟ وام جاوب على السؤال ده، مش سؤالي. هتلاقي الكلام ده مع كل المنصرين، كل المنصرين اللي مروا معايا انا ولله الحمد والمنه، سواء على الفيسبوك هنا او على البلتوك، عامل الان بفضل الله ما يزيد عن 2000 مناظره. انا عامل ما يزيد عن 2000 حوار، كلهم كده. اساله سؤال، قول له ما معنى انطهر، ما معنى ان بطرس بينطهر ربكم؟ يوم قايل لك ما هو انتهروا علشان عمل، وانتهروا عشان سوى، وبطرس كان ماشي من غير مين. انا ما سالتش ده كله، انا بسال ما معنى انتهر. انتهر يعني زعق له، يعني اساء اليه، يعني اهانه، ده معنى انتهر. ما ردش على السؤال ويرد لك على سؤال تاني انت ما سالتوش. انتبهوا للامر ده يا رب. حاشا لك ما يصير لك هذا الكلام. احنا زعق له، احنا ندافع عنك. زعق له اساء اليه، صح؟ مشيئه الله. ايوه، خالف يعني الله. انتهروا يعني زجروا وزعق له واساء اليه، صح؟ حبيبي هي المخالفه لمشيئه الله، اساءه لله بحد ذاته، تشحيل. يعني بطرس اساء لربكم، صح؟ انت فتيم، فتيم اول مره. ما انا فهمت اهو، يعني بطرس من اعظم رسل المسيحيه اساء للرب بتاعكم، صح؟ قال حاشا لك يا رب ما يصير لك هذا الكلام واحنا موجودين، شلون جاي تقول هذا الكلام؟ هذا اللي قاله بطرس. لماذا؟ من كثر محبته للرب وعشقه للرب يسوع المسيح لا يريد ان يصير له شيء، عشقه لم يعرف. شوف الكلام، شوف الكلام. بطرس اللي هو اكبر اعظم رسل المسيح، من كثر محبته وعشقه للرب ام اساء اليه وانطهره وزعق له. وايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه ده؟ انا دلوقتي للعلم، انا دلوقتي شايف ان قناه الاراميه وقناه الحياه وقناه الفاضي وقناه الجرمه اللي استضافوا الواد ده انه يعمل حلقات او انه يطلع على هذه القنوات التنصيريه، لو شافوا الفيديو ده ابدا ما هيطلعوه تاني. هيقول له روح يا اللي فضحتنا مع محمد نصيف. الله المستعان. خطبتي بعد، لأنه لم يعرف بعد يا عزيزي. نعم. الله قد أوضحها له. فماذا فعل؟ مين 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 في هاني صديق أو صدقي؟ استنى كده أما أشوف. هاني، هاني أنت مسيحي يا هاني؟ هاني، هاني أنت مسيحي؟ مش عارف، شكلك مسيحي، مش عارف مش عارف. لو مسيحي قول لي بس، عشان لو كده أديك المايك، لأن هاني بيقول لي إيه المشكلة لما ينتهروا زعق له بس ما غلطش فيه. هبقى اديك المايك بس قول لي انت مسيحي ولا لا. خطيته، لذلك فهم الحقيقه وفهم مشيئه الله ولم يعارضها بعد ذلك، وحل الروح القدس على التلاميذ وصاروا قدوس. هو بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ صاروا قديسون بحسب مشيئة الله التي أعطاها إليهم عندما حل الروح القدس. بص كده، بص كده مسيحي، في إنجيل يوحنا 21:15 بيقول إيه؟ فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس. سمعان بطرس ده اللي هو اللي إحنا بنتكلم عنه حالا، صح؟ سمعان بطرس. طيب إخوة يا كارم، هاني صدقي بيقول إن هو مسيحي.
خدي يا هاني كده معاك المايك امام الناس، هديك المايك اهو تقول للناس بس يعني ايه ان الرسول بتاعكم ينتهره، يعني زعق له بس ما قالوش حاجة وحشة. اتفضل كده معاك المايك، اتفضل يلا. ايه بالي هاني، تم الرفض اهو يا اخي، ها تم الرفض اهو، يعني هذا ده اخر اخر ما عندكم. اطلع قول اللي قلته في التعليقات، جر الاضافه للمره الثانيه اهو، تم الرفض للمره الثانيه اهو. هاني اقعد ساكت يا هاني، هاني اقعد ساكت ما تعلقش، عايز تستمع فقط اهلا وسهلا بيك، مش عايز تستمع ما تعلقش. ها بص هاني، هاني كاتب لك قال ايه، هو يا جماعه هو الرسول بولس بتاعهم الرسول بطرس، ايوه انتهروا اه بس ما شتموش، ما قالوش حاجه وحشه. شوف كده كاتب ايه المسيح هاني، وايه المشكله لما ينتهروا، زعق له بس، هو زعق له بس ما غلطش فيه. يعني انتوا عندكم الرسول رسول يزعق للرب بتاعه عادي 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 يا جماعة، عادي عادي. اعظم رسل المسيحية بطرس اللي هو صخرة الكنيسة، اللي قال اللي بطرس كان بيقول هجيب النص اهو، اللي بطرس قال له اللي يسوع قال له ارعى خرافي، خرافي دول اللي هم المسيحيين، ها ده ردا على الحلقة بتاعت رشيد الأخيرة لو تنسوها، لما الجزائر وشعب الجزائر قلع الكنائس زرايب، ما تنسوش هسمعكم. انتوا فاكرين امبارح لما قلت لكم كل محاور مصر يعترفوا عادي ان هم بهايم او ان هم خراف وان الكنيسه حاضره الخراف؟ اعظم رسل المسيحيه هاني هاني صدقي بيقول لك ايه المشكله لما الرسول ده يزعق للرب بتاعهم، يزعق له وينتهره عادي. هاني ربنا يكملكم بالعقل يا هاني يا رب، روح يا شيخ ربنا يكملك بالعقل. اه كمل 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 يا يا سيد. سمعان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا ربي، يا ربي أنت تعلم أني أحبك. فقال له يسوع ارعى خرافي، خرافي ده اللي هم مين؟ ارعى ولخراف أخر ليست من هذه الحظيرة أي ينبغي أن تخرج. الحظيرة، ها الحظيرة، الناس اللي سمعوا حلقة امبارح بتاعت رشيد في مسألة إن الجزائر لما قالوا على الكنيسة مجموعة من الزرائع من إيه الزرائب. خرافي، فالخراف هم الخراف الذين هم من هم؟ هم أبناء الرب يسوع المسيح، لأنه قال أنا هو الراعي الصالح هو سمعته؟ المسيح، سمعته من الخرفان؟ هو الذي يبذل نفسه من أجل الخراف. يعني نحن خراف الرب يسوع المسيح، لماذا؟ لأننا ودعاء وطيبون القلب سمعتم قال ايه؟ هم ايه خراف مين؟ هم خراف الرب بتاعهم. الناس اللي سمعوا امبارح وانا بأشرح او برد على حلقه رشيد الاخيره، انا الحمد لله ماسك حلقات رشيد، ماسك حلقات رشيد وبرد عليها حلقه حلقه. امبارح لما جبت الحلقه بتاعت رشيد لما بيعترض بيقول والجزائر تقول في صوره مش عارف سيئه جدا ان الكنايس كانت زرايب، انتوا اللي هتقولوا كده مش احنا. اسمعوا اسمعوا، لا يحدث منا اساءه للبشر، يعني انتم فنحن انتم في رب هذا الرب صحيح كده، ونحن بس واحد نقدم بالراحه بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه امام الحبيب المسيح، ايه ده نحن نقدم انتم الخراف يا شيخ صح؟ فرضيه امام الرب يسوع المسيح، ايوه انتم الخراف وانتم الذبيحه صح كده؟ نعم سمعتوا؟ وانتم خراف حظير يسوع صح؟ انا ارسلكم كغنم كغنم وسط ذئاب، اهو هم مجموعة غنم اهو، يعني انا الرب ارسلني ارسل الغنم، الرب ارسلني كخروف امام ذئب، هذا اقول حكيم. يعني انت خروف الرب عندكم، ارسلكم امام ذئب اللي هو انا صح كده؟ احسنت بارك الله، فانتم خراف يسوع ومجموعه اغنام، اغنام يسوع اللي انطلقتوا في الفيسبوك عشان تبشروا بكلمه الراعي بتاع الخراف اللي هو الرب عندكم يسوع قدام الذئاب اللي هم احنا صح؟ لا والله اقل من ان تكون ذئبا، برافو عليك.
مش مشكلتي، بس انا بتكلم عليكم انتوا، يعني انتوا خراف واغنام يسوع اللي طلقكم في الفيس عشان نعم تبقوا نحن صالح نعم نحن الذئاب، ده صح كده؟ نحن كغنم للرب، كغنم سمعتوا يا إخوة؟ سمعتوا يا مسلمين؟ سمعتم؟ طيب تعالى نسمع المسيحي هاني. تفضل يا هاني، معاك المايك، يلا. الإضافة. صباح الخير، ازيك يا هاني؟ اخبارك يا بدنا؟ لا الحمد الحمد لله، لله، انت اخبارك؟ أنا الحمد لله. خش في الحمد الموضوع. لله على كل شيء. النص لما الرب نفس عندكم، نفس التيشيرت. مش مشكلة، الرب عندكم بيقول لما انتهروا بطرس في متى 16 23، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. هل الرب عندكم قال لرسولكم بطرس أنه شيطان؟ جاوب. الرب هنا اللي انتهر، الرب هنا اللي انتهر بطرس. الكلام الرب كلام غلط، انتهر كلامك بطرس. غلط، بس أنا هنجيب حالا الدليل، لكن ده مش سؤالي، أنا سؤالي الأول بس. الرب عندكم انتهر وصف بطرس رسول، اسمعني اسمعني لحظة، الرب لأن بطرس عندكم وصف رسولكم بطرس بأنه شيطان، صح؟ تمام زي الفل، كلام تمام، جميل. زي الفل أمام الناس كده. طيب النص اللي أنت بتقول مين اللي انتهر مين؟ شوف النص كده، الرب نفس الإنجيل، إنجيل ست متى إصحاح الرب 16، اسمعني لحظة، العدد 22 بيقول كده: فأخذه بطرس، بطرس أخذ ربكم يسوع وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب. انت بتقول لي مين بقى اللي انتهر مين؟ ما دي موقعة تانية يا صاحبي، دي لا، هي موقعة نفس تانية. الموقعة يا صاحبك. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. ده نفس الموقعة يا صاحبك، نفس النص. انا ايوه جايب لك النص انتهر اللي قبله على بطرس. طول. اتفضل. طب انت اسمعني، انت خدت اللي اتكلمت اللي انت عايز تقوله، اسمعني كمان. اتفضل. دلوقتي في الحادثة الأولى الرب انتهر بطرس، لأن بطرس في الوقت دوت عايز يمنعه عن أعظم عمل بالنسبة لينا كمسيحيين، عمل الفداء. وبيقول له حاشاك يا رب ان انت تدخل تروح وتتصلب وتموت، يعني ده انا اجف بالسيف وكده. قال له لا يا بطرس، اللي يؤخذ بالسيف بالسيف بس يؤخذ، كلامك احنا غلط ما عندناش موضوع يا موضوع هاني، السيف ده. كلامك غلط يا هاني. مين اللي غلط انتهر، ازاي؟ انت مين اللي غلطني انتهر مين في النص ده يا هاني؟ ده ممكن تقول تسلسل، لي؟ تسلسل كتاب الرب. ايوه ماشي ماشي، مين اللي انتهر مين يا هاني في النص ده؟ الرب انتهر بطرس كلامك غلط. لأن بطرس عايز يمنعه، لا عايز لا لا، يمنعه عن أعظم عمل في كلامك تاريخ غلط. البشرية كله. عارف ليه كلامك غلط؟ بص يا هاني، ده أنت هاني تقول كلام غلط، يا فندم، أنت تقول كلام لا غلط، لا ده لا ما لا، عنديش مشكلة لأن دوت رأيك الشخصي، ثواني ثواني لكن الرب ثواني انتهر بس، بطرس. ثواني بس، كلامك غلط. هقول لك ليه. خد راحتك، خد راحتك، انت خد عندك راحتك. الكتاب، عندك الكتاب، خليك بس من جردل الشاي بلبن اللي عندي بتشربه، وركز معايا، ركز معايا. الكتاب عندك، ده كتابك المقدس عندك، نسكافيه، مش نسكافيه، مشكلة. نسكافيه كتابك دلوقتي المقدس عندك، موجود، موجود. حلو قوي، هات الكتاب يلا بسرعة، هات الكتاب. أجيب الكتاب، أجيب الكتاب، بس طب هياخد يلا، وقت يعني. طب خلاص، إنجيل متى إصحاح 16، ركز، أنا فاتح لك أهو من موقع سانت تكلا، أكبر موقع مسيحي في الشرق الأوسط. فأخذه بطرس، تمام جدا، بطرس أخذ مين؟ أخذ الرب. ماشي، بطرس أخذ ربكم إليه وابتدأ ينتهره. مين اللي ابتدأ ينتهره، بطرس ولا ربكم؟ بطرس في الحتة دي، في الحتة دي، في طب الموقعة التانية دي. طب، ما هو ده اللي انا عمال اقوله لك من اول 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 ما بدأنا البث، وبقول لك ان فأخذه بطرس، اي اخذ في ربكم موقعتين. وبدأ ينتهره. يعني ايه ينتهره بقى؟ يعني ايه الرسول بينتهر ماشي ربكم يا هاني؟ اتفضل.
ماشي يا اخي العزيز، دلوقتي دي موقعه ودي موقعه. الموقعه الثانيه لما بطرس انتهر، انتهر مين؟ انتهر الرب. يعني بيقول له يا رب ما ينفعش ان انت تروح للصليب، وما ينفعش ان انت يصلبوك، وما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله دوت. نعم، يعني راح النبي الرب قال عندكم، له ايه؟ النبي عندكم بطرس كان بينتهر الرب بتاعكم ويقول له ما ينفعش كده وما ينفعش تروح للصليب والكلام ده، صح؟ واحد عايز يتعلم، واحد عايز يعرف، وفي دماغه، دماغنا احنا كبشرية على قدنا، انت وانا كإنسان يعني على قدنا، يعني بنحاول نحاجج الرب. عندنا آية يقول لك الرب هلما نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعضينا يعني ايه، ونشوف. هتتحاجوا مع الرب بتاعكوا يعني ولا ايه؟ بنتكلم معاه عادي، مع الله هو بتتحاجوا مع ابونا الرب، يعني. انت عارف يعني ايه بتتحاجوا ولا لا؟ يعني زي بتتجادلوا، حاجة دلوقتي بتتناظروا، تتكلم معاه وتتجد، ما وتتناظروا مع احنا في الرب بتاعكوا؟ طبيعتنا كإنسان تتناظر معاه وتتكلم معاه عادي، لأن عندنا في حاجة اسمها في حاجة اسمها الأبوية. الله وهو أعطانا عطية الروح القدس، ده موضوع تاني. فمن حقنا كانت حاجة زي انت والدك بتتكلم معاه، انت مش بتروح اوقات مع والدك تقول له لا ما ينفعش ان انت تدي اخويا اكتر مني في الميراث، لا ما ينفعش ان انت تدي تعمل كذا، فيجي والدك يقول لك لا ده اخوك اشتغل وتعب وبنى البيت وانت هتاخد شقة واحدة، اخوك هياخد ايه شقتين. رأيك في النص ده كده ده يا هاني؟ ده فكر على فكرة الوالد. انا ما بخرجش عن اللي انت بتقوله والله، بس انا بحبه قدام الناس ان انا ايه، اجيب امثلة عملية على اللي انت بتقولها. انت كهاني انا اول مرة مع اشوفك معايا في البث، انت ارثوذكسي؟ انا بصلي في اي كنيسة، بصلي في اي مكان. يا هاني انت ارثوذكسي يا هاني، وصعيدي كمان صح؟ انا سعيد، بس انا يعني بصلي في اي مكان. بس اصلا ابوك وامك ارثوذكس صح؟ لا، والدي ارثوذكسي، والدتي كنيسة انجيلية. طيب مش مشكله، بنفس المقياس اللي انت بتقوله ان انت بتتجادل مع الرب، وان بطرس عندكم كان بايه بينتهر الرب بتاعكم، ايه رايك في الاسلوب ده اللي في سفر المزامير 44 عدد 23 لما النبي بيقول للرب بتاعكم استيقظ استيقظ يا رب لماذا تتغافى؟ الأسلوب ده تمام حلو تمام ينفع؟ بالنسبة لك ما ينفعش، بس بالنسبة لي ينفع. دلوقتي انت عندك مشكلة كبيرة، وقعت في مشكلة كبيرة، وحسيت ان انت عملت غلط كبير، ودلوقتي يعني المشكلة الكبيرة دي يعني اتورطت في حاجة كبيرة، مشكلة كبيرة. فبتقول يا رب انت غيبني، انا في مشكله كبيره، يعني لا في امر استيقظ، صعب. انت بتقول له فين؟ استيقظ، انت انت تقول للرب بتاعك كده استيقظ، لماذا تتغافى، لماذا تنام، ينفع؟ عندنا في الدين كأبوية زي ما قلت لك بتقول كمسيحي، لابوك يعني استيقظ، كمسيحي استيقظ. عادي مثلا في موقعة من موقعة الكتاب المقدس، إن الرب يسوع راح عشان يختبر إيمان التلاميذ، راح نام في المركب، فصارت الأمواج تهب شمال ويمين، عارف، راح وصحوه بطرس يا فأوقف رب يا الريح، رب فهد عارف الكلام ده كله، أوقف بس انت الريح. كده خرجت عن سؤالي، ما تقلقش انا عارف الكتاب قوي قوي يعني، هل بس الرب حلو حلو جميل. هل الرب هل الرب هل الرب كان هل الرب كان كان نايم؟ الرب كان عارف، لا 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 لا، كان انت نايم، سألت سؤال، هل الرب كان نايم؟ ربكم كان نايم كان ساعتكم؟ نايم كان نعم، نايم كان نايم كان نايم وكان صاحي في نفس الوقت، لأن الله ذا لا كلي القدرة، كان نايم. الله القدير. ده انت كده كان نايم تمام زي الفل. بتتكلم عن الله كيسوع صح؟ انت كده بتتكلم اللفظ ده عن الله كيسوع الله صح؟ تمام زي طيب الفل، صح هو كده. بيتكلم الان يا بس جماعة الله على في نفس الوقت يسوع، عن الرب اللي كان نايم، ده الاله الظاهر في الجسد المتجسد. الله في العهد القديم عندكم مش ده الاب فقط؟
اللي المفروض لا بينام ولا لا بياكل ولا بيشرب ولا حاجة خالص، صح؟ ما هذا اللاهوت والناسوت، هو اه لما جه في صورة ناسوت إنسان زينا ده في العهد بيجي الجديد، ينام. لا ده في العهد الجديد، ده تمام بعد التجسد. صح كده، طيب في ايه رأيك العهد ان الجديد بعد قبل التجسد. التجسد كمان كان بينام؟ ايه رأيك؟ ما فيش مشكلة، الله عنده كلية القدرة إن هو يعني ينام انت عندك يصحى عادي الاله يفرح قبل التجسد بينام عادي براحته بقى، ينام بقى عادي، صح؟ براحته، إذا حب ينام ينام، الله القدير. أنا ما أحطش الله في بكس صغير تقدر وأقول تفسر النص ده؟ سفر المزامير 78 عدد 65، فاستيقظ الرب، الرب ده اللي عندكم في العهد القديم يعني اللاهوت، مفيش ناسوت الان اصلا، كنائم، تمام فاستيقظ كنائم. انت معايا ولا مع الشاي بلبن؟ معاك خليك معاك، معايا مش كده وركز مشكلة انه كده ما وانا اشرب هعمل شاي لك دماغ احلى من الشاي بلبن. اشرب انت كمان، انا معاك. لا صح فاستيقظ انا ما الرب دام عندكم، مش لف العمة الصعيدي خلاص طيب فاستيقظ الرب عندكم كنائم. يعني ايه كنائم؟ تمام. يعني ايه استيقظ ربكم كنائم؟ اتفضل. هو هنا الرسول بيتكلم، الرسول او داود النبي في الوقت ده كاتب المزامير، بيتكلم ان الله استيقظ، يعني الله ابتدى يشتغل في المشكله بتاعته ايا كانت المشكله بتاعته. طب كان كنائم، داود النبي في فسر لي كلمة كنائم. تمام كلام، اقول لك كنائم ازاي. يعني انت اوقات بيكون عندك ظرف معين، عندك طلبة من الله معين، تمام كده، بتروح بتصلي في المسجد بتطلب يا الله في كل الموضوع دوت، او عندي طلبة معينة في امر معين بس، فبقى لها طلبة ديت بتطلبها بقى لك سنة 2 3. فالرسول في الوقت دوت حس ان الله كان ساكت عنه او كأنه كان نايم، وفي الوقت دوت هو صحي وفك له المشكلة بتاعته. الرسول يعني عندكم مثلا الأعداء، كان بيظن ان الأعداء الرب وصلوا بتاعكم نايم وصحي من النوم عشان يفك الدعاء بتاعه. انت شايف ده يليق بالله إيه يا هاني؟ اللي انت بتقوله ده يليق بالله؟ إحنا كتفكيرنا ايوه. ما تفكيرنا إحنا كبشر، تفكيرنا إحنا كبشر أوقات بيقول يا رب أنت فين؟ أنا عندي مشكلة والمشكلة ديت انا سالت، مش انا عارفة قلت لك ايه يا أحلها. هاني؟ انا ايه سؤالي يا هاني؟ إن الكلام دوت يليق بالله. ايوه، هل يليق بالله انك تتعامل معاه وتقول له اصحى انت نايم ليه؟ ينفع؟ ما هدوت اسمها العلاقة الخليلية بينك وبين الله. ام دوت كان إيه؟ كان عازف العود من صغره، كان حد مرتبط علاقة وثيقة بينه وبين الله، علاقة اسمها العلاقة الحبية. فيقول له انت نايم ليه يعني عادي؟ زي رابعة العدوية كده، لما قالت له لو انت بتحب، يا لو انا ربعه، بحب بص حاجة عنك لا 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 لا، امنعها عني. ماليش دعوه برابعه وخمسه، طز في كلام ربعه ولا يلزمني بشيء. انا بسالك سؤال عن نبي الان، نبي ماشي، ما انا يقول للرب بقول لك اصحى انت نايم ليه؟ او طب استنى قبل رابعه وخمسه، بمناسبه انت جبت كلام رابعه، هل رابعه، مع ان انا ماليش دعوه ولا رابعه ولا سته، هل رابعه قالت للرب استيقظ انت نايم ليه؟ لا، هي بتسأله عن، يعني كان بينها وبين ربنا علاقة حبية، هي طيب كانت ده انا مش ست سؤالي، متعفنة. انا سؤالي هنا النص اللي عندك ده بين نبي وبين ربكو، بيقول استيقظ يا رب كنائم، استيقظ الرب كنائم. انت شايف ان يليق ايوه بالله الحق انه يصحى كنايم؟ اتفضل. ايوه طبعا يليق، لما تكون بينك وبين ربنا علاقة أبوية، زي انت بتقول لوالدك يا رب تستيقظ من النوم، انا عندي مشكلة تعال ماشي استيقظ غيثني. خلاص، انا شايفه انا الناس خدوا الإجابة وانا ما عنديش مشكلة. طيب النقطة الثانية في النص تمام. ده، ما معنى ان الرب، انت مقتنع باللي انت بتقوله ده يا هاني؟
مقتنع طبعا. طيب النقطة الثانية في النص ده، لما بيقول استيقظ الرب عندكم كنائم معيط من الخمر، يعني ايه الرب بتاعكم صحي من النوم زي النايم معيط من الخمر؟ اتفضل، يعني ايه معيط من الخمر؟ معيط من الخمر يعني هو تشبيه مجازي، ايوه تشبيه مجازي، يعني هو شايف ان ربنا يعني كان ساكت عنه وكده، وفي يعني تشبيه ان اللي بيفوق من شرب الخمرة بيكون يعني ممكن يقوم يهيل الدنيا اللي حواليه، فاهم ازاي؟ يعني تعبير مجازي مش ايوه تعبير ان الله يشرب الخمر وكده. لا، ايه معنى ان الرب بتاعكم يستيقظ معيط طب يعني ايه معيط؟ الرب بتاعكم معيط، مستيقظ معيط، يعني ايه معيط؟ هي كلمة معيط في المعنى اللي أنا فاهمه إن حد بيقوم مفزوع، فاهم إزاي؟ حد قام مفزوع من النوم، يعني الرب أو عندكم حد قام قام مفزوع من النوم من الخمر؟ حد مفزوع يعني حد قام ينقذك بسرعة، يعني الله من محبته هو شافه النبي في هذه ايوه الصورة، شافوا بهذه الصورة إن حد مفزوع قام ينقذه من النوم، فاهمني؟ قام كمعيط وكمخلص وحد كان نايم، وأول ما صرخ له شافوا الملك داود إن هو قام ينقذه من يد الأعداء، لأن هو داود كان العهد بتاعه القديم كان عهد أرضي، يعني أمور أرضية، فالأمور الأرضية دي كانت محاربات بين الممالك، بين مملكة فلسطين وبين مملكة تمام إسرائيل، تمام بين هنخرج مملكة عن أرام، الموضوع وبين بتاعنا، هنخرج عن الموضوع بتاعنا. طيب لكن انت عارف النص لا بتاع مش بقى بنخرج عن الموضوع ده. لما تكلم بطرس مع الرب عندكم يسوع، ويسوع قال له ارعى خرافي. خرافه دول اللي هم مين؟ خراف اللي هي الشعب الرعية، وخراف طيب هنا وخراف هنا بتيجي بتعبير مجازي في نفس الوقت، الخراف تمام، اللي ارعى هو خرافي دي اللي هي يعني انتوا مسيحيين، صح ولا انا غلطان؟ هتلاقيه في انجيل طبعا يوحنا، كلنا خرفان يعني انجيل يوحنا اصحاح 21 عدد كلنا خرفان 15، كلكم خرفاء. يعني انت ترى ان صح النص ده كده صح بيتكلم عنكم ان انتوا شعب الكنيسة، ارعى خرافي يعني شعب الكنيسة، صح؟ ايوه صح كده صح تمام. والنص برضو اللي بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعلفها فتتبعني، برضو ده عن كنتو، صح؟ صح كده صح يعني كلام يسوع مظبوط عندكم لما 100%. قال خرافي تسمع صوتي وانا اعلفها فتتبعني، كان بيتكلم عن يسوع وهو بيتعامل معاه كنتو، صح؟ وانا اعرفها مش اعلفها برافو عليك، كده انت مذاكر. انا عايزك انت تبقى بتقول صاحي كده، كده انا عايزك تبقى صح. انا عامل الحركه دي والله مخصوص يا اني عشان افوقك. الراجل دارس وحافظ حبيبي يا جماعه، حبيبي لا صح مش اي صح واحد بيقول كده وخلاص. برافو عليك يا هاني، ركز صح معايا بقى يا صح هاني. لا مش حافظ ولا حاجة يعني بجد، طيب ما رحتش الكنيسة بقالي يمكن فترة كبيرة، يعني دخلتها مرتين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، يعني طيب، لما مش قال يسوع دارس يعني عندكم ولا حاجة. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، كان حلو بيتكلم على شعب الكنيسه، صح؟ اللي هم خرافه، صح؟ صح كده صح. طيب الكنيسه طب عندكم بتسموها، خليك معايا هل بعد في انت الاخر عرفت بقى، معنى يعني ما انا هقول لك اهو. معنى الكنيسه الخراف عندكم يعني؟ بتسموها حظيره خراف يسوع، صح؟ صح كده تمام زي الفل. يعني اي كنيسه الان او كنيسه يسوع هي عباره عن حظيره لخراف يسوع، صح؟ تمام يا عم مش مشكلة تمام. اهو يا جماعه الخير، اعتراف ثالث او رابع او عاشر من النصارى ان عادي هم خراف يسوع وان الكنيسه حظيره خراف يسوع. في عندكم كمان ترنيمه وعظات للبابوات سواء شنوده او توادرس اسمها لا تخف ايها القطيع الصغير، صح كده؟ تمام زي الفل تمام صح، صح وابو الصح كمان يعني سماكم انتم قطيع، صح ولا انا غلطان؟ صح زي الفل. عايز الراجل توصل تمام. ليه طيب؟ انا عايز اوصل لايه؟ برافو عليك برافو عليك، انا عايز اوصل كالاتي.
أنتم خراف يسوع، والحظيرة اللي تمام هي زي الفل. حظيرة خراف يسوع اللي هي الكنيسة. خلاص خلاص، حلو حلو إزاي أنتم خراف والحظيرة بتاعتكم اللي هي حظيرة يسوع، يعني حظيرة الخراف، إزاي تبقى أنتم خراف والرب بتاعكم أيضا يكون خروف؟ ينفع؟ لا حلو، يجوز. كلام جميل، حلو ليه حلو، كلام جميل؟ يجوز يا أخي يجوز. يجوز برضه يبقى خروف هو كمان؟ إزاي؟ يجوز يعني يجوز أنتوا هتبقوا خرفان وعايشين في حظيرة خراف اللي هي الكنيسة، وكمان هاي. يبقى الرب بتاعكم خروف؟ تيجي إزاي؟ شايف احنا ما بنزعلش زيكو لما لا يقولوا مثلا عن مرسي واتباعه خرفان. لا، اثبت ان مرسي واتباعه خرفان وانت حر، لكن ده مش موضوعي. احنا هل في يعني هل مرسي قال عن نفسه انه خروف زي ما قيل عنكم انتم كمسيحيين خراف وكحظير ككنيسة حظيرة الخراف؟ فين لا الدليل؟ لا الراجل ما قالش، بس طيب احنا بنقول ومبسوطين، ومبسوطين ان احنا خراف السيد. هو كتعبير عن الخراف ان الرب يسوع جاء كحمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، لا والحمل هو المتواضع، لا، يعني الوديع معلش والمتواضع. معلش، انا هخالفك هنا في نقطة. ما تقولش حمل، قول خروف. وافق الكتاب، حمل هو اقول لك على حاجه، وافق الحمل للكتاب. لا، الكتاب مكتوب حمل الله، لا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، اهو اهو حمل. اهو 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 سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 17 عدد 14: هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب. الخروف ايه؟ الخروف تمام رب زي الارباب. الفل. معلش انا بقى، انا في معلش انا كتابي، انا باخد كلام تمام كتاب، تمام بلتزم الله بنص ينور الكتاب. عليك، الله ينور عليك. هو كيف الخروف انتم خراف وكيف الرب حلو بتاعكم خروف؟ اتفضل. زي الفل. خراف كتعبير مجازي، تعبير مجازي عن التواضع والاتضاع، التواضع والاتضاع. والخروف ليس بطبعه مؤذي، فهمني؟ يعني خروف عنده تواضع واتضاع. كلامك غلط، فالكنيسة كلامك غلط. الكنيسة سمة من، انت عارف تقول ليه؟ عليه غلط، لا مفيش لا لا لا، مشكلة ليه ليه؟ ما هو غلط، قول لي غلط ليه؟ ليه؟ اقول لان ماشي. الخروف بينطح، فازاي متواضع وهو نطاح؟ بقرون وبينطح يا عم، بيقعد ينطح في الناس. انت ما شفتش قبل كده خروف بينطح؟ شفت شفت طيب اهو، يا بس الرب عندكم سمى كسر نفسه خروف، مش اتضاعا، مش يمكن يكون من القوة بتاعت الخروف في النطح مثلا. ماشي، مش وحش. الخروف بينطح، ممكن بيدافع عن النعجة بتاعته، ممكن طب ما هو مش يبقى مش يعني. اتضاع زي ما انت بتقول وتواضع، ده نطاح. لا، في اتضاع، في اتضاع. الخروف من يعني من الحاجات اللي هي يعني ليها مميزات جميلة، وكقطيع خرفان. يعني الرب يسوع بيقول عن نفسه ان هو الراعي الصالح اللي بيرعى القطيع دوت. طب فالوصف يعني عشان بيتوصف، اوري الوصف ده، مش بيتوصف بالحظيرة. الوصف ده، معلش يا هاني بقى خذني بحلمك، الوصف ان يتوصف الرب بتاعكم بانه خروف، ده مش وصف تواضع. انت عارف ده وصف ايه؟ وصف نطح. تمام، وصف ايه؟ نطح. عارف فين الدليل؟ انا كلامي كله بالدليل من الكتاب، في سفر المزامير اصحاح ماشي قول. 44 عدد 5 بيقول للرب، بيقول عن الرب بتاعكم: بك ننطح مضايقين، بك ننطح. فما معنى انكم تنطحوا بربكم الا ان هو بقى، يعني انتوا هتاخدوه هو بينطح، بتنطحوا بيه، يبقى مش تواضع، نطاح اهو ولا ايه؟ الله ينور عليك في الحتة دي، الله ينور عليك. هو بك ننطح مضايقين. نعم. احنا مضايقين في العهد الجديد، كان العهد القديم بقول لك عهد الأرض الموجودة وكده. العهد الجديد عهد الخروف الغالب، أو السيد المسيح الغالب المنتصر، لأنه انتصر على كل قوى الشيطان. واحنا بننطح المضايقين لينا. مين هم المضايقين لينا؟ ايوه المضايقين لنا مش اخواتنا المسلمين، مش اخواتنا ايوه المسلمين مثلا،
لا ما يعني انت احبوا مش اعدائكم، المضايق ده. احبوا اعدائكم المسلمين، تخلينا دي النطح بقى لمين؟ النطح ديت للشيطان، يعني احنا اه عندنا اخراج الشياطين باسم يسوع، انتهر الشيطان، انتهر عمل الشيطان باسم يسوع، انتهر اي ابواب خير وبركة تتقفل عن حياتي، يقفلها الشيطان او يقف يعطلها الشيطان عن حياتي. فده معنى ان انا انطح باسم الرب، استخدم اسم الرب لنطح الاعداء. مين هم اعدائنا؟ الشيطان لما بيدخل دماغ الواحد بياخده يخليه يزني، بياخده يخليه يسرق، بياخده يخليه يقتل، اذا بيسوق العربية يخليه يتلهي في التليفون ويعمل حادثة. يعني الشاهد من فبتلاقي الكلام، نفسك الشيطان الشاهد من عايز يوزك الكلام، على الفيلم. اه الشاهد من الكلام، شوف كده انا فهمت صح ولا لا، انكم تعتقدون ان الرب عندكم خروف. انت عارف ان هو خروف بسبع قرون ولا ما تعرفش؟ تمام، ده اه ان في سفر الرب الرؤيا. عندكم خروف، سفر الرؤيا اصحاح خمسة، آه رايته فاذا في وسط العرش خروف قائم كانه مذبوح له سبعه قرون. فالرب عندكم خروف وبسبع قرون وانتم خراف، بس لما بتيجوا تنطحوا بتخلوا الرب بتاعكم هو اللي تنطحوا بالرب بتاعكم، ما بتنطحوش انتوا بقى، ولا انتوا بتنطحوا انتوا كمان؟ باسم الرب، باسم الرب بننطح أعداءنا، يعني أعداءنا هم الشيطان في اه العهد يعني انتوا اللي الغير بتنطحوا ممزور. ولا الرب بينطح مكانكم؟ الرب بتاعكم بينطح مش احنا مكانكم، اللي بننطح، امال مين؟ احنا بننطح باسم الرب، اه فاهمني؟ يوم يوم ربكم ينطح مكانكم، صح كده؟ صح كده، لأن انت هل انت افهم مقتنع، الحتة دي. انت مقتنع باللي انت بتقوله ده يا هاني، ان الرب بتاعكم بينطح وانتوا بتنطحوا والكلام ده كله، انت مقتنع بيه؟ ما انت لازم تفهم الموضوع ومن منظور، ايوه لازم تكمل تفهم الموضوع. كألفاظ، كلنا عارف اللفظه نفسها انكم بتنطحوا بالرب، انا ما اسالش انا على التفسير، ماليش دعوه بالتفسير، انا بتكلم كلفظ كتابي. انت مقتنع بان الرب بتاعك يبقى بخروف وبسبع قرون وبينطح وانتوا خرفان، انت مقتنع باللفظ كده؟ مقتنع بيه جدا، لأن أنت لازم تدرس الرموز بتاعت الخروف، كل قرن يعني إيه الرمز بتاعه، وكل قرن بيتكلم عن إيه، وإيه الرموز ديت. الرب كلمنا الكلام، بأمثال، طب الرب يعني انت كلمنا عندك ثقة، بأمثال. عندك ثقة زي ما بيقولوا في الكتاب، صح كده؟ صح، كلام مظبوط. الكتاب بتاعكم ككتاب مقدس كعهد جديد عندكم بتعتقد ان هو كلمة الرب، صح؟ او موحى به من الله، صح؟ تمام وما فيهوش تمام تناقض، مظبوط ما فيهوش تناقض، صح؟ تمام تمام مظبوط. في سفر يوحنا، انجيل يوحنا اصحاح خمسة العدد 31، عارف النص اللي بيقول هو شهادة الرب عندكم حق ولا باطل؟ الأول شهادة الرب حق طبعا. شهادة الرب حق طبعا، جميل أوي 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 أوي. طيب في إنجيل يوحنا إصحاح خمسة عدد 31 لقيته بيقول عن يسوع عندكم الرب، بيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، يعني شهادة باطل أهو، أمال إزاي أنت بتقول لي شهادته حق؟ تمام، الله ينور عليك، اتفضل. الله ينور عليك في الحتة دي. هو هنا إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، صح كده؟ إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. هنا الرب يسوع بيكلم مين؟ بيكلم رؤساء الكهنة وبيكلم اللي هيصلبوه. ماشي. بيقول لهم أنا انشهدت لنفسي، فأنتوا شهادتي عندك مش هتودي ولا تجيب، فاهمني؟ يعني مثلا زي انت مثلا تقول لي ان انت تروح المحكمة، انت ذمي مثلا، شهادتك ما تسواش عندنا حاجة، حتى لو انت شفت اللي بيقتل القتيل ده خلينا، خلينا دلوقتي، لا وشفت لا لا حتى. خلينا بس في إجابة السؤال، خلي من تمام، ذمي اجبت السؤال. وشهادتي وقتلت القتيل والمحكمة، خليني بص تمام، انت عايز تعرف انا كمحمد نصيف انا بعمل ايه، بعمل حلقات للناس لاظهار عقيدة، يعني بخلي المسيحي نفسه هو اللي يظهر عقيدته للناس، يعني ايه، بعطيك الفرصة انت تظهر العقيدة بتاعتك مش من الاسلام، لا من وجهة حلو نظرك انت حلو. اللي انت مقتنع بيه. طبعا انت مش مقتنع بالاسلام، ولا مقتنع بالاسلام؟ من أي ناحية؟ هل انت مؤمن بان الاسلام دين من الله، ولا مش مؤمن بان، يعني
هل انت مؤمن ان القرآن كلام الله وان النبي محمد رسول من الله ولا لا تؤمن به؟ عادي يعني، امر عادي. يا أنا معاك، أنا أؤمن يعني إن إخوات المسلمين لهم دينهم مش وزي سؤال، الفل مش بمعتقداتهم، سؤالي، وما جاوبتش فاهمني؟ على سؤال. يعني انا هديك الاجابه عشان تتشجع وتقولها. انا اؤمن ان العهد الجديد ده كله ليس كلام الله، وان يسوع ليس الله، وان المعتقد النصراني الان ليس من الله. انت بقى رد على السؤال كده وتشجع. فانت لا تعتقد تمام. اصلا لا ان القران من الله ولا ان الاسلام من الله، فازاي انت هتشرح دينك بفكر المسلمين؟ ده انا عايزك تشرح دينك انت للناس، مش عايزك تشرح صح الاسلام. صح فاهمني؟ اظن صح انت كده وانا فهمتني. ما تدخلتش في خش بقى في سؤالي تاني. الرب، انت قلت ان كده تمام. شهاده يسوع لنفسه صح، حق مش باطل. فانا جبت لك نص بقول لك لا، شهاده يسوع لنفسه باطل في انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 31. جاوب بقى، اتفضل. تمام ازاي زي الفل. انت ازاي شهادته دلوقتي باطل؟ انا بكلمك وهو عارف ان الرب يسوع ان دول مش هيصدقوا في كلامه، يعني انا قلت كده يعني الموضوع ده حصل كذا كذا كذا، بس عارف ان انت مش هتصدق كلامي، فهو بيقول لهم مقدما ان انا ان كنت اشهد لنفسي ايوه فشهادتي ليست حق. نعم ليست حق ازاي؟ يعني انا لو قلت لك يعني حريت يا فجل من هنا لبكره انت مش هتسمع مني ولا هتاخد برايي. فهو بيقول لهم يا رؤساء الكهنه، يا رؤساء اليهود، يا رؤساء يا غير المؤمنين به، المعبد، صح كده؟ غير المؤمنين ورؤساء الكهنه ورؤساء اليهود وكل تمام. اللي اجتمعوا عليه، حتى مين اللي اجتمعوا عليه كمان، حتى اللي عمل معجزات معاه، تمام. يعني الناس يعني كده النص ده بيقول يا غير المؤمنين بيسوع، وبيكلم غير المؤمنين بيقول لهم إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق لكم، صح كده؟ شهادتي ليست حق، يعني انتم مش هتصدقوا. هو بيتكلم في نفس برافو الوقت دوت اللي هي الطغمة اللي واقفة قدامه، برافو. المجموعة اللي واقفة قدامه بتقول له احنا مش هنصدق فيك لان والكلام احنا جميل، مش عايزين. والكلام اللي انت بتقوله ده بينقضه ما في انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 14. اجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق. فازاي يسوع بيقول، خد بالك، دول برضو غير مؤمنين بيه، فيسوع بيقول لناس غير مؤمنين بيه شهادتي لنفسي باطل، ويسوع بيقول لناس غير مؤمنين بيه شهادتي لنفسي حق. اتفضل يا فندم، تمام. اليس هنا هذا بيقول تناقض؟ لهم شهادة حق. لا مش تناقض بقى، ليه؟ فاهمني؟ مش تناقض، لان يعني لان الموقف بتاعه هو واقف قدام رؤساء الكهنه، ورؤساء الكهنه هم عايزين مسيح محارب مقاتل يطلع يقتل الاعداء. فالمسيح دوت مش عاجبهم، احنا مش عاجبنا الراجل دوت، طيب وجاي ينشر السلام وجاي يعمل حاجات حلوه، احنا نرفض. فقال لهم لو انا قلت لكم من هنا لبعد مليون سنة انتوا مش هتقبلوني لان انا شهادتي بالنسبة لكم باطل. هو طيب، بيكلمهم ما هو هنا برضو اهو بقى يعني بيقول لهم انت لسه بتجاوب في النص اللي فات. خلي بالك يا هاني، النص ده بيقول ان ماشي، كنت ما اشهد انا لنفسي هجاوبك فشهادتي حق، هجاوب في نفس الموقف ايوه. هنا ونفس الناس. يتكلم وقال لاني اعلم من اين اتيت، فاهمني؟ هنا بيكلم مجموعة تانية من الناس بيقول لهم ان كنت اشهد لنفسي فشهدت حق، يعني بيأكد لهم ان شهدت حق. لكن لما راح وقف قدام رؤساء الكهنة وكهنة اليهود والتانيين، لان عارف اليهود قصات الاعناق وقصات الرقبة، فقال لهم لو شهدت قلت حريت يا فجل انتم مش هتصدقوني، فكده شهدت مش حق بالنسبة لكم، طيب انا، فاهم انت انت ازاي؟ كده ايه فقال سؤالي لهم بقى؟ ايه؟ ايه سؤالي؟ قال لهم من هنا ورايح ايوه. دلوقتي انا هختار الامم اللي المفروض الامم بالنسبه لكم كلاب وخنازير وكذا وكذا، لان احنا بالنسبه للشعب اليهودي كاي كلاب امه تانية كلاب، بالنسبه لهم كلاب ليس وخنازير، حسنا ان يؤخذ فاهمني؟ خبز البنين فقال لهم ويطرح للكلاب، صح كلامي؟ بس. فبعمل السيد المسيح الوحيد مخلص الشعوب اختار فتح الباب للأمم والشعوب، لما رفضوه
لما رفضوه اللي هم سبط ابراهيم وسبط موسى وسبط داود رفضوه، فقال لهم خلاص انتوا شهادتي بالنسبه لكم مش حق، فقال لهم خلاص انتوا ما تستاهلوش شهادتي. فانا من النهارده انا بفتح الباب لمصر والسوريا وكل الارض والممالك لكل اللي اللي هي لكل اللي تصير كانوا ابناء كلاب في لابراهيم. لكل اللي كانوا كلاب في اعتقادكم ان هم يخشوا، صح؟ ان هم يدخلوا يدخلوا ويصيروا ابناء حظيرة، ورعية، يدخلوا الحظيرة خراف يسوع، صح كده؟ يدخلوا فعلا يدخلوا حظيرة برافو خراف يسوع. عليا. مش بس كده، مش بس كده، ويصيروا ابناء لابراهيم. يعني هو السبط بتاع اسرائيل دوت هو سبط ابراهيم، خد بالك هو بقى يا يعني هاني، هاني ما انت عملت اسرائيل ايه؟ ما اسرائيل خرجت من من السؤال بتاعي خالص، ودخلنا على سبط ابراهيم وخراف يسوع والحظيره وكلاب و و و الان انا سالتك سؤال في الاول خالص، وقلت لك هل شهاده يسوع لنفسه حق ولا باطل؟ فانت قلت لي حق، فانا جبت لك النص الاول ان شهادته لنفسه باطل. خليك بس معايا واحده واحده. فاتفقنا ان معايا. شهاده يسوع لنفسه باطل امام غير المؤمنين به، فلان يسوع برضه بيقول لنفسي، بيقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق برضه لغير المؤمنين بي، فقال فشهادتي ليست حق لغير المؤمنين بي، وقال فشهادتي لنفسي حق لغير المؤمنين بي، فهل شهادته لنفسه حق ولا باطل؟ باختصار. شهادته لنفسه حق، بس طب ما هو بين قال باطل. واحد ماشي قال باطل. صح كلامك، 1000000% صح كلامك، فاهمني؟ بس انا مثلا بكلمك انت وبكلم محمود صاحبك، فقلت له يا محمود، يا محمود كلمة يسوع حق، فجي محمود قال لي اوه ده انا افتكر ان هي فعلا حق، وجيت انت بكلمك قلت بقول لك كلمة يسوع حق، قلت لي لا مش حق، قلت لك وانا غلط، فعلا مش حق، فاهمني؟ كلامك غلط. عارف ليه؟ قول لي ليه؟ اها لان انا ما بكلمكش ليه؟ عن يسوع وهو بيكلم الناس فالناس بيقولوا، لا بقول لك يسوع بيقول عن نفسه شهادتي لنفسي حق وشهادتي لنفسي غير تمام حق، هو اللي بيقول عن نفسه من نفسه ابتداء من تمام نفسه، تمام فاهمني؟ صح طيب كده صح. يعني مش مثلا مشكله، خلينا نخش في الرموز شويه كشرح طب للناس. اسمعني بس، يعني في رد، في رد تاني. طب اتفضل. انت مثلا يعني انا فضلت اقول لك شهادتي حق وشهادتي كذا كذا كذا، وانت فضلت تقول لي لا لا شهادتك مش حق، شهادتك غلط، انت يعني لو قلت كذا كذا وصار يعني خلاص هو جاب اخره، فقال له يا عم خلاص انا شهادتي غلط وخليها عندنا الشهادة الحق لنفسي فقط، انا ما طب دي كده مستمتع مشكلة، بشهادتي. عارف دي مشكلة يا هاني، إن الرب عندكم يغير أحكامه على نفسه ولنفسه بسبب إن الناس رفضته، مش دي مشكلة برضو؟ يعني هو لو انت كان الناس اسمع قبلته حتة، كان قال لهم شهادتي لنفسي حق، لكن لما رفضوه قال لهم خلاص شهادتي لنفسي باطل. فيعني الإله كده طب حط شوف نفسه في موقف كده يعني، ولا إيه؟ لا مش موقف، ما انت تفهم يعني الموقف حصل ازاي والظرف حصل ازاي. انت شديت بينك وبين حد وبيقول له يا عم انا ما عملتش الموقف دوت، وهو مثلا معلش بعد الشر عليك رحت محكمة والقاضي في دماغه ان انت عملت الموضوع دوت. انا يا عمي ما عملتش الموضوع دوت، بس فخلاص انت عملته مش انا بقول يعني لك، عملته ما هو المثال والله اللي انت جبته، فخلاص. انت كده حطتني انا في موقف ضعف، ان انا ضعيف وانا عشان ضعيف ممكن اعمل الحركه دي، لكن هل الرب عندكم كيسوع كان في موقف ضعف عشان يعمل الحركه دي فيغير كلامه مش قدام الناس؟ كده، الناس مثلا مين يا صاحبي؟ زي مثلا فرعون. فرعون لما بعت له موسى وفضل يعمل له المعجزات والآيات والعجائب ويخلي له العصا حنش وكل الآيات والعجائب اللي عملها قدام فرعون موسى، وفرعون تقسى قلبه، يقول الكتاب ان هو تقسى قلبه، لكن لا في حتة تانية لا لا لا، يقولوا اللي قسى قلبه الرب عندكم بحسب الكتاب. صح كده، ما انا جاي لك في الكلام. ماشي، يقول الكتاب وقسى الرب قلب فرعون، برافو عليك، فهمني؟ صح وقسى كده. الرب قلب فرعون، بس
وفي حتة تاني يقول وتقصى قلب فرعون ورفض ان هو يطلع الشعب يعني بكل المعجزات والايات اللي عملها الله. هل الله عايز فرعون قلبه يتقصى وعايز كل الجيش دوت يهلك؟ لا مش عايز. فاهمني؟ قال لك لست اطلب ان الناس يهلكون بل الى معرفة الحق يقبلون. ما معروف ان الهلاك ابدي والهلاك وحش وموت كل الجيش دوت بالالاف والملايين بتاعت فرعون كان اقوى جيش في الارض في الوقت دوت، فلكن تمام. فرعون تقصى لحظة قلبه. لحظة يا فقال هاني لك الإخوة الكرام، الله يرضى عليكم، يا ريت يا جماعة معلش خلوا التعليقات، طالما الراجل محترم خلوا التعليقات، التعليقات ما فيهاش أي زي إهانة أو استهزاء بأي معتقد، الله يرضى عليكم خلاص، يعني طالما الراجل محترم فبلاش إحنا نحط تعليقات مش إيه تجرح يعني، فاهمين، الله يبارك فيكم، اتفضل كمل يا هاني. مش بقرا التعليقات على فكرة، إيه؟ مشكلة بس مش بقرا التعليقات فمش اي تم، مشكلة. احسنت احسنت، انت ما بتقراش بس مش ليك انت، ليا انا ما اقبلش يعني. كمل. دي طبعا الإهانة مش كويسة لأي حد يعني، تمام. حتى لو حد بوذي لو حد بيعبد الحجر يعني. طيب، في من ضمن الحاجات اللي عندنا فيها بس سؤال يا هاني، في مسألة الرموز، عشان انت جبت سيرة الرموز، تمام مسألة الرموز تمام في نص في إنجيل متى إصحاح 19 عدد 12 بيقول لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. هل الرب عندكم، هل الرب يسوع عندكم أمركم باختصاء أنفسكم وأنكم تكونوا مخصيين؟ تفضل. هو هنا تعبير يعني مجازي برضو، بيتكلم عن ان انت يعني لو عايز او تقدر ان انت ما تتجوزش، هي الخصية معناها الخصوبة، فانت او التزاوج او مثلا ان انت يكون يعني عندك منع، اولاد يعني ويوصل. الراهبات كده مخصيات صح كده، ما بيتجوزوش. مش مخصيات ما بقول لك المعاني روحية وليست يعني. معنى كلمة خصيان في النص ده يعني غير متجوزين ولا مقطوع أعضائهم الذكورية لا والنسوية؟ غير متجوزين يعني مات انت خلاص، بلاش البنات بلاش النساء، ما هو اظن عندكم لازم يبقى بابا الكنيسه لازم يكون راهب، يعني شنودة، الانبا شنودة كان راهب صح، صح كده الانبا تمام توادرس كان راهب صح. صح كده على ما طيب افتكر يعني. الاثنين دول، الاثنين دول ما كانوش متجوزين يعني مخصيين باعتراف يسوع او بكلام يسوع، مخصيين مخصيين بالمعنى ان انت ليس لك علاقة نسائية، يعني كده مالكش شنودة، علاقة نسائية. الأنبا شنودة والأنبا توادرس الاثنين بكلام يسوع مخصيين، ما عملهمش علاقة زواجية صح كده؟ ما لهمش علاقة نسائية. سماهم، سماهم الكتاب مخصيين صح كده؟ طب ما كان قال كلمة لفظة غير مخصيين دي يا هاني ولا ايه؟ لأن كلمة مخص دي حتى يعني ايه؟ يعني تخيل انت لما تحب تشتم واحد مثلا او عايز تهين واحد تقول له يلا يا مخصي مثلا، صح ولا انا غلطان؟ أنا مش شايف فيها حاجة بصراحة، مش شايف يعني فيها عادي حاجة، لأن عندكم انت كمسيحي شايف ان بكلام يسوع الانبا شنودة والانبا تواضروس والانبا كرولوس وكل هؤلاء والرهبان مخصيين صح كده؟ عادي مخصيين يعني كلمة أعزب، أعزب مش متجوز، مالكش علاقة بالعالم. ما نعم يعني مخصي. يعني مقصد ديت بتيجي في معنى إيه؟ إن أنت واخد جنب عن الأمور الدنيوية وماسك في الأمور السماوية، فاهمني؟ طب ما واللي بيعمل يعني كده انت عامل الحركه دي ولا ما قدرتش؟ ما هو اصل يسوع بيقول ايه، من استطاع ان يقبل فليقبل، فيسوع بيقول لكم من اللي يقدر استطاع. يعني يبقى مخصي، يبقى مخصي، فهل انت قدرت انت كمخصي؟ مخصي تعبير مجازي يعني بتعبير قوي، إن أنت انقطاع عن الأمور العالمية. مع الأمور العالمية يعني أنت بتحب كل حاجة في العالم وبتحب وعايز تتجوز وعايز كذا. ما قالش الكتاب إن ده غلط، تتجوز وتمام وعيش حياتك العادية، نعم بس أنا دلوقتي
يعني في تعبيرها القوي الكلمة إن ايوه أنا هقطع نفسي عن الموضوع دوت، بس تعبدا وحبا في الله، إن أنا بس أخد جنب وأخد حتة يعني ربع متر في ربع متر، وعايز بس أتعبد لله حبا في الله، إن أنا ده أصير المقصد، كده بعيد عن العلم. ده المقصد ده عندكم. المقصد. تمام زي ما فيش الفل. مشكلة. انت وراك حاجة؟ لا 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 طيب، رئيس الحياة في معتقدكم المسيحي، رئيس الحياة أليس هو الله خالق السماوات والأرض؟ تمام زي الفل. رب المجد أليس هو الله خالق السماوات والأرض؟ صح كده تمام زي طيب، الفل. في عندك، أنت قلت لي واتفقنا قدام الناس كلها أهو إن رئيس الحياة ورب المجد الاثنين يقصد بهم الله خالق السماوات والأرض، الإله، اللاهوت، صح؟ تمام زي الفل. تمام جميل قوي. في عندك في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 العدد 15 بيقول لك ورئيس الحياة قتلتموه، فهل يقتل الإله خالق السماوات والأرض عندكم؟ مين اللي قدر يقتل الإله خالق السماوات والأرض عندكم؟ اتفضل. تمام زي الفل. ما احنا هنا اتكلمنا، ابتدت بحتة مين؟ بحتة بطرس، بطرس الرسول لما قال له حاشاك يا رب ان تقتل، قال له اسحب عني يا شيطان، اسحب عني بعيدا، وانتهره جامد، لان بدون الصليب وبدون سفك دم ركز لا في السؤال، يوجد غفران انا ايه انا سؤالي؟ طب ما هديلك انا ايه سؤالي يا هاني؟ ما هديت الإجابة، أن الله يموت. فهمني إزاي الله يموت اي وكيف الله يموت؟ ما أنا يعني صعيدي بس مش لافت عمة أن أنا اي يعني أقبل أن الله يموت. فهمني اه بس هنا من بداية الخليقة والله اختياره أن لن يحصل مغفرة بدون سفك دم. إلا لما فهمني يموت. يعني الإله عندكم من اختياره إن مش هتحصل مغفرة إلا لما يموت هو، يعني صح كده؟ بدون سفك دم، لأن الله عادل. الله عادل. فاهمني؟ الله عادل، وحكم الخطية هو موت. إن فأمات أنت نفسه، قتل نفسه حتى يغفر لكم خطاياكم وياخدكم معاه في الجنة فوق، صح كده؟ ما هو الحتة بقى عدل الله، أيوه. إن كل البشر أخطأوا، كل البشر أخطأوا، فالعدل الله إن الكل يهلك. طيب، لا محالة. بالمناسبة دي انت قلت كده عدل الله ان كل البشر اخطأوا وان كلهم يهلك. في عندنا طفل مولود، لسه مولود ابن النهاردة وما عملش ولا خطية، ده برضو خاطف معتقدكم في عدل الرب عندكم؟ بالخطية ولدتني أمي، فأنت الخطية ديت بتنزل في الطفل. فاهمني؟ يعني طبيعة يعني وجينات. خاطي. ما انت ما ردتش على سؤالي، ما الطفل انت سمعت صح سؤالي؟ خاطي، الطفل خاطي. خاطي. ثواني كده، ثواني ما نبين بس للمسلمين، يعني يا جماعه مسلمين دلوقتي، الطفل اللي هو ابن النهارده لسه مولود النهارده، في عقيده الاستاذ وفي عقيده على فكره المسيحيين يعني كلهم كده، ان هو بيتولد صح اصلا خاطي مستحق للموت، فلا بد ان صح يجي إله يتجسد حتى ينوب عن البشرية فيموت، حتى ينوب عن موتهم فتترفع ذنوبهم أو يترفعوا هم ويبقوا معاه في الدرجة الأخرى في النهاية، يعني صح ولا أنا غلطان؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء برافو الله عليا، عليك برافو عليا. لا يا لا، أنا برافو بقول عليك لك برافو عليا. ما شاء الله عليك هيجي منك هيجي هيجي. فالحكاية إن الإنسان، كل البشر خدوا الطبيعة الخاطئة، وصار حكم الله إن اذهب يا آدم أنت ونسلك، خلاص بقت الطبيعة تحت الخطية، لأن الإنسان جزء متجزئ من أبوه وأمه وطبيعة واحدة، فكلنا كطبيعة بشرية طب انت أخذنا عدل، مش حكم شايف ان ده العدل. ظلم؟
مش شايف ان ده ظلم يا هاني؟ ان دلوقتي انا بقول لك اهو طفل لسه ابن يوم، لسه الواد نزل ام في عقيدة الرب عندك وفي حكمه هذا الولد خاطئ يستحق الموت، يستحق الصلب كمان. شايف ان ده عدل ولا ظلم ده هاني؟ هو هنا بيتكلم عن الموت الأبدي، الموت الأبدي، لأن الطبيعة بتاعته ما قالش إن أنا همسكه أقتله ولا أبعت ملاك يذبحه وهو طفل، لكن هنا أبدي الموت الأبدي هو الانفصال عن الله، لأن هو اتولد بطبيعة أبوه، فكل فكر أبوه فكر والدته، الفكر اللي هو ده بتنزل فيه. لكن الرب يسوع لما جه يا آدم الثاني، ما هو عندنا لو قال الكتاب في آدم الأول إن آدم الأول أنزلنا بالطبيعة الفاسدة، آدم الثاني اللي هو يسوع جاء لكي يبدل الطبيعة الفاسدة بالطبيعة الإلهية، الطبيعة النقية المخلصة من الهلاك الأبدي. فقلنا ازاي يا رب ان احنا نقبل الطبيعة الابدية المخلصة من الهلاك الابدي؟ كل الذين اعطوني سلطان ان املك عليهم واعطوني سلطان ان انا اعطيهم عطية الروح القدس، عطية يصيروا أبناء النعمة الله، في داخلهم يصيروا أبناء الله. فيصيروا ابناء الله. طيب أنا بس دلوقتي عايز فتصير الكلام اللي أنت الطبيعة قلته ده مش مخالف للكتاب يا هاني؟ مش في اللي عندنا الآن مخالفة الآن لسفر حزقيال 18 20 لما قال النفس التي تخطئ هي تموت؟ قال إيه؟ بص الابن اللي هو أنا أو الطفل الجنين النونو لا يحمل من إثم الأب اللي هو آدم، والأب آدم لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. مش شايف إن الكلام ده بيخالف سفر حزقيال 18 عدد 20 لما قال الابن اللي هو نفس انت التي وانا تخطئ. وكل البشرية لا يحمل من اسم آدم؟ ايه رأيك؟ من اسم الاب، من اسم الاب، مش نسل ايوه، ادم. ما هو الاب آدم، الاب آدم، اب كل البشرية آدم، فالابن اللي هم احنا انا وانت بحسب سفر حزقيال 18 20. على فكره الاصحاح ده كله بيدمر حاجه اسمها حمل الخطيه، ولا خطيه اصليه ولا متوارثه ولا الكلام ده كله اصلا. السفر ده كله اكتبه عندك كده حزقيال 18، حاول تقراه كده بتفهم. الاب الابن اللي هم احنا لا يحمل من اسم الاب اللي هو ادم، فالكلام اللي انت بتقوله بيخالفه هذا النص. نعمل ايه الان؟ النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر. تمام كده زي الفل. هنا بيتكلم على الطبيعة الجديدة، خلاص بقى لا انت يا فندم، طبيعة اخترت. جديدة ايه ده؟ حزقيال قبل تجسد يسوع والصلب، انت ما تركز معايا يا هاني. طبيعة مركز جديدة دي معاك، مركز. حصلت بعد الصلب ولا انا غلطان؟ ما هي بروح النبوة هنا بيكلمك في حتة، بيكلمك في حتة إن بر البار على راسه يكون، وكل واحد بيحمل اسم نفسه. فاهمني؟ ما في حتة تاني قال لك لا لا يعني هاني، هاني انت مقتنع باللي بتقوله؟ انت قلت كلام الان وانا ظني في قرارة نفسي ان انت مش مقتنع بيه، ان سفر حزقيال ما بيتكلمش على بعض الصلب، سفر حزقيال بيتكلم في وقته، في وقته هو. تمام يبقى انت ما الوقت، تقوليش بقى بس بعد النعمة، ده بعد النعمة ده بعد الصلب. الكلام ليه حاجة اسمها روح النبوة. روح النبوة إن كلام الله ما يبطلش ولا بعد ملايين السنين، يعني مش كلام الله مثلا في وقت معين وخلاص، كلام الله مستمر إلى أبد الآبدين. فاهمني؟ فهنا بروح النبوة بيتكلم إن كل اللي هيتبرر هيصير البر على نفسه. طب ما كانوا بيذبحوا الذبايح، ككل ابن عايز يكفر عن خطيته بيكفر عن خطيته، الغني يجيب عجل خليك في النص يذبحه. بتاعي، خليك في النص بتاعي عشان ما نخرجش عنه. ما انا معاك في النص بتاعك. دلوقتي انا كابن مش عايز اعيش في خطيه ابويا، فانا رحت كان الوقت دوت وقت الهيكل، وكان تقدمة الكاهن الذبائح،
تقدمة بس الذبائح، النص فالكاهن هنا، ما بيجي هو النص هنا ما اتكلمش على الذبائح يا هاني اهو. هو فين ذكر النص قال لك الابن لا يحمل من اثم الاب؟ فين قال لك ان لازم؟ اصل يا جماعه هو بيتكلم على عقيده اليهود، ان واحد عايز يتغفر له ذنوبه بيروح يجيب كبش يروح يقدمه للكاهن، والكاهن يقدمه ذبيحه خطيه او كفاره ويذبحه ويحطه على الهيكل، صح اللي انا بقوله يا هاني؟ فبعد كده الرب يغفر له بالذبحه او بالتقدمه اللي قدمها. النص ما فيهوش الكلام ده يا هاني، النص فيه بيقول لك الابن لا يحمل من اثم الاب اللي هو ادم، ما فيش تقدمه الان، ما ذكرش ذبح ولا تقدمه ولا غيره. التقدمة موجودة ومعروفة في العهد القديم، انا معروفة. عارف فأنت بس النص ده ما ذكرش بيقول اللي لك انت أنت بتقوله، النص ده ما عام. ذكرش اللي أنا بيقوله، ما ذكرش اللي أنا بيقوله، بس الشريعة مطبوعة على أنفسهم، لأن في العهد القديم يقول لك ضعها بين عينيك، يعني اعمل الآيات واكتبها على راسك كده واربطها، ضعها على حوائط بيتك، ضعها على بوابة بيتك. فمعروف عندهم إن فكر الذبيحة دوت بدون سفك دم لا يحصل غفران، وبدون ذبيحة لا يحصل وانا ما غفران، عنديش مشكلة، فهو معروف وانا ما معروف بتكلمش في معروف النقطة دي خالص، انا بتكلم تمام. الطفل الجنين النونو اللي لسه مولود ابن النهاردة يتولد ازاي يتقال عليه خاطئ وحامل لخطية؟ انت الكلام اللي انت قلته كله ده بتقوله والذبيحة، ويعني هي الواد لو كان ذبح ذبيحة وهو طفل صغير حتى في عقيدة اليهود كان بيتولد بخطية متوارثة عبر الأجيال؟ طبعا جاوبني. بيتولد، لأن البشرية كلها صارت مطرودة من الجنة، كل البشرية، وقال له اذهب يا آدم، وابتدوا يعيشوا حياتهم ويخلفوا كده، فصار الكل تحت لعنة آدم ونسله، يعني كل تحت الأطفال، اللعنة كل الأطفال مولودين خطاة، مولودين كل بالخطية، خاطئين يستحقوا الموت والعقوبة، صح كده؟ يستحق الموت الروحي، الموت الروحي، ان انت ك ك ك ك كجواك الطبيعه الفاسده هتجيب ابنك هيصير فيه الطبيعه الفاسده، فاهمني؟ هيصير فيه الطبيعه الفاسده، هيكبر هيمشي نفس طباع ابوه، ابن يوم، فاهمني؟ ابن يوم قبل الصلب عندكم، احنا بنتكلم قبل الصلب اهو، او بلاش قبل الان، الان ابن يوم لسه مولود النهارده مات بدون عماد وبدون معمودية وبدون كل الكلام ده كله، مات في يخش النار بحورة النار والكبريت ولا يخش النعيم؟ أنا مش هعرف أرد عليك في السؤال ده كويس، بس كفهمي أنا، يعني كفهمي أنا، إذا أهله يعني مش ما واخدين تلجلجش الطبيعة وقول، الجديدة، ما تلجلجش لا وقول، أنا قول. أنا اللي بعرفه برد عليك، مش موضوع ما لجلكش، مش كلنا علماء يعني إن ماشي، إحنا، لا قول وأنا قول مش قول راجل قول عالم. كفهمك للكتاب. انت بتعتقد ان بقول انت كفهم للكتاب، يا انت تناولت ولا ما تتناولش؟ بقول لا بتناول يعني، بس طيب يعني كل فين بتتناول، وفين. اذا لما بتتناول بيحل فيك الروح القدس، صح؟ وروح الله الساكن فيكم كما قال لا بولس، لا، صح؟ الروح القدس دوت بتاخده في المقابلة الشخصية بينك وبين الرب كشخص. مثلا يعني أنا اتولدت مسيحي من أب وأم مسيحيين، لكن ما كانش طيب ليا حاجة اسمها علاقة شخصية بيني باستعانة وبين الروح الرب القدس، يسوع. باستعانة الروح القدس عندك وفي معتقدك، رد على السؤال. طفل الآن ابن يوم تمام. اتولد من هنا لم يتعمد ولا تعمد ولا حاجة خالص، وهوب أم ميت الولد ده، ما هو ميت. خد بالك انت لو قلت كلام اوعى تنقض الكلام اللي انت قلته، ان الولد مولود بخطيته وانه لو مات بخطيته يروح فين؟ صح، كلامك صح، كلامك رد بقى صح، على السؤال. كلامك صح. بس افتكر يعني في اعتقادي ان ممكن يعني الموضوع دوت يعني حساس شوية، لكن في اعتقادي ان اذا كان اسرته وابوه ووالدته ما خدوش الطبيعة الجديدة فبيجلبوا اللعنة على اولادهم، فاهمني؟ تمام. فالواد فده ابن اعتقادي يوم اللي الشخصي. لسه ميت، اللي لسه مولود ده ومات، بيروح بحورة النار والكبريت، صح؟ أفتكر كده بسبب لعنة بذنب مين؟ أهله عليه.
لا لا، بذنب مين الأول؟ بذنب آدم صح؟ بذنب آدم الأول. أنت شايف إن ده عدل يا هاني؟ هل شايف إن ده نوع من أنواع العدل؟ عدل؟ كطفل صغير يعني ما اعتبرش ما عملش حاجة عدل، أصلاً. لكن طفل صغير ما عملش حاجة. يا ما عملش حاجة أصلا، لكن يعتبر الذنب ذنب أسرته، ذنب أسرته إن ذنب هي أبوه. ما ذنب أبوه أو أسرته إن هم طيب. ما فتشوش كويس وأخدوا الطبيعة طب الجديدة، أنت طبيعة يا هاني، الخلاص. أنت يا هاني، هنعتبر طبعًا الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم، مجد الله ليس من يعمل صلاحًا ليس ولا واحد، كلامي صح؟ ده كلام الكتاب المقدس، صح؟ كلام مظبوط طب صح. أنت دلوقتي افترضنا يا هاني أنت والدك، خلاص؟ والدك ما كانش، أو بلاش أنت، بلاش أنت، بلاش عشان ما أقولش شخصنة وبتاع، لا. شخص أبوه تاجر مخدرات، أبوه تاجر مخدرات ومغتصب وزاني وبلطجي وتاجر سلاح وبيشم بيشم بانجو، بيشم بودرة. في وسط شم بعيد السطلة، بعيد. في أحد السطلات، لقى واحدة ماشية، قام اغتصبها، اغتصب الواحدة الماشية، تمام. حبلت منه في الحرام، اتولد ولد، هذا الولد بعد ما اتولد مباشرة مات، مات الولد ده في كلامك تمام. انت هيروح بحورة النار والكبريت. ايه ذنب الولد؟ ما هو ابوه خاطي اصلا، ايه ذنب الولد؟ نعاقب الولد بذنب ابوه ينفع؟ هو في حتة تانية يعني روحية، إن الرب يسوع لما صلب على الصليب الثلاث أيام اللي كانوا المفروض يعني موت جسدي، قال لك في الثلاث أيام دول ذهب بروحه إلى للجحيم، الهاوية، مكان سكنة، للجحيم. ايوه الهوية ديت يعني ايوه الجحيم افتحي ايتها ديت الهاويه ابوابك الخلفيه فيدخل ملك الملوك. المهم الهوية ديت يعني مكان أبونا يعقوب لما قال له أنا كنت يا ابني أموت لما شاف القميص بتاعه وأذهب بروحي إلى الهوية. الهوية ديت تعتبر مكان الانتظار، يعني لا بين فوق ولا الجنه تحت، والنار. يا بين الجنة والنار. فبيقول لهم يعني إن هو نزل إلى أقسام الأرض السفلى، إلى مكان الهوية دوت، مكان انتظار الأرواح، وبشر الأرواح، لف عليهم إن الفداء أعد وقد تم الفداء، وسألهم هل تقبلوا وطلع الأبرار. الفداء. ففي اللي جيب له ما عرفش بقى، يعني هم طلعوا لسه ما طلعوش، في حاجة اسمها الانتظار لرجوع المسيح على السحاب ليخطف كل الأرواح الأبرار ويرسل الأرواح ايه اللي انت قلته ده الشريرة كله يا إلى هاني؟ ايه علاقته بسؤالي؟ انا ايه كان سؤالي يا هاني؟ تمام. أنا ده لي علاقة بسؤالك، خش يعني هات أنا ما العلاقة، خدتكش هات بقى وديتك العلاقة. السحاب ووديتك تحت وفوق، ما عملتش كده أنا. الموضوع إن في حاجة روحية، إن قد يكون للأطفال ديت اللي بتموت صغيرة قد يكون لهم رجاء إن الله يرسل ليهم تبشير لأرواحهم، يرسل ليهم في عندك نص بكده؟ مبشر، يرسل في نص بكده؟ ما خدش البالي، طيب لكن مش مشكلة، مش مشكلة. النص اللي هو يعني النص اللي هو فكري إن هو الله في عدله ما تركش الأرواح اللي هي ماتت، يعني الناس اللي ماتت من آلاف السنين ومن أيام هرقليز وزفس ومن أيام الناس كلها ديت، إن الله ذهب وبشر ليها في مكان الهوية، ومن أيام وكل الناس ديت واللي كانت متوحشة وبياكلوا طيب لحوم انت البشر، بتعتقد يا هاني ان فصار الله بعدله إنه هو يسأل. عشان يحصل الخلاص لازم يقبلوا ذبيحة المسيح صح على الصليب صح؟ يا مش اعتقاد، هو يعني ده مال إيمان، كل المسيحيين إيمان. ان لا، لن يحصل خلاص لاحد الا اذا قبل المسيح مصلوبا مقتولا، صح وبشروا به كمان كده صح ولا انا غلطان؟ صح عندكم صلاة مظبوط صح بتقول إيمان، كمل بقول لك ورايا، إيمان. في صلاة عندكم في يا المسيحية بتقول آمين 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 بموتك كمل.
بموتك يا رب نبشر برافو وبقيامتك من الأموات. برافو، عندهم صلاة أصلا في الكنيسة بتقول كده، آمين 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 بموتك يا رب يا رب، بتقولوا كده بموتك يا رب تبشرون. فلن يقبل أحد هذا الإيمان، أو لن يقبل حد الخلاص أو يخلص إلا إذا آمن بالرب عنده ميتا، صح، قائما من بين الأموات، صح. صح كده، طب صح ايه رايك في كلامك نص مظبوط. الانجيل لوقا اصحاح 19 عدد 9 بيخالف الكلام اللي انت بتقوله، بيقول ان في خلاص بدون الايمان بصلب يسوع وقيامته والكلام ده كله. هتلاقيه في انجيل لوقا 19 عدد 9 بيقول قال يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، الكلام ده قبل الصلب والفداء وقبل كل الكلام ده. تمام، لأن الرب يسوع كان موجود بذاته وكان بيبشر، بشر فالأسرة وقلت ديت آمنت بيه كمخلص. هو صحيح الرب يسوع كان بيعلن ذاته كمخلص، فاهمني؟ طيب، فهو اليوم حصل خلاص بدون ما يأمنوا بصلب يسوع وقيامته من الموت، ولا بموتك يا رب ما نبشر ولا الكلام ده كله. هو المطلوب هنا الإيمان بشخص المسيح، الإيمان بشخص إن الله ظهر في الجسد، الله بعظمته بقدرته ظهر في الجسد. طيب ما هو الآن حصل لهم خلاص، حصل خلاص بإيمانهم، فلا يحتاج تجسد تمام، الرب عندكم والموت، ما يحتاجش إنه يموت الرب عندكم، هو حصل خلاص أهو بدون ما يموت الرب بتاعكم. الرب يكون عطاهم اكسبشن يا رجل، آه يكون يعني عطاهم الرب استثناء. عطاهم اكسبشن. آه عطاهم استثناء يا يا جماعة، اكسبشن دي يعني استثنى الناس دول، قال دول حصل لهم خلاص قبل ما يموت الإله. طب يا فندم لما عمل لهم حصل لهم خلاص، ليه ما يسدش هذا الأمر لكل البشرية، إنه يغفر للبشرية بالإيمان بيسوع دون أن يموت الرب ودون التجسد أصلا، يعمل اكسبشن لكل البشر. عشان هي ديت إرادة الله، إرادة الله إن هو يعمل كده. طب ايه رايك أنت ممكن هنقض لك، تسأله هو، هنقض لك ممكن الاساس من تسأله هو الاول، بس. ايه الدليل ان ده اكسبشن، ايه الدليل ان ده زي اختصار لناس معينه، ايه الدليل، الدليل الكلمة، كلمه لأن ايه، الكلمة طلعت من كلمة طالعة من فم الله. ايه الدليل، ايه مش فاهمني؟ فاهم، ايه فهمني اكتر، الدليل الكلمة نفسها. أنت ايه مثلا راجل مدير شركة، آه. وعندك اللي بيغلط عندك في الشركة، بتقول له في الخطوات هتتعملها كذا كذا كذا، عشان في جزاءات وفي كذا كذا لازم تعدي عليها، بس عشان تتعدي مرحلة الغلط بتاعتك دي. بس انت كمدير شركة، يا جماعة طب الراجل دوت عملنا له اكسبشن، خلاص انت مغفورة لك خطاياك، انت عديت الموضوع ده. فالاكسبشن اسأل هي الكلمة. يعني، هي تقصد ان النص ده عمل لهم استثناء عن باقي البشرية، صح؟ يا ممكن يكون عمل لهم استثناء عن باقي طب البشرية، خد السؤال ان الجميل انت الحلو ده، هل قدر يعمل الاستثناء ده لمريم العذراء؟ هل استثنى العذراء؟ انت عندك العذراء كانت حاملة للخطية ولا لا؟ طبعا بالخطية ولدتها أمها. يا طيب يعني عندك السيدة العذراء اتولدت بالخطية خاطية، وحملت في أحشائها خالق السماوات والأرض اللي مش خاطي، صح؟ تمام، سيبك من الآن إن الفكرة نفسها ما تنفعش، يعني ممكن أجي لك عليها حالا، بس تعال لي في النقطة دي، لماذا ربكم بما إنه عمل استثناء للبيت ده وحصل خلاصة البيت، انه ما خلصش امه، ليه الرب عندكم ما خلصش امه من الخطية كاستثناء برضو؟ هي الست العذراء يعني معروفة ان هي يعني كان عندهم تقويم في اليهودية ان يعني يودوا اطفالهم البنات ك يعني متعبدات في الهيكل من سن صغيرة، ويصيروا ابرار لله ومتعبدين ومتطلبين الله. خالصات، هل كانت العذراء مخلصة ولا كانت بالخطية حتى ماتت؟
ما اعرفش هل يعني تقريبا العذراء كانت بتقدم ذبايح، لان هي كانت موجوده في الهيكل، لكن يعني هل طول الوقت كفرت خطيتها الأصلية قبل موت يسوع على الصليب؟ نعم لا. اكيد كفرت، لان هي قدمت كانت بتقدم ذبائح في لا الهيكل. لا 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 يا احنا هان، أنا بنقول بخالفك جدا في النقطة دي. يعني أنت عايز تقول إن العذراء ما كانتش حاملة للخطية قبل موت يسوع على الصليب؟ دي مشكلة. أنت إيه اللي أنت قلته؟ روح راجع القصة عندك يا هاني، راجع القساوسة بتاعتك، هيخالفوا اللي أنت بتقوله. إلا إذا كنت أنت ما أعرفش لا ما أعرفش الكاثوليك هم اللي بيقولوا إنها مكفر خطيتها أم لا. لا 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 يا هاني، لا ممكن تكون حاملة للخطية، بس أقول لك على حاجة، يعني بدون تقويم الله وطلب الله من البنت، وفي عهد موسى وتشريعات موسى والكلام اللي كلم بها الله موسى، إن كل اللي يقدم ذبيحة عن نفسه يبرر، فكان في تبرير لكده، وانا موافق معاك. فالتبرير ايه رأيك بالبر بالايمان يبررون تقبل، وبالتوبة يبررون تقبل، بالتوبة فقط؟ ايوه طبعا. طيب يعني انا كمحمد نصيف، انا كمحمد، بالتوبة فقط فقط بالتوبة والعمل الصالح يقبل بري وتكفيري لخطية آدم دون إيماني بصلب يسوع أو تجسد الإله؟ ينفع؟ أكفر؟ التوبة إلى الله، بس لازم باسم المسيح. لا، مش هآمن ولا باسمه، باسمه كإله متجسد، ولا ماشي، بموته وقيامته ما يكفر تأمنش. خطيتي؟ تكفر خطيتي؟ كتوبة لله. بالتوبة لله فقط دون الإيمان بيسوع إله متجسد. هآمن بيسوع إنه نبي وإنه رسول وإنه رجل صالح وكل حاجة، لكن مش هآمن إن يسوع صلب وتجسد وتعرى ومات وقبر. هي الحتة يعني اللي أنا فاهمها واضحة قدامي جدا، إن هو الوحيد الذي يمتلك مفتاح الحياة، فاهمني؟ يعني هو الباب الوحيد انا لمفتاح ما الحياة. بسالش عن مفتاح الحياه ولا مفتاح الحياه ده بتاع الفراعنه، انا ما ماشي يا بسالش صاحبي، عنه. ماشي تمام. ما انت انت بتلف تفهم وتدور الحتة. معايا يا هاني. لا بلف ولا بدور. الحكايه ان هو اللي معاه مفتاح الحياه، وقال عن نفسه: انا هو الباب والحق والحياه، وليس احد يدخل الا بي، يعني ما حدش هيخش غير بي، يعني كده فاهمني؟ يعني ما حد يبقى كده الكلام بتاعك مش صحيح، انهم بالتوبة يبررون. لا مش صحيح، لن يبرروا بالتوبة، لن انا ما يبرروا قلتش كده ان ما قلتش كده ان التوبه بس كفايه. طب بالذبيحة ايه رأيك؟ اذبح للرب، اجيب ذبائح كتيرة انا حتى كمسلم، واذبح للرب بدون ما امن بلاهوت يسوع عندكم ولا بصلبه وفداءه ولا بتجسد الاله في انسان، كده يكفر ده الباب خطاياي؟ دوت، باب الذبيحة والخرفان والعجول والحمام واليمام، كل دوت اتقفل، فاهمني؟ اتقفل بصلب الرب بتاعكم صح؟ That's it. صح كده. طب وبعدين؟ الباب كله. وبعدين يعني؟ طب ما الكلام اللي انت قلته وبعدين هاني خلاص ما فيش غير باب يبقى واحد، باب لا، يبقى واحد انت الكلام بالخلاص. اللي انت قلته في تبرير العذراء وانها بالتوبه وبالذبائح تبرر، خلاص مش هينفعنا. مش مشكلة. أنا ساعة ما ما احنا كان سألتك في خلاص، الأول خالص كان في العهد وقلت لك القديم يا صاحبي، كان في أنا العهد ساعة ما قلت القديم، لك، لكن بعد تجسد لكن احنا المسيح ما دخلنا في ينفعش، العهد الجديد ما ينفعش نرجع للعهد. بعد ده تجسد، معتقدهم، ده بعد معتقدهم. تجسد وصلب المسيح. في واحد اسمه إبراهيم سيساوي، يا إبراهيم، إبراهيم شكله مسيحي، مسيحي. إبراهيم إيه رأيك تطلع تتكلم أنت؟ إبراهيم بيقول لك طلع حد يا إبراهيم ده بيتكلم أشياء أنت مش هتعرف تقولها، مش عايز أقول لك ولا أنت ولا قساوستك. الله إبراهيم يبارك حاطط فيك صورة يا أخويا أظن أحمد. أبوهم فلتأوس، مش عارف ده أبوكم فلتأوس ده ولا مين. بصوا إبراهيم بيعلق على التعليقات بيقول لك ألهات حد يعرف يتكلم عدل. مش عارف ده أظن صورة فلتأوس دي هاني ولا مين،
سورة فلتاوس دي ولا مين؟ فين؟ انا اهو مش ده، شايف ابراهيم. فين ابراهيم؟ اهو ابراهيم ياه. السيساوي ده، دي سورة اظن فلتاوس، وحاطط سورة العذراء اهو. يا ابراهيم بيقول كلام، لا هاني ده لا بيقول لا لا كلام اعلم من قساوستك، بيذكر الله يبارك اشياء فيك، الله يحفظك. اعلم من ابائك. لو انت عندك القدرة والعلم يا ابراهيم اتفضل قول لي، ابعت لك انت لا مباشرة سيبك تطلع انت تتكلم، يا تروح تجيب قساوستك يجوا يتكلموا من الاخر. لا، بس إبراهيم لو مسيحي وعارف الكتاب المقدس مش هيقول ان انا مش عارف، صحيح، يعني لان برافو انا عليك، لو لا مسيحي مش هقول الكلام ده بس ابدا. يا المهم يعني اذا هو نرجع، انا سألتك سؤال في الاول، قلت لك رئيس الحياة، قلت لي ده الله، قلت لك رب المجد، قلت لي ده الله. حصل حصل، صح، في عندنا كلام نصين. جميل. طيب فلت ابراهيم السيساوي اهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك من غير غلط. ساعة ما تلاقي نفسك قادر على الرد يا ابراهيم وقادر على الحوار، اكتب لي نستأذن من اخوك في المعمودية هاني، تطلع ترد مكانه. ساعة ما تلاقي نفسك قد الحوار او قدر ان انت تقدر ترد وتناقش عقيدتك امام المسلمين، ويسوع بيقول اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، انا امام الناس ما بعمل غير قدام هاني اهو. هاني انا سألتك سؤال اسأت فيه يا هاني، ولا كله بنسمع بس لا عقيدتك؟ طبعا، لا بصراحة اسم الصليب عليك يعني اسم مية الصليب مية. عليا ليه بس كده؟ ما تخليها اسم الله كفايه. اسم الله يكفي. يا مش بحسد، مش اسم الله بحسدك، مش يكفي، ده بحسدك. الصليب. ما احنا كنا حلوين. عندنا اسم الله عندنا اسم المستعان. الصليب بركة، يعني طيب مش لعنة عندنا يعني. ماشي، تعالى يا هاني في حتة الصليب، لعنة والله بركة، ما بلاش يا هاني. الصليب لعنة أم بركة يا هاني؟ الصليب يعني كان يرمز للعنة، لأن كل من علق على صليب فهو ملعون، فهمني؟ كل من علق على خشبة فهو ملعون، كل من لأن علق كل على اللي فهو ملعون. الكلام ده هتلاقيه فين؟ فهو ملعون سفر ملعون التثنية، صح؟ سفر التثنية. الله ينور عليك، لما قال الله لما ينور قال عليك. كويس، ملعون كل من علق على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك، صح؟ تمام. تمام. يبقى لأن عندنا كل كده من علق على خشبة فهو ملعون، لأن كل اللي بيتعلق على الخشبة ده مين؟ بيكون قاتل، بيكون سارق، بيكون زاني. فكان كل الأحكام زمان، يعني حتى في أمريكا من وقت قريب، كان الأحكام عليهم بالموت، ما كانش فيه سجون لحد ما طلع حد يعني فكر في فكرة السجون ديت وطلب إن يعني يكون في حاجة اسمها هي يعني second chance، الفرصة الثانية. لأن بسبب الفرصة الثانية، إن كان في واحد من الرسل كان اتخانق مع حد من الرسل، وبعدين قالوا خلاص هنديله فرصة ثانية. فالقسيس دوت طلب من الحكومة الأمريكية في الوقت العصور اللي فاتت، يعني كان الحكم بالموت، أي حد يغلط غلطة كبيرة صغيرة، فعملوا حاجة اسمها second chance، والفرصة الثانية. طيب فكل من علق على خشبة فهو ملعون ملعون، لأن ملعون. كل يتعلق هو قاتل، زاني، تمام. سارق، والإله الظاهر في الجسد عندكم اتعلق على خشب ولا لا؟ حد كسر القانون. فجاء الرب يسوع وهو مبرر بلا ذنب وبلا خطية، علق على خشب. وبما أنه هو الإله القدير، وبما أنه هو بلا عيب وبلا ذنب وبلا دنس وبلا خطية، وعلق على خشبة، فقد حول اللعنة إلى بركة. لا فهمني؟ كده انا هخلفك. بص يا هان، دلوقتي الكتاب عندكم بيقول كل ملعون، كل ملعون كل من علق على خشبة. الرب عندكم اتعلق على خشبة ولا لا؟ تمام زي الفل، اتعلق، صح؟ وهو اللي قال ملعون صح. كل من علق على خشبة، وهو اتعلق على خشبة، يبقى المفروض ان النص توصيفا له انه صار ملعون، أن صار الإله الظاهر في تمام، الجسد عندكم ملعون. مكتوب
مكتوب الذي صار لعنة لأجلنا. طب ما يعني انت عارف وانا بجهز لك النص يا الذي ابن الايه، اتاري عارف هو وعارف ايوه النص، رسالة بولس لأهل غلاطيا 3:13، تلميذك ما هو قال لك المسيح عندكم تلميذك تلميذك صار لعنة لأجلكم، أهو صار لعنة. لأجل، صح كده، صح طيب صح أمال إيه؟ يبقى ليه صار لعنة؟ اتفضل ليه صار لعنة لأجلنا؟ أقول لك السؤال قبل ما تقوله كمان. قول. حلو، لأن هو شال خطية العالم كل في الوقت دوت على الصليب، حمل كل لعنات العالم ودخل الأمم ودخل الكل ورفع كل خطايا العالم على الصليب. لكيف عدل الله الآب والعدل الإلهي إن هو يكون كإله حمل كل الذنوب وكل يعني الخطايا، لعن نفسه، فصار لعنة، صار لعنة لأجلنا، لعن نفسه. صار لعنة أمام الله الآب في الجسد، في الجسد صار واخد في جسده كل اللعنات ايوه وحمل يعني الموت سواء في سواء جسده. يعني كده الرب عندكم الاله الظاهر في الجسد يسوع صار لعنه، صح؟ تمام، صح طيب كده، الان انت عمال بتقول مبرر، و مش المفروض المبرر ده الكتاب يقول عنه الفاظ حلوه، انما يقول عنه صار لعنه، يعني صار ملعونا. طب تيجي ازاي؟ تمام، لأن هو حمل خطيتك وحمل خطيتي، حمل خطية الكل. ما يحمل يعني الخطيه، طب معلش، ما ممكن يحمل الخطيه ها؟ من غير ما يبقى ملعون، هو لازم يبقى ملعون؟ ما يحمل الخطيه باي لازم، اسلوب. لازم. أنت كده بتعمل زي بطرس بتقول له حشاك يا رب. أنت كده بتقول له يعني يعني ممكن؟ لازم يبقى لعنه عشان يشيل خطاياكم، انتم لازم يبقى الاله عندكم لعنه حتى يقدر على خطيتك مغفره خطاياكم، واحنا ما نعترضش والا وخطيتك نبقى أنت شياطين. كمان. ولو وخطيتك اعترضت انت كمان وخطيت انا كمان، يعني انا خطيت انا كمسلم كمان، شالها الرب بتاعكم عندما شالها صعد على الرب الصليب يسوع، مسلم وبوذي وهندوسي كله. وكافر كل ايوه العالم، اتلعن بسببه. بس بتلعن بسببه وشال الذنب خبر بسببه. زي انت، ابيض. زي شفت الشاب اللي راح القطر، ركب القطر وبعدين قال له ادفع التذكرة الكمساري، قال له معيش فلوس، قال له طيب مش هتدفع التذكرة نط من القطر. فيقوم راجل جدع زيك يقول له لا انا هدفع التذكرة عن الراجل ده، خلاص يا عم ما تموتش ولا ترمي نفسك من لا، ما هو القطر. بقى الرب عندكم قام رمى نفسه فعلا من القطر فعلا، واتحط على الصليب ومات. ما المثال بتاع المثال ده هو غلط رمى برضه. نفسه، فعلا رمى نفسه من القطر، ايوه قال له الله بدل ما انت تموت انت جبتها الله بصورة اكبر. اجمل، انت شفت يا جبتها جماعه الخير ما اللي شاء حصل؟ الله عليك، لا اصبر بقى، ده انا انت هضرب لهم جبتها بصورة اجمل. تمثيل. بيضرب مثال انت بالايه؟ لا ولا بس جبتها بصورة اجمل، لان فعلا زي ما يكون الراجل دوت معاهش غير ثمن التذكرة دي، فاعطى له ثمن التذكرة وقال له الكرسي بتاعي دوت ايوه اقعد عليه وانا هنط بدالك من القطر وهنزل تحت العجل وهموت انا ده بدالك. الرب فده يا اللي جماعه، حصل، الرب ثواني ده ثواني اللي يا هاني، حصل الرب عندهم عمل ايه؟ يا عمل بيضرب مثال بالراجل اللي بتاع القطر اللي رمى نفسه، اللي اترمى من القطر عشان التذكره. المفروض الراجل ده راح يا لا للكمساري، محمد فالكمساري قال يا له ارمي صح نفسك من كده القطر. قام المفروض بالضبط، ان الرب عندهم بقى قام قايل للي هيرمي نفسه، قال له لا خليك انت، وقام الرب عندهم رامي نفسه من القطر واتقطع واتبهدل، بس صح كده؟ كده، صح كده، كلامك مظبوط، الله ينور عليك. خبر ابيض. انت طب يعني يا هاني صرت المفروض مبشر تانية دلوقتي. يا هاني، ان المفروض الرب عندكم غني اصلا، فيدفع للكمساري ويفضل زي ما هو من غير ما يرمي نفسه من القطر يا هاني، يفضل قاعد زي ما هو. مش ده الاله يا ما هاني؟ هلا الاله يا هاني مش قادر يدفع للكمساري صح ويستنى هو صح يا صديقي، يفضل هو في القطر من غير ما يموت نفسه؟ ما الاله ماشي في تشريع عمله من البدء، ماشي في القانون اللي عمله من البدء، قانون الذبيحه، بدون ذبيحه لا يحصل مغفره. فانا بعمل اللي مكتوب عدل ونط من الله القطر. ان بس يحصل الذبيحه دي. فالله مش المشوار، مش يعني المسيح مش المشوار دوت عشان يعمل الخلاص. يا الله. طيب صار لعنة إذا جه شخص الآن يا هاني وقال عندكم مثلا يعني أنتم الإله صار لعنة، صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ صح كده، تمام طيب تمام إذا جه كلامك مظبوط. شخص مثلا حابب يسألك يقول لك يعني أنتم تقولون عن الرب بتاعكم لعنة، صح؟
تمام. صار لعنة لأجلنا، احنا ما نقولش عليه لعنة، لكنه حمل خطية العالم ما هو كله، لا لا، حمل ما هو لعنات مش انا اللي قلت، الكتاب اللي قال صار لعنة. صح كده، اهو يعني صح مثلا، كده، مثلا بقى لعنة، انت بتقبل عادي ان صح واحد كده. يقول لك انتم عبيد اللعنة، عبيد الملعون يعني؟ مش عبيد الملعون، هو ليه طيب؟ ما الكتاب لما اللي خد قال. اللعنة ديت يعني صار لعنة، يعني دفع الثمن بداله وبدال واحد. احنا كلنا يعني كلنا كنا خطيين، ايه وكنا رأيك في من الجاية دي؟ الظالمين. بص، كلنا كغنم ضللنا والرب وضع عليه تمام، إثم جميعنا، ايه رأيك؟ تنفع؟ صح، جميل صح. ايه جميل ده جدا، الكتاب؟ الله مش ينور الكتاب عليك. اللي قال كده؟ يا صح قال صح فين؟ كلامك جميل. قال فين؟ قال الكتاب فين؟ مش عارف فين في العهد إشعياء الجديد، في مادة 53، كمل الرسول. كمل، إشعياء 53، كمل. أشعياء 53، صح، الله ينور عليك، ما شاء الله. ايوه كده، ما شاء ف الله. مش تقول لي اسم الصليب عليك لا، كمان. مش عايزها دي بقى، مش عايزها. نرجع، صار لعنة يا ريت تقول. لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لأنه صح اتعلق على كده، خشبة فصار ملعونا. الكلام اللي أنا قلته يا ده صح، كلامي ولا كلام الكتاب؟ كلام الكتاب مظبوط، طيب، صح كده، صح. فلو جه واحد الآن وقال أنكم عبيد اللعنة، ده كلامي ولا كلام الكتاب؟ ولا كلامهم ولا كلام الكتاب؟ زي الفل، كلام جميل، كلامه أها، صح 1000000%، يعني أنت الآن كلامه أمام صح الناس كلها 100%. بتعترف ليا إن الرب عندكم أولاً صار لعنة، صار ملعون، فمن قال أنكم تعبدون لعنة أو ملعون ما أخطأش، ما أخطأش في حقكم ولا شتم، ده الكتاب اللي قال كده. ما اخطاش طبعا، ما اخطاش، لان هو حمل لعنتنا على الصليب، نعم، فكل الشكر، كل الشكر والتقدير كل لحد الشكر له. شال، يا كل الشكر والتقدير والعبادة لحد شال ذنبي. انا لم اكن استحق ان انا غير الجحيم والهلاك الابدي والدينونة ونار لا تطفأ ودود لا يموت وصرير الاسنان والبكاء الى ابد الابدين. هناك فكل البكاء الشكر وصرير الأسنان والتقدير إلى لمن أبد الآبدين، رؤيا يوحنا اللاهوتي. أبدين، فكل الشكر والتقدير لمن حمل عني كل خطاياي، ونط من ومن حمل القطر، لعنتي ونط من القطر. ونط من القطر ومات بدل نعم، لا السيسي ولا مرسي ولا حد هيقدر يعملها، ولا ولا حد يموت يقدر عنها. يموت عن حد، صح، فاهمني؟ صح. لكنه ان كان حمل لعنتي. بس ان كان اقول لك بقى على حاجه. طب إيه؟ طب ما ممكن الاله كان ما يموتش نفسه ويغفر لك خطاياك بدون قتل، بدون قتل نفسه يعني، بانه مثلا، يا عم ايه انا رايك، كنت اتمنى لو كان كده، تاب على ادم، مش تبقى حلوه انه يتوب على ادم بدل ما يموت، بدل ما الاله يموت نفسه، كان تاب على ادم مثلا. هو مش الخطيه بتغفر انا بادم. كنت اتمنى كده، كنت طب انا اتمنى كده، كنت هضرب لك، اتمنى كده. هضرب لك مثال كده صغنطط كده، قصه حلوه كده صغيره كده. احنا ماشي، الان لما بنخطئ في حق الله، وبلا شك احنا مش معصومين يعني، تمام، احنا مش معصومين، يا فاخطانا طبعا في حق الله ومثلا شتمنا، فجينا بعد ما شتمنا تمام، انا او انت، قمنا ايه، استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، حلو كده، فربنا غفر لنا مثلا، مش ده ذنب؟ تمام. مش ده ذنب؟ عيد مش ده الحتة دي ذنب؟ تاني. الشتيمة بتاعتنا دي ذنب ولا لا؟ طبعا طب شتمتنا وغلطنا وربنا ذنب. غفر لنا الذنب ده، صح؟ تمام، وذنبنا ده في حق الله، صح؟ صح، طيب هو مش الذنب بتاعنا ده وذنبنا ده وغفرانه كده، مش حاجة كويسة وجميلة وحاجة حلوة وعدل، صح؟ حلو، جميل طب جميل. لماذا لم يطبقه الرب قديما مع خطية آدم بأن استغفر فتاب له دون أن يقتل الرب ويتجسد ويصلب ويضرب و و و و وأنت اتفقت معايا أن ده عدل وعين العقل، ليه ما نفذوش؟
طب ما هو نفذوا، تمام بينفذوا معانا تمام رايتنا وكل يوم بينفذوا معانا، ليه ما نفذوش في الاول خالص وفي القديم؟ ليه؟ ولا هو لأن غاوي؟ هي دي تشريعات الله، تشريعات الله من العهد القديم، وتشريعات الله التي أعطاها لموسى إنه يقدم الذبيحة، وبتقديم الذبيحة وصل كرموز في العهد القديم كله، ووصلت لمين؟ لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم بيرمز عندنا، يقول إن أخذ ابنه إسحاق، وبعدين العبد بتاع سيدنا إبراهيم بيقول له رايح فين؟ هتقدم ذبيحة مين؟ هتقدم ذبيحة لله فين؟ الخروف؟ ايه اللي خرجت؟ الله خرجت الله انت خرجت من موضوعي خالص لابراهيم لما ذبح ابنه فنزل الكبش فذبح الكبش مكان طيب، ابنه. ما عندكم انت عايز ترمز بقى، انت عايز ترمز ان عندكم الكبش، عندنا انا ما عنديش مشكلة الان، بس انت عايز ترمز ان الكبش ده اصبح الرب بتاعكم. صح كده، صح طب بس يعني احنا لا نؤمن بهذا صورة، الكلام، فده المثال ده. وبعدين ده ما مش فيش موضوعي، مشكلة، عارف انا موضوعي. طب ما انا انت فيش عارف كان سؤالي ايه؟ ليه الفكرة من الاول؟ هضرب لك مثال تاني، قصة انا بحب على فكرة اذكرها. هب ان جارك على طول اللي جنب بيتكم جرجس مثلا، جرجس عنده ولد اسمه بقلص، بقلط، اي اسمه اي حاجة. جرجس ده عنده حتة ارض جايب عامل ومراته، عامل غفير ومراته، خلاص بيزرعوا الارض حلو ويفلحوا والكلام ده كله. فجرجس عنده الفيلا بتاعته في وسط الارض، فجرجس عمل كوارع او عمل اكل او جاب قدام البيت بتاع الفيلا بتاعته زرع شجر التفاح، وقال جرجس قال للعامل ومراته لو اكلتم الشجره هموتكم. ودي بتحصل، حتى انت حلو ممكن تقول لابنك لو كلت مش عارف مين هتبحك، لو خرجت بره الشارع هتبحك، لو مش عارف ايه هتبحك، صح؟ هو كلام او جميل، الراجل يقول لابنه لو عملت كذا هموتك من الضرب، خلاص، وقال اهو صح هموتك من الضرب، وقال لو كلت من الشجره صح هموتك من كلام الضرب. جميل، فقام العامل ومراته طلعوا على شجره التفاح، وكل واحد خد فيهم حته تفاح واكله وهو مرتاح، ده كل ودي كلت. تمام هوب جرجس رجع البيت، ايه ده؟ انتوا كلتوا من الشجر وانا قلت لكم لو كلتوا منها هتموتوا وهموتكم. يا واد يا بقلص، اللي هو ابنه، يا واد يا بقلص، يا وقام منادي ابن بقلص، وقام ذابح ابن بقلص وحطه في الصينيه وذبحه. ليه يا عم عملت كده؟ قال لك علشان ما عاقبش الراجل الشغال والشغاله اللي عندي لانهم كلوا الشجره. تقولي على جرجس بكل امانه وصراحه، الراجل ده عاقل ولا مجنون؟ القصة بتاعتك يعني لا انا عايزك اجابه، مش عايزك تفسر القصه وتفندها. سؤالي ليك الآن، تقول في جرجس إيه إنه ذبح ابنه مكان العامل ومراته؟ عاقل ولا مجنون؟ لازم تعرف القصة كويس وتدرسها كويس، فاهمني؟ أنا سألتك على قصة، تقول إيه؟ صنف لي الراجل ده، قال للعامل ومراته، أخد، ما تهربش مني يا هاني، ما تلفش وتدور يا هاني، رد على طول لا من غير مش ما تفكر. بلف، قال للعامل ومراته لو كلتوا من شجرة التفاح أنا هموتكم، كلوا. قام جايب ابنه وموته علشان يسامح العامل ومراته. تقول إيه في جرجس ده اللي موت ابنه علشان يغفر للعامل ومراته؟ تقول إيه فيه؟ لا أوصفه لي. جرجس غلطان 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 غلطان، جرجس ومجنون. في مجنون صح؟ يا وظالم. صح؟ يا ممكن وظالم. يعني التعبير اللي انت عايز توصل له، ان حاشا ان احنا نقول الله ظالم، لكن التعبير القصة اللي انت عايز توصل لها، فاهمني؟ القصة اللي انت عايز توصل لها شوية مختلفة عن فكر الله، لا فاهمني؟ لا لا، طب ايه رأيك امام الناس؟ انت هتقول الفكرة بتاعتكم انتوا في التجسد والصلب والفداء، وكل كلمة من اللي هتجيبها انا هطلعها لك في قصة جرجس والعامل ومراته وابنه حلمقة ده. ايه رأيك؟ تمام زي الفل زي عارف الفل. ايه؟ انت دلوقتي اها بص ركز، انت هتقول واحدة واحدة، دلوقتي الراجل ومراته آدم وحواء، الشجرة اللي قدام يا البيت الشجرة اللي نهى الرب بتاعكم إن آدم ومراته ياكلوها. جرجس هنعتبر إن ده عندكم مقام ما مقام الرب. ابنه اللي هو يسوع اللي انتوا قتلتوه أو اللي قتلوا البشر عشان يقدر صاحب الأرض يغفر لآدم ومراته.
ازاي بتقول لي القصه مش فعال واضحه؟ جدا هات اي اختلاف وانا هطلعه لك انه مش اختلاف موجود. اتفضل. مع الحتة ان مش بس الشجرة دي كشجرة تفاح زي ما انت بتعبر عنها، هات. الحتة ان الله وضع لهم السر في الشجرة دي، قال لهم السر. الشجرة دي احنا الشجرة الان، دي احنا الان مش في مساله الشجره. ايه يعني الشجره؟ يعني الشجره اللي في الارض دي مختلفه عن اللي في الجنه في ايه؟ مع المعنى هي مختلفة جدا عن كل شجر الجنة. ما هو قال لهم يعني كلوا من جميع شجر الجنة لكن من هذه الشجرة لا تقتربوا لأنكم مثل الله تكونون. اوه ايه ده، فهمني؟ يا ريتك ما قلت الكلام ده يا هاني. يعني الشجره دي في الجنه لو كانوا كلوا منها كانوا هيبقوا زي الاله، هيكون كانوا هيبقوا زي عندهم الاله. كان معرفة. هيبقى ثلاث معانا ثلاث الهه في الكون، الاله الخالق الحق وادم وحواء. هو أعطاهم الفكر دوت عشان يوصلهم لأن هم لو عملوا كده هيكسروا القانون بتاعه، في نفس برضه في الوقت مشكلة، هيكونوا هو قال ولا ما قالش؟ هم هو عايزين. هو صادق ولا كذاب؟ هو صادق، قال طب لو كلتم صادق الشجرة طبعا. هتكونوا مثل الله، يعني هيبقى عندنا ثلاث آلهة. هم طب هم كلوا من الشجرة، يبقى المفروض آدم إله وحواء إله، يبقى في ثلاث آلهة. هم في المعرفة، المعرفة يعني صار عندهم يعني إيه في المعرفة صاروا آلهة يعني ولا إيه؟ صاروا معرفة يعني صاروا عرفوا ان هم عريانين. هم مكان آدم وحواء عايشين مش عارفين ان هم عريانين، طب ما مش دي عارفين مشكلة برضو تانية الخطيئة. يا هاني. مش مشكلة، انت عارف في ايه؟ في ان الاتنين اللي سألهم الرب ما كانوش مكلفين اصلا. يعني ايه مش مكلفين؟ يعني ما كانش عندهم اصلا الفكر انهم يختبروا او الاهلية ان يكلفوا. في عندنا ولد، ولد طفل صغير، لو جبنا طفل عنده 3 ايام او 4 ايام ما عندوش التكلفة. فلو قدمنا له اي حاجة ما ينفعش نعطي عليه اختيار واختبار. لو جبنا له تمرة لا وجبنا له طبعا جمرة لا هيمسك الاتنين وفاكرهم واحد، فمش هيبقى اهل الاختبار اصلا. كان عندهم كلمة الله، لأن الله قال لك ما تعملش كده فأنت بتعمل كده، ما هو مش فأنت مؤهل. ما انت عايز قلت، ما تعصي. انت قلت امام الناس انه ما كانش عارف حتى انه عريان وان العري ده حاجه وحشه. مش انت اللي قلت كده قدام الناس؟ ما كانش عارف كده، بس أنت دلوقتي قلت لابنك صغير بتمشيه معلش عريان، فاهمني؟ 5 سنين 6 سنين بس قلت له يا بابا ما تلعبش عند اللعبة دي، فهو عارف ان انت خد الوصية منه بس راح ولعب في البوتاجاز وفتح النار ايوه وحرق ايديه. ايوه يبقى يستحق القتل، يستحق اللعن، يستحق ان انت تقتل ابنك علشان خاطر قلت لابنك الاول ما تفتحش البوتاجاز، ام فاتح البوتاجاز تقوم مولع في ابنك التاني عشان تغفر لابنك الاولاني؟ ينفع؟ مع الموضوع دلوقتي أكبر من الحتة ديت إن أنت بتاخدها في دايرة صغيرة، الموضوع يعني كبير مش صغير. هو دلوقتي غلط آدم، بس آدم ما غلطش وبس، مع الحية هي اللي كلمته، والحية ديت كانت موجودة في الجنة. خرج الحية لسبب. الحية في القصة اللي أنا قلتها لك حالا لا هتزود ولا هتنقص. اعتبر مكان ماشي، بس مين؟ الحية العامل ومراته. أيوة، وشوشت لهم أو وسوست لهم الولية جارتهم، الحرباية اللي جارتهم دي قعدت تقول لهم ايه يا ماشي عامل ومراته؟ ده الشجره دي حلوه، ده كلوها هتبقوا مجانس، ده انتوا ممكن تضربوا صاحب البيت وتاخدوا البيت مثلا. فالحاجه ملهاش اي لازمه في القصه بتاعتي. خلينا نرجع للقصه بتاعتي الموضوع بقى. مش الموضوع مش بس الحية، مش الموضوع انا كل الحية. ما اجيب لك حاجه تقوم جايب لي حاجه جديده. احنا هنخش بقى في رئيس العصابة اللي هو ايه، زج الحية عليهم عشان بيعمل ايه، عشان بيطرح آدم وحواء اللي هو الشيطان. لا لا، ده الشيطان انت ده راجع راجع بقى. هو الشيطان ده اصلا مش كان متمثل في الحية؟ الشيطان دخل في الحي ايوه. وزج الحية تكلم آدم وحواء، طيب فتكلم حواء استنى استنى، وحواء الشيطان جه للعامل ومراته ووسوسهم ياكلوا من الشجرة. خلصنا بقى من الحية، طلع الحية.
تمام زي انت الفل. قلت على ان الراجل اللي يعمل كده في ابنه مجنون. اصل انت يا هاني، اصل اقسم لك بالله العظيم، انت صاحب، شكلك صاحب عقليه متنوره، يعني الكلام ده مش هيخيل عليك، يا الكلام حبيبي ده ما ياكلش بعقلك حلاوه زي ما بيقولوا، انت مش صغير. ماشي، بس لو زي ما انت بتقولها كده، حته كيكه والموضوع صغير كده، وجاب العامل وده بحبه والكلام ده كله، هقول لك يعني ماشي الكلام ده كلام جميل، لكن الموضوع فيه خبث كبير من الشيطان، ان هو الشيطان عايز يهلك البشر. والله قال في الكتاب ان لذتي في بني ادم، يعني محبة الله للبني آدم قوية جدا، حتى محبة الله ايه علاقته ده أقوى من بالقصة بتاعتي؟ ما تخرجش عن قصتي يا هاني، خليك في القصة اللي لا، انا ما ضربت هو لك مثال، دوت وانت بنفسه. قلت لي انه مجنون، اللي يعمل كده مجنون. أيوة، في القصة بتاعتك الصغيرة ديت اللي بتحكيها ديت ايه تيك الفرق؟ أواي، فاهمني؟ ايه الفرق بقى؟ الفرق كبير، ايه، فرق قول كبير للناس إن واحد وخلينا نناقشه، واحد اتنين تلاتة اربعة، وخلينا نناقش كده الفروق اللي بين قصتي وانت قلت على صاحبها مجنون وبين خطة الرب عندك. الفرق واحد بس، هو إهلاك البشرية أجمع بعمل الشيطان. إهلاك فعمل البشرية أجمع. الشيطان هو إهلاك الطبيعة البشرية. طيب، استنى، ما هو الشيطان في القصة اللي أنا هقولها بقى، اللي أنا قلتها، ما هو الشيطان لما وسوس للعامل ومراته، أيوه، كان عايز يهلكهم ويهلك عيالهم. ما هو كانوا لسه المرأة هتحمل، لسه ما كانتش حامل، فكان عايز جميل. يهلكهم ويهلك عيالهم، فينطردوا من الجنينة بتاعت الراجل الجرجس ما اللي أنت قلت اطردوا عليه مجنون. اطردوا فعلا، يعني اطردوا فعلا، اطردوا من الجنينة. جه صاحب الجنينة جرت قال لهم يلا برا، ايوه، فهمني؟ فقعدوا يعملوا قاعدوا يعملوا ايه؟ قعدوا ياكلوا تراب، قعدوا ياكلوا تراب في الارض، وقعدوا وابتدى الانسان يولد، ادم يولد ويجيب اولاده، وصارت وحوش، يعني الجنس البشري صار وحوش ياكلوا بعضيهم. والله عمل ايه؟ او عم جرجس دوت زعل على الاثنين اللي كانوا شغالين عنده دول، وقال لك اوه ده انا طردتهم، طيب انا محبتي في بني ادم وبحب الانسان، طيب انا هرجع ارجع الانسان تاني ايه، قول غير تاني كده، بالعدل الالهي. قول تاني الحته الاخيره، ما يعني سمعتهاش، صوتك وقف. بقول لك ان الله قال ان انا هرجع الانسان تاني، فاهمني؟ طيب ما ينفعش ان انا ارجع الانسان تاني غير بالعدل الالهي، فاهمني؟ جرجس دوت قال انا لازم ارجع الانسان، الراجل والست دول ولادهم، وخليهم عايشين عيشه بهدله، فاهمني؟ وعيشه يعني مرمطه، بعد ما كانوا مبسوطين وبتاع، وكان لهم علاقه معايا، وكل يوم اجي اصبح عليهم وامس عليهم، زي انت مثلا طردت اولادك من البيت، فزعلان على اولادك ان انت طردتهم من البيت، اولادك خلفوا متبهدلين، وانت راجل غني وعندك فيلا كبيرة وعايز ترجع ولادك للبيت تاني، بس عندك قانون ان ما ينفعش ولادك يرجعوا البيت غير لما يتم القانون دوت، لان البيت بتاعك ايه؟ نظيف، البيت جميل، بتاعك ابيض، وانا معك. فلازم يلبسوا ايه؟ يلبسوا جلاليب بيضة ويستحموا عشان يخشوا البيت. عشان ريحتهم وحشه. فمين انا معاك الان اهو في اللي انت بتقوله. الراجل جرجس، جرجس يا جماعه، جرجس، بعد ما جرجس قال للراجل ومراته لو اكلتم من الشجره انا هموتكم او هطردكم، بعد ما طردهم من البيت قال لهم خلاص خلاص تعالوا انا هدخلكم تاني البيت والجنينه بتاعتي، بس هقتل ابني. وقام جايب ابنه مسلمه للاعداء، قاموا موتينه. تقول ايه في الراجل ده؟ تمام، هو ايه اللي حصل؟ تقول ايه في جرجس الان؟ عشان لا، تقول ايه في جرجس الان؟ وصف لي جرجس. هو القانون بتاع جرجس كده، ايوه، القانون الالهي قانون كده، جرجس انكم عشان ترجعوا العماره بتاعته تاني، ولا ترجعوا الارض بتاعته تاني، انه صح. هيموت ابنه، يموت ابنه عشان تدخلوا انتوا. تقول ايه في جرجس؟
قانون الله هو قانون الفداء وقانون خليني في جرجس، خليني في جرجس، الله. جرجس. انا بقول لك جرجس دلوقتي قانون مجنون، تقبل كلامي ولا لا؟ براحتك براحتك، انت شايف جرجس توافقني ولا مجنون؟ لا؟ لا لا، توافقني ولا لا؟ ما وافقكش عشان حتة، ليه؟ لان قانون جرجس ان ما ينفعش دول يدخلوا لمحضري تاني ايوه غير بدفع العقوبة. ايوه يعني انت يقوم قتل ابنه، يقتل ابنه عشان العقوبة، ينفع؟ هي ده تمن الخطية، النفس التي تخطئ تموت، هيقتل. تمن طب العقوبة انا هي معاك، استنى بقى، في حاجة صغيرة في نص فعلا بيقول النفس التي تخطئ هي تموت، صح؟ اظن النص ده فين يا محمد يا نصيف؟ النفس التي تخطئ هي في العهد تموت، القديم، ايه؟ في العهد أظن القديم التثنية، تقريبا. النفس تسليم التي تخطئ، أظن في هي التثنية، تموت، يا رب ذكرني يا رب، صح. تخطئ هي تموت. لا ده حزقيال، حزقيال، بص ده حزقيال موضعين، حزقيال 18 النفس التي تخطئ هي تموت، وحزقيال 18 20 النفس التي تخطئ هي تموت. ركز معايا كده، ركز معايا كده يا هاني بالكلام اللي أنت قلته، تمام النفس اللي تخطئ آدم تمام وحواء تمام وحواء هم اللي أخطأوا هي تموت. طب وأنت تمام مش شايف كده إن الرب عندكم غير كلامه وغير قواعده وقوانينه بإنه قتل بريء اللي هو يسوع فخالف الكتاب أصلا؟ النفس التي تخطئ هي تموت، ما هو ما قتلش آدم ولا حواء، ده هو قتل مين؟ قتل ابنه، مش ده ظلم؟ حلو، كلامك جميل وزي الفل، بس يسوع ذهب متطوعا بنفسه، فهمني؟ يعني مثلا واحد عليه حكم، فذهب يسوع واخد الحكم عنه، واحد مش قادر يدفع التذكرة، واحد مثلا أبوه محبوس في الحبس وقال لهم أنا هخش أطلع راجل صحتي كويسة هقدر أتحمل الحبس دوت بداله، الكلام فده ده مش اللي عمله صحيح، الرب يسوع. لا الكلام ده مش صحيح، قول لي وعندي الدليل على كده. يسوع ما راحش بإرادته للموت انه يموت نفسه، لا الآب هو اللي جبره على كده. الدليل على كده يا محمد اتفضل، ادي نصين ونصين، انا بقول لك ما في مسيحي على وجه الارض في الغالب الا عارف النصين دول وحافظهم عن ظهر قلب. الاول اهو، يسوع ما راحش من نفسه بل بالعكس، دخل الرب هو اللي اجبره على كده. رسالة بولس الى اهل روميا اصحاح 8 عدد 8 32، الذي لم يشفق على ابنه، ده الرب عندكم، لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا. يبقى ازاي تقول هو اللي راح لنفسه؟ ده الرب هو اللي بعته. النص الثاني وكلكم تمام عارفينه وبتحبوه، انجيل يوحنا 3 16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى الابن ما راحش من نفسه، ده الاب عندكم صح هو اللي صح بدله. صح شفت صح بقى ازاي؟ كده صح، كلامك جميل وزي الفل، اي خدمه. كلامك جميل وزي العسل. يبقى جرجس بس هو اللي بعت ابنه للقتل والصلب والضرب، ما راحش صح بنفسه. صح صح بس الحتة بقى اللي مش واصلاك، إن أنا في الآب والآب فيا قبل تأسيس هذا العالم، إن إحنا واحد، فهمني؟ قبل يعني تأسيس هذا العالم. الاب هو الابن يعني كده. طب استنى بقى، واحده واحده، بالكلام اللي انت قلته ده وانهم بعض والكلام ده كله، انا مش مشكله وهتنزل معاك باللي انت بتقوله. يبقى ايه تفسير النص؟ لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني حتى بذل نفسه الوحيد، حتى بذل تمام نفسه فهمت، الوحيد. تمشي لكي لا يهلك كل من يؤمن. تمشي تمشي تمشي، حتى بذل نفسه الوحيد ولا بذل آخر؟ تمام، ما هو بذل ابنه، بذل نفسه، لأن أنا في بذل العاب نفسه. والآب طب فيه. ننزل للنص اللي بعده، الذي لم يشفق على ابنه، يعني الذي لم يشفق على نفسه تمام، زي الفل. زي الفل. ايه هو زي هنا الذي بذل ابنه، يعني بذل نفسه، يعني بذل انا بذلت ابني، يعني انا بذلت، يعني جرجس لما موت ابنه، جرجس موت نفسه، بذل نفسه ولا بذل ابنه؟ ما جرجس ده انسان، جرجس لا ده انسان، وهنا حته الموضوع اللي هنا
اللي هنا يعني واقف عصرة يعني قدامكم، بتشوفوه عصرة ان ازاي الله والانسان يسوع المسيح هو واحد. فاهم انت ازاي الحتة دي؟ فده الحتة اللي بيننا وبينكم، يعني خدتني ده الموضوع الحتة اللي تاني، بيننا انا وبينكم. مش دلوقتي مش مجاله، خدتني الموضوع تاني. الذي لم يشفق على ابنه، سؤال صغير يا، وما اظنش انت هتقع في الغلطه اللاهوتيه الرهيبه دي، هل الاب هو الابن؟ ماشي. تاني السؤال. الآب هو الابن، الآب هو الابن، لا أنا في لا الآب لا لا والآب فيا. لا 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 لا، تراجع بقى، ازاي الاب هو الابن؟ هل أقنوم الآب بذاته 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 هو بنفسه بعينه أقنوم الابن؟ صح كده، صح، صح الله كده. ينور إيه عليك. ده، هرتقد سابيليوس عقيدة مؤلمي الآب اللي أنت بتقوله ده، أنت كده مهرطق. ما أنا في الآب واحد، أنا في الآب والآب فيا. هو لو الآب مش الله، آه من هو القادر أن يقيم الموتى؟ من هو القادر حزقيال، أن، من قبل ما تقول حزقيال ماشي ده أقام جيش، هو وشكلك في عارف أقام جيش إزاي؟ أقام لا جيش ده جيش بالموت. العظام ده كانت عبارة عن نبوة يعني. لا، في سفر حزقيال، فأقام القوم نبوة. وأحيا جيشا عظيما كما قال حزقيال، أقام جيش. هو بيشوف بعين النبوة، يعني هو كان وقت عين النبوة إن هو شايف الرؤية السماء وكده. طيب إيليا بس أحيا ميت وهو ميت، الأحيا إلياسع ميت هو أحيا ميت، إليشا صح كده، من جسد ملك بدا. إليشا، جسد إليشا لما اترمى على أحسنت، ومس عظام اليشع رمى فقام الميت على وحي صدر وطلع إليشا. يجري من العدو. صح، ما شاء الله عليك، ركز بقى معايا كده، صليب عليك. أنت بتؤمن بالتالوت يا هاني صح؟ صح كده. طب انت راجل دلوقتي بتؤمن بالتالوت، التالوت ده اللي هم ده واحد، يعني الاب والابن والروح القدس هم اصلا واحد واحد اقنوم واحد صح يعني ولا ايه؟ صح امال ايه فايدة صح التالوت كده اصلا؟ صح. الثالوث هما واحد، لكن عندك هتغير كلامك شخص على فكرة الآب السماء. هاني، انت لا هتغير مش كلامك بغير على فكرة. كلامي، هنشوف هنشوف، يلا كده، ها ما هو التالوت أنت بتقول أغير كلامي. هنشوف. شو التالوت، أنا صعيد وراسي ناشف. ها انت شكلك صعيدي كمان من دير مواس، انا حاسس كده. من كومومبو. لا من دير مواس صح، لا اصل لا مش اللهجه، كومومبو. اللهجه يا اخوه بتاعته ايه اللي خلاني اكدت انه صعيدي وظن انه من دير مواس. لو تعرفوا ارديلس، عارف ارديلس عبد الرحمن، لا ارديلس ما صفوة حجازي، اسلم هو وعيلته، اسمه ارديلس، كان اسمه قديما يا ارديلس. سمعت واحد اسمه محمد حجازي. لا محمد، محمد حاجة النعمان، أصبح بقى اسمه محمد النعمان، كان اسمه الأول أرديلس، نفس لهجتك بالضبط حتى ونبرة الصوت مش عارف ايه، هو من دير صار مواس، مسيحي، صار مسيحي ولا صار صار مسلم؟ مسلم هو والعيلة بتاعته. لا أنا حسيتك بتتكلم عن واحد اسمه محمد حجازي اللي هو لا يعني راجع انت، كان المهم المهم مسلم المهم، وخلاص. اشرح كده معايا التالوت، الآب الابن الروح القدس، انت بتؤمن بالتالوت صح؟ صح كده صح. طيب هل الاب هو بعينه اقنوم الابن؟ صح كده. صح كده. ايه بس، اما ايه فايدة التالوت، اما ليه اصلا يتسمى تالوت وليه يتسمى اب ابن روح قدس؟ طيب الله الله إلهنا إله واحد، نعم، ونحن نعبد إله واحد. أمين. فهمني، الله إلهنا إله واحد، ونحن لا نعبد ثلاثة آلهة. طب ولو كان، فهمني. لو كان الاب احنا غير لا الابن غير الروح القدس يا هاني، يبقى ده شرك صح يا هاني؟ حلو حلو. ما هم يعني ثلاث أقانيم في شخص واحد. فهمني. شخص واحد أنت عندك إيه؟ يا هاني، عندك روح ونفس وجسد. ماشي فهمني. يا هاني، عمل يعني اللي جسدك كان على اللي هو الصليب هو إيه؟ الاب، اللي كان على الصليب هو الاب يا هاني، اللي كان على الصليب هو الآب، الآب. الابن، آه لا يا هاني، أنت في عندك الابن. مشكلة يا هاني. هاني أنت تعرف في أنبا اسمه الأنبا روفائيل؟ لا لا، أنا بجد بجد والله العظيم يا هاني، أنت شكلك شخص محترم، حاول تروح
لابوك في الكنيسه وتساله، قول له يا ابونا، لان انا هشغل. انت تعرف الانبا روفائيل ولا ما تعرفوش؟ أنا أبويا الروح القدس يعني، مش دعوه بابوك انت، الانبا روفائيل تعرفه ولا لا؟ ما الانبا روفائيل، أعرفوش. الانبا ده كان هيبقى البابا للكنيسه مكان توادروس، ربنا يبارك، ربنا يبارك، بس ما أعرفوش بجد ما يعني. تعرفوش. طب الانبا شنوده؟ اوعى تقول لي ما تعرفوش. الله ينيح نفسه طب يعني، ايه رايك فيه؟ أعرفه طبعا. كلامه صح ولا غلط؟ زي الفل، زي الفل، الراجل طيب تمام زي الفل. شنوده نفسه بيقول لك ان الاب غير الابن. الاب، ما انا لحظه، معاك. بص، في حته ما انت ما تاخدش الخطفه وتجري بيها، فاهمني؟ انا بقول لك ان الله الهنا اله واحد، لكن عندك 3 اقانيم: الروح والنفس لا انا والجسد، قعدت فاهمني؟ اسالك كذا مره اقول لك، هل الاب، هل يسوع هو الاب، هل الابن هو الاب، هل مش، انت تقول لي لا. الاثنين مع بعض. اسمع بنفسك، ثلاثة مع بعض، ما هو ثلاثة الثلاثه، في لا واحد. الثلاثه غير بعض. اسمع كده شنوده، ماشي ماشي، الثلاثة مع ثواني. كل. لماذا نقول في قانون الإيمان تعلق بالروح القدس الروح الوحي القدس من الآب وخط تحت الكلمة القدس، صوت واضح. ولا نقول الروح الوحي القدس هو الملكوت؟ طالما إن الآب هو الابن والابن هو الآب، الآب ليس هو الابن ولا الابن هو الآب، سمعت؟ يطبق بالخط القدس. سمعت؟ الصوت مش واضح كويس، بس السؤال شنو ده بيقول؟ لا الآب هو الابن ولا الابن هو الآب. انتوا في القانون الايمان بتقولوا ايه؟ بتقولوا نؤمن باله واحد، الله الاب، صح؟ الله الواحد، امين. الله الواحد نؤمن من باله، بتقولوا الثلاث نؤمن باله اقانيم واحد، بس. الله الاب ضابط الكل ما يرى وما لا يرى، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح. لو كان الاب هو الابن ليه كان فرق بينهم اصلا؟ ما فيش تفرقة، انت عندك يعني، عندك لما تيجي بتعمل بتصب السقف، عندك بتحط رملة وزلط وأسمنت، ولما تضرب الثلاثة ببعضيهم بيصير لك اللي هو السقف مونة دوت، حتة مونة. واحدة، ما بتعرفش تفرقهم عن بعض. انت يعني كالأستاذ ناصر، انت الأستاذ ناصر، انا محمد نصيف حافظ كالأستاذ اوراق ناصر، ورعاية. أستاذ محمد، قال أستاذ محمد، عندك روح ونفس وجسد. جسدك دوت هو اللي بيشتغل ويعمل أعمالك اليومية اللي بتقدر تشتغل وتعمل فلوس بيها. عندك لا الروح ديت استنى اللي بقى، استنى بقى عشان بتتعب. امثله، ركز معايا كده. انت عارف قصه المعموديه؟ لما الاب من السماء قال هذا هو ابن الحبيب، والابن كان بيتعمد في الماء وكان بيقول اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، والروح القدس على هيئه حمامه. عارف انت القصه دي؟ تمام. تمام زي الفل. الاب اللي في السماء فوق اللي كان بيقول هذا هو ابن الحبيب، والابن اللي تحت في الارض اللي كان بيقول اصعد الى ابي وابيكم، الاثنين دول واحد اصلا. الاثنين واحد، يعني ثلاثة اللي واحد. فوق بيقول اللي تحت هذا هو انا الحبيب، واللي تحت بيقول اللي فوق اصعد لانا وانا. يعني هو كان هيصعد لانا، كان هيصعد لنفسه يعني ولا ايه؟ هنا اللاهوت بيتكلم والناسوت، فهنا الناسوت في الأرض ايوه، واللاهوت بيتكلم. والناسوت اللي في الارض ده ما كانش فيه لاهوت ولا كان فيه اللاهوت برضه؟ كان موجود الناسوت موجود واللاهوت موجود، طيب ما هو الناسوت فاهمني؟ باللاهوت تحت الاقنوم، الابن، الابن تحت يقول هذا هو ابن الحبيب، الاثنين دول واحد كانوا بيتكلموا وهو واحد بس عمال بيتكلم في نفسه يعني ولا ايه؟ صح زي الفل، صح. ايه؟ لأن هو واحد الله بيتكلم في كلي نفسه، القدر. صح. ايه؟ واحد بيتكلم في نفسه ازاي يا هاني؟ لأن هو دوت إعلان المسيح للأرض، فبيعلنه للأرض في الوقت دوت، هي طيب بداية إعلان الرب اشرح يسوع كده، للأرض. اشرح كده يا هاني الكلام اللي انت قلته حالا ده في رسالة بولس الى اهل كلوسي اصحاح 3 عدد 1: فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالسا عن يمين مين؟ عن يمين الله. ازاي هيجلس عن يمين نفسه يا فندم؟ ازاي هو وهيجلس عن يمين نفسه ازاي؟ تمام زي الفل. هو تعبير هنا تعبير مجازي عن قوة الله، يمين الله، إن قوة الله
إن أنا هو قوة الله، فاهمني؟ يعني ايه؟ إن دلوقتي أنا في عند النص يقول جالس عن يمين الله، يعني ايه جالس وعن يمين الله؟ ايه هو جالس الاول؟ ما معنى كلمة جالس؟ قاعد؟ جالس قاعد عن يمين الله، يعني قدرة عن قدرة الله، يعني المسيح هو قدرة الله. يعني كده مش عارف انا كده، يعني كده المسيح عندكم اللي هو الرب برضه جاب قوة الرب وقعد عليها ولا ايه؟ يعني هو أنا في الله والله واحد، يعني أنا هو قوة الله على الأرض، أنا هو كلمة الله المجسدة على الأرض، فأنا هو شخص الله على الأرض، يعني ما فاهمني؟ كانش جالس بس عن يمين الله، يعني ما يعني الله مش قاعد عندكم وده جالس جنبه عن يمينه، صح؟ لا 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 لا، هي تعبير مجازي قوي عن قوة الله، فاهمني؟ طيب عادي عادي عادي. لما الرب بس عندكم احنا قال بس احنا اصعد، لما يسوع قال اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، ده اللي هو هيصعد لنفسه، يعني كان هو فوق بس عايز يصعد لنفسه فوق يعني ولا ايه؟ اصعد لابي وابي بس احنا على فكرة نطينا شوية، عادي ما عادي. انا دخلناش في موضوع التالوت لا مفيش لا، ما مشكلة، انت انا لازم عايزك يعني انا طالما هتفتح لازم الكتاب نوضح، يعني اهو، يسوع لازم نوضح الثالوث، اوضح لك الثالوث شوية. يسوع لما قال اصعد الى ابي وابيكم وإلهي وإلهكم، بيقصد مين يسوع هنا؟ يصعد لمين؟ هيصعد لنفسه؟ لهو هو ولا الآخر؟ قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم. حلو، ده هنا بيكلم مريم مريم المجدلية، المجدلية، ها لما راحوا استنوه عند القبر، فهو ماشي يعني خدنا في موضوع أصعد لأبي وأبي. ظهر لهم بالروح، وكان خارج الجسد في الوقت دوت، فكان في اللاهوت، وكان في اللاهوت، فهي لو لمسته يعني صار زي ما قال لموسى، ان يعني انت لو جربت منك ان انا موضوعي نار اكلها. برضو. طيب بس دلوقتي حلو حلو حلو، يعني ساعة ما قال لها لا تلمسيني دي كان اللاهوت، ولو كان حد لمسه كان بقى نار آكلة، صح؟ تقريبا كده، صح. طب تقريبا حلو قوي، انا معاك قوي. لما صعد بعد ما قام من الموت في معتقدك يعني قال كده، قال اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. تخيل انت الشخص اللي قدامنا اللي هيلمسه هيبقى نار اكله، لانه اياه وملاهوت واو، ام قايل اللاهوت ده كله اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. هذا الشخص اللي مليان نور ونار اكله ليه اله وليه اب، فهل هو هو تمام هو ابو نفسه وهو تمام اله نفسه؟ اتفضل بقى جاوب على اللي انا مظلل عليه ده. تمام تمام زي الفل، والسؤال جميل جدا. و الله هنا او الرب يسوع في صورة الرب يسوع، او الله في الآب والابن والروح القدس، الثلاثة في واحد. ان الله بيعلمنا ازاي نبص على الله الآب من خلاله، فاهمني؟ فكل دوت يعني بياخدنا كلنا ان احنا ايوه خد ودينا فين؟ نوصل للآب السماوي، فاهمني؟ يعني هو وجود اصعد وعمل المسيح الكفاري، هياخدنا كلنا ازاي؟ وجود اصعد المسيح. لابي وابيكم والهي واله. هو بيقول على ان هو الاله ليه اله، وهو الاله ليه تمام، اب، وانت قلت لي كده ان يسوع طيب ما هو الاب، يبقى الاب عندكم ليه اب، يبقى في عندنا اقنوم الاب ده ليه اب، واقنوم الاب ليه اله. مين اله الاب ومين اب الاب؟ اتفضل. حلو، كلام جميل عندك. لما يقول علمنا أن نصلي، قال لهم: قولوا يا أبانا الذي في السماوات، ماشي. فهمني، ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك. فهو بيتكلم عن مين؟ هو في نفس الوقت واخد صورة الإنسان، وهو صورة الله. بس
هنا بيحطهم هو الصعود بيحطهم في صورة. لا انسى انسى، انت هتقعد تقول لي نسوت، عارف ليه ما تقوليش نسوت؟ لان انت اعترفت من اول لما قال لها لا تلمسيني، لانها لو لمسته كانت هتبقى نار اكله، فده كان لاهوت، صوره لاهوتيه، عشان كده قال لها لا تلمسيني. تمام والنقطه الثانيه، شوف تمام النص بيقول لك ايه، اني اصعد، الصعود ده صوره ناسوتيه ولا ده شغل اللاهوت؟ ده شغل اللاهوت، يبقى اصعد. شغل اللاهوت. ابي وابيكم، تمام زي يبقى الفل. اصعد دي كلام الاب، يبقى هيصعد لابيه. ليه هو ليه اب؟ الاب، الاب ليه اب، والهي والهكم، هو الاب ليه اله؟ اتفضل جاوب. حلو، كلام جميل. لأن الله الآب في التعبير جالس في السماء دايما، لكن الابن اللي موجود في الأرض معانا بجسده، فهو بيتكلم عارف إن الآب في الابن والثلاثة هم واحد، فهو بيكلمنا عشان يوصلنا للآب، لكن هو عارف إن الآب في الابن والروح القدس والإله الواحد آمين. فالمعلومة إن هما الثلاثة في واحد، فاهم إزاي؟ التلاتة في واحد، يعني هل يسوع هو الأب؟ كلام على فكرة. أنا عايزك يسوع تروح، هو الآب. أنا عايزك تاخد بقى النص ده كده والمعلومة دي كده، وتروح لأي أب اعترف، أي أب، قول له هل يا أبونا الأب هو الابن؟ أنا هجيب مش لك نص محتاج، أمام الناس. مش لا لا محتاج، محتاج، والله محتاج، محتاج. اللي أنت بتعمله ده اسمه عرضة. هرتقى مش هرتقى هرتقى. محتاج ان انا لا اعتراف، لا طيب مش يعني انت محتاج. عايز تقول ان يسوع بنفسه هو الله خالق السماوات والارض، صح كده؟ صح كده، تمام زي الفل. طيب بص كده، الا الان في عندك نص بيأكد واحد ان يسوع مش الله اصلا، وان ما فيش تالوت. الدليل على كده هات النص. في انجيل مرقس اصحاح 13 العدد 23، اما ذلك اليوم وتلك الساعه، بيتكلم عن يوم القيامه. اما ذلك يوم القيامه، اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكه الذين في السماء، ولا الابن الا الاب. الابن ما يعرفش الساعه، الاب يعرف الساعه. ازاي واحد وازاي تمام يكون الابن اصلا تمام اله؟ يلا تمام تمام هو هنا بيتكلم كتعبير عن قوة السر بتاع رجوعه. ايه سر ايه ورجوع ايه؟ هنا بيتكلم عن السر رجوعه، فبيقول لك يعني مدى قوة السر دوت، فاهمني؟ وبيحاول يعني يفسرها ان حتى الابن في الناسوت، حتى الابن في الناسوت يعني في الجسد ما لهش الحق ان هو يعرف بالتوقيت ده، طيب فاهمني؟ ركز كده يا هاني، هل الابن يعرف الساعة في النص ده؟ هل الابن يعرف الساعة؟ ميعاد الساعة؟ طيب ما انا اعتبر ابن، وكل من لا آمن لا 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 لا، النص هنا بيتكلم على يسوع نفسه الابن. هل الابن ده يعرف الساعة؟ جاوبني، نعم لا. لا، ما اعرفش طب الساعة هل هنا في الآب الحتة دي. يعرف الساعة؟ نعم لا. طبعا يعرف الساعة. طيب ازاي الابن يكون اله وهو ما يعرفش ميعاد الساعة؟ يلا اتفضل. لا الاول الاول، الابن يعني هنا في النص ده مقصود بيسوع، صح؟ تمام طيب تمام زي السؤال الفل. بقى هنا واحد، كيف يكون يسوع اله وهو ما يعرفش ميعاد الساعة، وانت بتقول لي ان يسوع هو الاب؟ ازاي هو الاب والاب عارف الساعة وهو ما يعرفش الساعة؟ انا بقول لك ان دوت تعبير مجازي عن قوة السر دوت، ان يعني حتى الابن في الجسد أيوة. مش معلن ليه السر دوت، فاهمني؟ يعني ك ك كنسوت ما انت قلت ان الابن مش في الجسد معلن ده ليه. الاب، مش الابن ده الاب؟ هو يسوع ده عندنا مش هو الاب؟ تمام صح كده، طيب يسوع اللي هو الاب ده قال لا اعلم ميعاد الساعة، ازاي هيبقى هو والاب واحد، والاب يعلم الساعة وهو ما يعلمش الساعة، وهما الاثنين وهو الاب وبس، هو ما يعرفش ميعاد الساعة بس الاب يعرف الساعة، يبقى ازاي هو الاب؟ ازاي هو الله؟ ازاي هو الابن؟ ازاي اله وما يعرفش ميعاد هو الساعة؟ حلو، كلام جميل. لأن هو في الوقت دوت بيتكلم عن
تمثيل، تمثيل، ان ما حدش يعني يعرف الساعة تمثيل بيمثل. نهائيا. بيمثل. كمثل بيضرب مثل عن قوة السر، عن قوة السر بتاعت الساعة دي، ان انا مش اعلن الساعة دي يعني هيبقى سر قوي جدا، فاهمني؟ لان لو اعلن السر دوت، لان احنا اولاد، صرنا اولاد، اخذنا الروح القدس، فاحنا هنعرف السر دوت كمان، الروح القدس المفروض هي اللي يبقى بتساعدك، معلن زي الروح كده. القدس هي اللي بتساعدك دلوقتي عشان تجاوبني، صح؟ تمام هو تمام بسبب كده اصلا، هي الروح القدس دي هي اللي عماله بتجاوب. الروح القدس ده عندكم هو الله، صح؟ تمام زي الفل، صح كده. تمام. نرجع تاني لموضوع المعمودية، معلش، عشان في صورة حلوة كده انا عايزك تركز فيها شوية شوية شوية. دلوقتي عندك الآب كان فوق، هو اللي بيقول في عندنا في سورة التالوت، الابن هو الإله، الآب هو الإله، الروح القدس هو الإله، عندك صح؟ صح كده، طيب تمام زي الآب الفل. فوق لما كان بيقول هذا هو ابن الحبيب، والابن تحت بيتعمد في المية، والروح القدس على شكل حمامة، الثلاثة دول أصلا هما كان واحد؟ صح كده، تمام يعني زي الآب الفل، كان هو الابن اللي تحت في المية، تمام تمام زي والابن الفل، الابن اللي تحت بيتعمد في المية كان هو الآب، صح؟ صح كده، صح يعني الآب كده، كان تمام بيتعمد في المية، صح كده؟ تمام ازاي؟ تمام تمام ازاي؟ هو الاب بيتعمد اصلا؟ بلا تمام، هو الاب بيتعمد اساسا؟ الكتاب قال لك، قال لك يجب أن أتمم كل بر، فاهمني؟ يتمم. وكل بر، ايه علاقة ده بتعمد الاب؟ ايه العلاقة؟ تعميد مع كل بر يعني لازم أتمم القوانين، القوانين لازم أمشي على على المرور. أنا دلوقتي عشان أنا الإله يبقى أنا أمشي في الشوارع أكسر إشارات المرور، زي مثلا انا شرطه يبقى انا اكسر اشارات المرور. طب هنا لو معلش في امريكا ضابط شرطه كسر اشاره المرور، وانت كمواطن من حقك ان انت انت في امريكا الان ولا ايه؟ يا في امريكا ايوه من ايوه حقك ان انت كده تطلب. ماما امريكا. طيب نرجع تاني ونقول اتفضل معاك. يعني الابن، بس فمن حقك ان انت تحاكمه يعني، او تدي له تيكت مخالفه، مع ان انت مواطن، بس الضابط كان الضابط حب يكسر المرور وكسر المرور ومات، بس فمن حقك ان انت تحاكمه او تاخده المحكمه لان هو كسر المرور، الا في حاله واحده بس، اذا كان الضابط دوت منور الاشارات الانوار بتاعته وماشي وبيجري عشان في حاجه يعني لسه شغال فيها وفي حاجه خطر بيمشي عليها، يعني فهو دلوقتي نرجع قانون تاني ماشي لموضوع، عليه. يعني الاب كان بيكلم الابن Yeah. اللي هو هو اللي هم هم، والابن كان بيكلم الاب تمام اللي هم هم. لما قال الاب هذا هو ابن الحبيب كان بيقصد نفسه؟ كان بيقصد نفسه طبعا، يعني كان بيقول هذا ابن هذا هو انا الحبيب، لا انا، صح كده؟ صح كده، بس بتعبير تاني مثلا تاني. طيب طب انت يا هاني، بصراحه بصراحه، اللي بيكلم نفسه ده، الشخص اللي يقعد يكلم نفسه ويقول انا ده، انا حبيبي ده اللي هو انا، اللي هو انا حبيبي، وانا حبيبي، وانا اصعد لانا، وانا هنزل لانا، تقول في ايه؟ تقول علي ايه؟ بصدق بصدق بصدق. يعني احنا عندنا بنقول في مصر بالكلام بتاعنا ان احنا بنقول، بتقولوا عليه مجنون انتوا، ايوه، فاهمني؟ انتوا بقى بتقولوا عليه لكن ايه؟ يو كريزي كريزي. علميا كل انسان بيقعد مع نفسه، مش في ماشي، حاجة اسمها مراجعة النفس، صح، مش حاجة كلامك اسمها صحيح، مراجعة النفس. كلامك صحيح. واحد يقول لك انا بقعد باخد لي اسبوع مش اكلم حد خالص في الدنيا، كلم ولا مين؟ عايز اعرف الاهل ولا عايز اعرف حد، بس هقعد اكلم نفسي وارجع نفسي واشوف مثلا ايه الموضوع دوت، واعمل توبه واعمل رجعه نصوحه، ولا اشوف المشاكل دي جايه منين. يعني انت فبتقعد تكلم في نفسك. يا هاني، وصف لي كده الاب، او وصف التوصيف اللي هقوله ده. واحد لو بعد عن الدنيا كلها قال لك ماليش دعوه بالناس، هعمل كده يوم لوحدي، هكلم نفسي واقعد اقول ده انا هصعد لنفسي
وهقابل نفسي وهحضن نفسي وفوقي وقول وانا هنزل لنفسي، وهذا هو نفسي الحبيب اللي انا بحبه، انا لان انا حبيته فانا بنحب بعض، وانا وانا واحد، وقد من راى انا فقد راني انا، وانا اللي بحب انا لان انا بيحبني انا فاحنا بنحب بعض. يقعد كده مع نفسه يعمل الحاجات دي كلها. انت شايف ان ده عقل مقبول عقلا وفكرا ومنطقا؟ عين العدل، الله عين العدل اكبر يا مهندس، الله اكبر. بس بقى كده 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 عين العدل. خلاص. اسمع بقى حتة، اسمع. لا اسمع انت، اسمع انت. ما هي يسوع، يسوع استنى بس عليها دقيقة واحدة. اي اتفضل. يسوع لازم يتمم كل بر، أنا جئت لأتمم كل بر. يعني جيت مش عشان أكسر إشارة المرور، أنا جيت أعيش في وسطيكم كبشر، كبشر زينا زيه، فاهمني؟ وهنفذ الإشارة المرور، أنا مش هكسرها. سرقة مش هسرق، زنا زنا مش هزنا، فاهمني؟ عمل خطية مش أعمل خطية، فأنا بتمم كل بر. فصرت أمام الله الآب في الصورة إن أنا عادل، ما هو أمام فالله الله الآب، الآب أمام نفسه، بيمجده صار أمام نفسه. أمام نفسه، بس عشان يورينا كبشر، عشان يورينا كبشر بيقول لهم يعني هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. اللي هو هل أنا، الله سر بي؟ اللي هو أنا. يا هل الله سر بي؟ صح صح هل الله سر بي بالمسيح وبس؟ لا، لأنه أتم كل بر، لأنه حد يعني ماشي على إشارات المرور مظبوط، حد ماشي بالأمانة، حد ماشي يعني أتم كل بر بلا خطية وبلا لوم. فبيقول لك له اسمعوا، له اسمعوا، هل الله بيقول لحد له اسمعوا بس؟ ما كانش حد يعني تمام التمام وزي الفل وسمعته زي البلانت وحد كده يعني ماشي على المظبوط. يعني هل انت مثلا تجيب واحد بيكسر اشارات المرور وتقول له لا اسمعه، ولا حد هنا اشاره المرور ديت يعني جريمه كبيره جدا ان انت تكسر اشاره المرور أنا في عارف. البلد ديت، وممكن يعطلوا لك الجنسيه، وممكن يعطلوا لك الجنسيه 5 سنين عشان كسرت ويسحبوا اشاره منك مرور الرخصة او زودت في السرعه. ويسحبوا منك الرخصة وما تسوقش أصلا ممكن تاني في يسحبوا البلد. منك الكارت الاخضر، الجرين كارد حاليا في القوانين الجديده. المهم ليه بقى؟ المهم لانك كسرت اشاره المرور. نختم السؤال ده أو نختم الحوار، لأني أنا تعبت. أنت تعبت ولا ما تعبتش؟ شكلك ما تعبتش. عادي بس. السؤال ده كله أو الحوار بسؤال صغير خالص. الإله الحق والرب لا يحتاج لأحد، صح؟ ولا يحتاج لشيء. إيه هي من دي؟ ناحية ايه طيب؟ الرب من الحق الله، لا الله يحتاج قدير. لشيء. إيه؟ صح، تمام صح. الرب لا يحتاج لشيء، إيه محتاجة تفكير أنت بتفكر. لا صح، الله كلية القدرة، صح كده. كلية القدرة. في إنجيل متى إصحاح 21 نلاقي بيقول، إصحاح 21 عدد قال له 3، أنا محتاج لحضور. وإن كان لك محتاج أحد فقولا الرب محتاج إليه. إنجيل مرقس 11 3 برضو فقولا الرب محتاج إليه. إنجيل لوقا فقولا الرب محتاج إليه. إنجيل لوقا فقولا إن الرب محتاج إليه. السؤال هنا كيف يكون ربكم إلى حق وهو محتاج لحمار؟ تمام زي الفل. يعني انت وقفت عندك موضوع ان هو محتاج لحمار، ما وقفتش عندك ان هو يبعتهم لبلد تانية، وعارف الحمار صاحبه بيجره في الوقت دوت وهيقابلوه بالثانية. عندك يعني نظرته النبوية او يعني الرؤيوية ان مش هو عارف، مش شافهم عارف وهم بيه. عايز تقول يعني ان هو كان عارف مكانهم عادي. ده ممكن اي واحد عارف البلد التانية وعارف ان في حمير بتتربط هنا، وان ده مثلا مكان اسطبل او زي كده، فعارف ان في حمير اكيد هتبقى موجودة، بدليل ان هو قال لك لا ايه. بس ده بص بيقول لهم صاحبه ماشي ورايح لا لا يربطه ده انا وكذا هجيب وكذا. لك كمان اللي يأكد لك انه مش عارف كل حاجة. انه بص قال ايه، وان سألكما احدا لماذا تحلاني فقولا. وان سألكما، خد بالك محدش سألهم حلو. في النص ده، محدش لا سألهم. لا لا، لا سألهم ما هو في صاحب انجيل الحمارة تاني قال له مثلا، في انجيل تاني ما سألهمش.
في انجيل تاني حلو بس حلو. انا لا مش ما يعني لوجا متى متى كان عشار، ولوجا الطبيب كان طبيب. ففي واحد بيحكي بالتفاصيل المملة، وفي واحد ما بيحكيش بالتفاصيل المملة. فاللي بيحكي بالتفاصيل المملة قال لهم: لماذا تحلان رباط الجحش؟ قالوا له: السيد المعلم عايز ودوت عشان يتمم كل بر. كمان هو يعني ما بعتهمش سرقوا الجحش، لكن طلب ان هو ياخد الجحش دوت ويمشي عليه عشان اهل اورشليم يهتفوا ويعلنوا ان هو ملك اليهود، لكن كملك اليهود رفض. كل ده ايه العلاقة الآن بان الموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع الرب محتاج اليه الآن؟ انت اعتقدت معايا وقلت لي ان الرب يعني الله، انا سألتك قلت لك كيف يكون ربكم رب وهو محتاج لحمار، محتاج وصف الاحتياج له اثر او دل على عدم الوهيته او ربوبيته، لانه مش زي ما انت قلت كده الله كلي القدره عندنا الان، او الرب بحسب كتابك طلع مش كلي القدره، ايه الرد؟ الرد هو اختيار الرب يعني في الطريقة دي، محتاج يعني في تسديد الاحتياج. اختار انه هو يكون فهمتني؟ محتاج، صح؟ يعني الرد ان الرب اختار في الوقت دوت ان هو يكون تسديد الاحتياج بالطريقة دي، واستخدم البشر ان هم يسددوا الاحتياج في التوقيت دوت من محبته في البشر. هو يعني في قصة اللي هي بتاعت نعمان السورياني، لو تسمع عن الرئيس أو رئيس الجيش نعمان السورياني، اللي كان قوي وكان آسر عنده بنت من شعب إسرائيل، ما وقالت له: بحتاجش، يا سيد خلينا اذهب. النصوص نفسها يا هاني، خلينا ما نخرجش عن النصوص يا أنا هاني. ما دي قصة، هي قصة نفس القصة. كان الله يقدر يشفي نعمان السورياني دوت من البرز بتاعه في لحظة. كانت البت قالت له: إلهي القدير يشفيك، يهوى جهوفا أو إيل شداي يقدر يشفيك في لحظة وطرفة عين. قال لها إيه؟ قالت له: لا، أنت روح لإليشع. إليشع كان يرمز للسيد المسيح في الوقت دوت، يعني اللي جاي، فهمني؟ فقالت له: روح لسيد إليشع. فإليشع كان يقدر يحط ايده عليه ويقول له: ابرأ، فاهمني؟ لان إليشع معروف ان هو يعني كان الله مستخدمه في معجزات، لكن إليشع ما قالوش ابرأ. قال له: اطلع يا رئيس الجيش وروح اغطس في النهر دوت، نهر الاردن، 7 مرات، فاهمني؟ فحب يختبر ايمانه، فاهمني؟ حب يختبر ايمانه. فراح نعمان مشي شويه الرب وقال محتاج، لك: ايه الراجل دوت؟ الرب قال لك: محتاج، ايه دوت؟ انت معايا؟ الله ايه ما انا، ايه حبش. سؤالي يا انا، ايه سؤالي يا هاني؟ هاني انت ايه اللي ودتني بس مش عارف اسمه السروجي ولا اسمه ايه اللي انت بتقول عليه ده، مش عارف مين ودتني اليشع ونهر الاردن نعمان ويغطس 7 مرات السرياني مش السروجي. والسروجي يا السروجي عم ده اللي اسمع بيعمل عليه، بتاع خبر ابيض الجزم ولا عليك، بتاع. انا بقول لك انت راجل امريكي ومتفنتح ذهنيا. حياك الله. اسال الله ان يهدينا واياك يا هاني، ادع معايا يا هاني، اللهم اهدني وهاني وكل المستمعين وبصرنا بالحق، قول امين. آمين. الله يهدينا جميعا، والحمد لله أنا مهدي، لأني طب يعني بقى انت أخذت شايف نعمة. نفسك مهدي؟ طب يلا يلا، اللهم ان كان هاني على الحق، اللهم اهدني انا محمد نصيف علي، قول امين. آمين يا رب. آمين اللهم وصلنا بالحق، وبين لنا الحق، واظهر لنا الحق، آمين وثبتنا على الحق. ادعي كده، اللهم ثبتنا على الحق. آمين آمين. الحق والطريق والحياة. امين، اللهم آمين ثبتنا، وبين لنا آمين. الحق والطريق الحق والحياة، والطريق والحياة. واجعلنا وإذا من كان الحياة، آمين واجعلنا من وإذا كان الحجارة. آمين وإذا كان عيسى ابن مريم هو الإله، فأعطينا النور أن نرى الحقيقة. آمين يا رب آمين العالمين، اللهم إن كان عيسى ابن آمين مريم إله فاهدنا لألوهيته، آمين،
وإن كان ليس بإله فاهدنا لنبوته. قول آمين. 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 أسأل الله أن يبارك فيك يا هاني وأن يهدينا وإياك يا رب العالمين. إن شاء الله أنا عايز نتابع مع بعض، حتى لو كده ممكن نتواصل على الخاص، لأن أسلوبك جميل وأسلوبك حلو وعجبني، وعندنا أسئلة كتير. لو أنت حابب تعرض على الناس الردود عليها، أو لو أنت حابب تشرح عقيدتك على الناس، أهلا وسهلا بيك في منبر محمد نصيف دوت كوم. ما فيش مشكلة، يعني أكون مبسوط إن أنا أتكلم مع حضرتك، ودي حاجة يعني الله تبسطني يبارك. كتير، وإحنا إخوات من غير أي حاجة، والهدف بتاعنا هو الوصول لله وعبادة الله بقلب نقي نعم. وإيمان سليم واستنارة روحية. نعم، نسأل الله أن يهدينا وإياك يا هاني يا رب العالمين، وأن يشرح صدورنا للحق دوما يا رب العالمين. ماشي يا هاني. أمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن ينصرنا، اللهم آمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. اشتركوا في القناة، شاهدوا ما فيها من فيديوهات ومناظرات، خشوا القناة هتلاقوا فيها فيديوهات كتيرة استمعوا إليها. والناس اللي سامعة الفيديو حالا أو لسه جاية حالا، يا ريت يعملوا مشاركة للفيديو في مجموعات الفيسبوك، سواء من اليوتيوب أو من الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.